السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله جميعا مش هتكلم معايا. يلا يا شباب. النهارده إن شاء الله نبدأ في الجزء الأهم في البرنامج. وطبعا الأهم بس يعني تحت ضغط نفسي وعصبي فللأسف مش هنقدر ناخده براحة قوي. هو الباقي الجزء ده هو الجزء المهم في البرنامج لأن هو ده اللي معتمد بعد كده على علاج الكارديوفاسكولار زي علاج الهايبرتنشن وعلاج الأنجينا وغيره. بس ربنا ان شاء الله يسهل كده نركز في البيتا بلوكرز على الاقل والباقي بقى ربنا يعيننا فيه نشوف هنمشي ازاي. هي المجموعه على بعضها بقى اللي نبدا فيها النهارده ان شاء الله اسمها سيمباثيتك ديبريسنس. واضح من اسمها كده انها الهدف منها ان انا اقلل نشاط السيمباثيتك نيرفس سيستم. ليها اسامي قديمه شويه، في كتب بتسميها سيمباثوليتكس وده اسم برضه مش مستحب قوي لان هم ما بيعملوش لايسز، ما بيعملوش ديستركشن لا سمح الله ولا حاجه. وفي ناس بيسموهم سيمباثوبليجكس، معرفش كلمة سمعنا كلمة بليجيا دي قبل كده؟ بالظبط، يعني لما بقول لك الدواء اللي بيعمل مثلا سايكلوبليجيا زي الاتروبين يبقى هو كان بيعمل نوع من الباراليسيز او نوع من الويكنس على مكان معين. هنبدا بس كده ان شاء الله نقسمهم. هو التقسيم موجود عندنا في الكتاب في صفحة اظن 74 في النسخة الجديدة، 77 في النسخة القديمة. في تقسيمة كده مجموعة سيمباثوليتكس. احنا لو فاكرين بس هو السيمباثيتك كان ليه دور مهم قوي تو كنترول ارتيريال بلاد بريشر، مش كده؟ يعني كان من الحاجات الواضحه قوي في شغله ان هو كان بيظبط الضغط. وكان بيعمل الكلام ده غالبا على ثلاث اماكن مهمين، كان بيعملهم على الهارت ان بيحصل استيميليشن البيتا واحد في كل حاجه بتاعنا بما فيها الكارديك اوتبوت. وكان بيعملها على مستوى البلاد فيسلز ان هو عندنا هنا في ريسبتور مهم قوي اسمه الالفا 1، طول ما هو بيشتغل بيخلي الريزيستنس بتاعت البلاد فيسلز عاليه. وبالتالي نقفل التكييف. حاضر، نفتح التكييف، نوارب التكييف. طيب يعني احنا ممكن نيجي في يعني هنا في دفى صغير في الحته دي كده لو انتوا تحبوا لو ملاقيكوا التكييف. الالفا 1 كان ليها دور مهم في المينتنس اوف ذا توتال بريفرال ريزيستنس. وما ننساش بقى الكدني كان ليها علاقتها بالضغط. صح، كان في عندنا جاكستا جوميرا ابريتس اللي هو مسؤول عن الرينال ريليز. فاكرين والرينال ده بقى هتفكركم النهارده بقصته الانجيوتنسينوجين والانجيوتنسين 1 و 2. يبقى ده كان شغل الاوتونوم او شغل السيمباثيتك الواضح قوي. لو انا بتكلم بقى على مجموعه ادويه بتهبط شغل السيمباثيتك، لو بدانا كده هو كتاب القسم بادئ من هنا. بادئ من الاورجنز بان انا اقفل الريسبتورز، مش هتفرق كتير يعني. بس لو بدانا سنترالي كده، لو بدانا بالسيمباثيتك سنترز. انا عندي في البرين كده سنتر مهم قوي زي حاجه اسمها الفازوموتور سنتر، سمعنا عنه، عمال يبعت اشارات للبلاد فيسز انها دايما فيها حاله تون. وفي سنتر اسمه كاردياك ستيمولاتوري سنتر اللي هو بينشط ضربات القلب او بينشط الكاردياك بروبرتيز. السنتر دي لو بصينا عليها كده هتلاقي فيها ثلاث انواع من الريسبتورز. اثنين منهم قلناهم قبل كده. واحد اسمه البيتا 1. البيتا 1 ده كان موجود في السي ان اس ولو فاكرين كنا بنقول عليه بيزود السيمباثيتك اوت فلو، صح؟ بيزود السيمباثيتك ديسشارج. يعني بيزود الاشارات العصبيه اللي طالعه من السنترز رايحه للجهاز ده كله. يبقى ده الريسبتور ده طول ما هو شغال انت عمال تنشط السيمباثيك. في المقابل بقى كان في ريسبتور تاني انهبيتوري في معظم الاحيان اللي هو سميناه الالفا 2. لما كان بيشتغل في نفس الاماكن تقريبا كان يعمل العكس، كان يعمل انهبيشن على سيمباثيتك اوت فلو، يعني الاشاره اللي طالعه من السيمباثيتك سنترز للاورجنز هديت شويه. النهارده هنسمع بس كده بسرعه قوي وهنسيبه مش هنكمله يعني ريسبتور جديد اسمه الاميدازولين ريسبتور. الاميدازولين ريسبتور سموه اختصارا الاي ريسبتور. الاميدازولين ده في منه انواع، النوع اللي يهمني اسمه الاي 1. وعشان تريح نفسك في المذاكره الاي 1 كانه بالظبط الالفا 2. يعني لما تعمل ستيميليشن للاميدازولين تايب 1 كانك عملت ستيميليشن للالفا 2، يعني انت عملت انهبيشن اوف سيمباثيتك اوت فلو، كويس؟ وبدا يبقى في ادويه مش مهم بقى النهارده اساميها، ده اسمه ريلمينيدين وده اسمه موكسونيدين، هنعرفه ان شاء الله لو جت فرصه بعد كده. دول بيشتغلوا على الاي 1 وبداوا فعلا يبقى لهم دور في علاج الضغط. طيب فكر معايا بقى ايه هو السيمباثوليتكس اللي ممكن اعملها هنا؟ يعني ايه الادويه اللي هتقلل شغل السيمباثيتك عشان اعالج ضغط عالي مثلا ويكون شغلها سنترال، يكون شغلها انها بتعمل افكت على السنترز مش على الاورجنز نفسها. صح، بيتا بيتا الفا 2 اجنس. صح، الفا 2 اجنس ده هنسمعهم ان شاء الله، كان المفروض يتقالوا بس مؤجلين. دواء مشهور قوي اسمه كلونيدين، ده مشهور جدا جدا، والفا ميثايل دوبا وغيره، جوانفاسين وجوانابنز، ما تشغلش بالك بقى بالاسامي، لكن الفكره ان انا اشغل الالفا 2.
الحل الثاني ان انا افرد بيتا، صح، ان انا ادي بيتا انتاجونست. هيكون في شرط طبعا لكل الادويه دي، يعني لازم عشان اشتغل سنترال لازم كلها تبقى ليبيد سوليبل، كلها تعدي البلاد برين بارير. فلما اتكلم على بيتا بلوكر ان شاء الله النهارده بقول لك البيتا بلوكر ده ليبيد سوليبل لايبوفيليك، يبقى متوقع ان جزء من شغله هيبقى سنترال. لو طلع البيتا بلوكر ده هيدروفيليك، لو طلع البيتا بلوكر ده ليبيد سوليبيليتي بتاعته مش عاليه قوي، يبقى اكيد شغله مش هيبقى على سي ان اس. الحل الثالث ان انا اشغل الاي 1، ادي حاجه اسمها اي 1 اجونست، وزي ما قلت لك كده مجرد بس اسامي كده ان شاء الله هاجلها. ده اسمه ريلمينيدين وده اسمه موكسوليدين، دول بيشتغلوا سنترال بس شغلهم كله على الاي 1 اللي هو موجود في السي ان اس. طيب الخطوه الثانيه، انا سبت بقى السنترز خلاص، تعالى فكر معايا كده اهبط ازاي شغل السيمباثيتك، ماليش دعوه بالسنترز بقى خلاص، دي انتهينا منها. هو الاشاره بتيجي من ايه؟ من السنترز دي رايحه فين؟ رايحه على البري جانجليونيك نيرف، صح؟ بيعمل ايه البري جانجليونيك نيرف ده؟ بالظبط بيعمل الايزو اسيتايلكولين، ولما يطلع اسيتايلكولين يشتغل على ايه؟ على النيكوتينيك ريسبتورز اللي موجوده في الجانجل، فيحصل ايه؟ يحصل اوبننج في الصوديوم شانل، انت شغل النيكوتينيك يتفتح الصوديوم شانلز اللي موجوده في البوست جانجليونيك نيرف، فيبدا يطلع الكيميكال ترانسميتر بتاعه، سواء بقى كان نور ادرينالين غالبا في السيمباثيتك او احيانا اسيتايلكولين. طيب ايه الحل بقى عشان اوقف الامبلس دي غير ان انا اشتغل سنترال؟ ادي جانجليون بلوكر، صح، ادي جانجليون بلوكر. هيبقى شغلته ايه الجانجليون بلوكر ده؟ يعني هيعمل ايه؟ هيقفل النيكوتينيك ريسبتور، صح، هيقفل النيكوتينيك ريسبتور اللي موجود على الجانجليا، فيمنع وصول الاشاره من البري للبوست. الجانجليون بلوكرز في الطب دورهم بقى محدود جدا، مش بس في مجال الفارما، في الطب عموما. اشمعنى؟ فكر ليه؟ هما يا ترى بينشلوا عن النيكوتينيك ريسبتور بتاع سيمباثيتك جانجليا؟ لا، بيقفلوا النيكوتينيك ريسبتور بتاع سيمباثيتك والبارا، صح؟ كانك عملت ايه شغل البارا؟ كانك لغيت شغل البارا، يعني كانك اديت ايه؟ كانك اديت دواء اسمه ايه؟ لما ضيع شغل البارا كان اديت اتروبين، صح؟ فتلاقي جزء كبير قوي من اعراضهم الجانبيه شبه الاتروبين، بس الفرق في الطريقه، الاتروبين قفل ماسكارينك اللي هي المحطه النهائيه بتاعت شغل البارا، لكن ده منع خروج الاسيتايلكولين لانه قفل النيكوتينيك ريسبتور. طيب يبقى مالناش دعوه بقى بالجانجليون بلوكرز. الحل الثالث، النيرف ده اسمه ادرينرجيك نيرف، صح؟ فاكرين كان وظيفته ايه ده؟ النيرف الادرينرجيك ده وظيفته ايه؟ سينثيسيس وستورج وريليز وحاجه كمان وابتيك، صح؟ هو ده شغلته، ان يعني يصنع ويخزن ويفرز نور ادرينالين، ولما يطلع نور ادرينالين يرجع يدخل له جوه تاني. طيب انا عايز اعطل النيرف ده، اتفضل، عايز اعطل النيرف ده اعمل ايه؟ ممكن اشتغل على ايه؟ يعني عايزه ما يشتغلش، عايزه ما يعملش الايفكت بتاعه، ما يخرجش نور ادرينالين، صح؟ ممكن اشتغل على السينثيسيس، مش كده؟ مش مكتوبه في الكتاب، بس في ادويه بتمنع تصنيع النور ادرينالين في النيرف. في عندنا دواء سمعناه زمان قوي اسمه الفا ميثايل تايوزين، سمعناه كده في بدايه الكلام بتاع السيمباثيتك، ودواء اسمه الفا ميثايل دوبا. الاثنين دول مشهورين قوي، هم بيمنعوا اصلا خطوات تصنيع النور ادرينالين. احنا عارفين البدايه مش كده؟ في نايل انالين، تيروزين، دوبا، دوبامين، يدخل جوه البيزيكلز يتحول لنور ادرينالين. لو انا وقفت خطوه من دول يبقى انا وقفت تصنيع النور ادرينالين. اللي بيعمل كده حاجه اسمها الفا ميثايل تيروزين. حد يعرف يفسر لي شغله؟ الفا ميثايل تيروزين، شبه التيروزين. فيتخانق معاه على ايه؟ على الانزيم اللي اسمه تيروزين هيدروكسيز. فيبدا ساعتها التيروزين مش عارف يتحول الى دوبا، فانا وقفت الخطوات. امال الالفا ميثايل دوبا ده هيبقى شغله ايه؟ هو الفا ميثايل دوبا شبه الدوبا، صح، فيتخانق مع الدوبا على انزيم اسمه دوبا ديكربوكسيليز، فبرضه وقفت الخطوات بتاع تصنيع نور ادرينالين. طيب ده حل. الحل الثاني امنع الستورج، صح، ده اسمه ريزيربين، ما عادش مهم، لكن عمال يعدي علينا كده كل شويه طريقه شغله النهائيه انه يخلي النيرف ده فاضي، مش كده؟ واللي بيعمل ديبليشن اوف نور ادرينالين فروم ذا ادرينرجيك نيرف. الحل الثالث امنع الريليز. جوانيثينين، بدواء برضه ما عادش ليه لازمه خالص في الطب، لكن يعني لو بنتكلم بقى كلام نظري يبقى ثلاث ادويه هم او ثلاث طرق ان انا اوقف بيها النيرف ده. الطريقه دي؟ لا لا، هو نظريا يعني ينفع بس مش هيبقى كافي ان هو يوقف تصنيع النور الكيميكال ترانسفير. اللي عايز بس اقوله ان الادويه اللي بتشتغل على العصب ده يسموها انتي ادرينرجيك دراجز، في بعض الكتب يسموها ادرينرجيك نيورون بلوكرز برضه. ادرينرجيك نيورون بلوكرز، كاني عطلت شغل الادرينرجيك نيورون.
كتاب القسم احيانا بيسميه سيمباثوليتكس، يعني احيانا كده بيبقى بيخص لفظ سيمباثوليتكس بالادويه اللي بتشتغل على العصب دي، لكن هو الاسم الحقيقي الكومن قوي اللي انا اسميهم ادرينرجيك نيورون بلوكرز او انتي ادرينرجيك دراجز. الحل الاخير بقى، انا ماليش دعوه بالسنترز، بعد الاشاره البري طلع نور اسيتايل كولين، شغل النيكوتينيك، النيرف ده شغال عمل سنتز وستورج وطلع نور ادرينالين، اخر محطه بقى ريسبتور بلوكر، هي المحطه المهمه بالنسبه لنا قوي، ان انا اجي على الخطوه النهائيه واقفلها عن طريق ان انا ادي ريسبتور بلوكر او ريسبتور انتاجونست. عندك كام ريسبتور مهمين بقى بيتحكموا في الضغط؟ الفا و بيتا، مش كده؟ انهي الفا؟ الفا واحد اللي موجوده بوست سينابتيك على البلاد فيسلز اللي دايما بتنقبض وتمنتين البريفرال ريزيستنس، وعندي البيتا واحد بتاعت الارض. يبقى عندي كام مجموعه من الريسبتور بلوكرز؟ ثلاثه، صح؟ ان انا اقفل الالفا بس، صح؟ ودي مؤجله، او اقفل البيتا بس، ودي النهارده ان شاء الله، او اقفل الالفا والبيتا، ومش هنسمع غير اسامي زي البيتا لول او الكار فيديو. يبقى دي بالنسبه لنا بقى التقسيمه، خلي بالك ان شاء الله عشان لما نرجع الله اعلم امتى، بس لما نرجع ان شاء الله نكمل الموضوع ده، يبقى احنا فاكرين ان كان عندنا اربع مجموعات من الانتي ادرينرج، من ما يسمى مجموعه سيمباثوليتكس او سيمباثيتك ديبرست شو عارفين. طب نيجي بقى لموضوعنا النهارده اللي هي موضوع البيتا بلوكرز، هو عندنا صفحه اظن 77. نعم؟ بس مش جايين يعني لما نيجي نتكلم على سكيلت المصري ريلاكسنس هتيجي سيره الجبر. هو السي ان اس على فكره يعني مش بس لو السي ان اس في كل حاجه في الخيال. ماسكرينيك ونيكوتينيك ودوبامينرجيك وسيروتونين وكل حاجه. دول بس عشان لهم علاقه بالسيمباثيك. طيب. يبقى ان شاء الله نتكلم على مجموعه البيتا بلوكرز او البيتا ادرينوسبتور انتاجونست. يعني انا شبابي والله لو قلت لك ان ده صوتي يا لو قلت لك ان ده اهم موضوع يمكن في الترم الاولاني بس. ويمكن الاهم منه في المنهج عموما مثلا الانتي بايوتكس او الادويه الانرجيزكس البيتا بلوكرز ده مش هيبقى الصوت. هو النهارده الجمعه مش معناها ان احنا نرغي. معناها عادي ان احنا جايين. اتفضل يا معلم. طيب قبل ما نبص في الكتاب بقى يعني انا برضه هستسمحكم كده ان احنا شويه نبعد عن الكتاب ونرجع له ان شاء الله. البيتا بلوكرز فيها شويه قواعد ثابته كده تصلح لاي دواء هيتقال في البيتا بلوكرز، كويس؟ اول حاجه السورس بتاعهم كلهم ار سينثيتيك. سهل، مفيش حاجه اصلا جايه من بلاند اوريجن ولا غيره. القاعده نمره 2 في الكيمستري. الكيمستري معظم البيتا بلوكرز اللي موجوده في الطب حاليا ريليتد كيميائيا بشكل كده او باخر لدواء اسمه ايزوبرينالين. تخيل الكيميكال ستراكشر اوف موست بيتا بلوكرز از كيميكال ريليتد تو ايزوبرينالين. حد يعني مستغرب حد ولا عادي؟ هو الايزوبرينالين ده كان ايه؟ كان اشهر بيتا اجونست، مش كده؟ كان بيشتغل على كل انواع البيتا. لما غيرنا الكيميكال ستراكشر بتاعه شويه تحول من بيتا اجونست الى بيتا انتاجونست. يعني فقد ايه تقريبا؟ يعني ايه الخاصيه؟ فقد الافكاسي، مش كده؟ فاكرين زمان في الجنرال الاجونست كان ليه ثلاث خواص. افينيتي يعرف يمسك في الريسبتور، وافكاسي يغير نشاط الخلايا سواء زياده او نقص، ويمسك بسرعه ويفك بسرعه، صح؟ تحول الى انتاجونست بيمسك في الريسبتور ليه افينيتي لكن تقريبا ملوش افكاسي، ويبقى ماسك ببطء، واهم من كده سلو ديسوشيشن. يبقى هو تغير الكيمياء ده عشان تبقى متخيل الناس بتفكر ازاي انها تصنع ادويه. الموضوع فيه برضه ما هوش خيالي قوي، بجيب مركب معين وابتدي اغير الكيميكال ستراكشر بتاعه واشوف هينتج عنه ايه. فطلع ان احنا لما غيرنا الكيمياء بتاعت الايزوبرينالين طلعت مجموعه بتشتغل اس بيتا بلوكرز. ده بالنسبه للسورس والكيمستري. لو جينا بقى نتكلم عن الفارماكوكاينتكس، احنا لو اخدت بالك ماشيين بالسكيم العادي بتاع اي دواء، مش كده؟ سورس كيمستري كاينتكس داينامكس وهكذا. لما نتكلم بشكل عمومي كده على الفارماكوكاينتكس بتاعت البيتا بلوكرز هضطر اقسمهم الى مجموعتين. مجموعه يقول عليها لايبوفيليك، يعني مجموعه بتحب الليبيدز، مجموعه بتدوب في الدهون، ومجموعه اقدر اقول عليها هيدروفيليك. يبقى كان البيتا بلوكرز بتتقسم كيميائيا الى لايبو وهيدرو، ودي هتساعدني قوي قوي ان انا اتوقع الفارماكوكاينتكس، مش كده؟ مين بقى يقول؟ يعني قارن كده ابزوربشن وديستريبيوشن وميتابوليزم واكسكريشن. لايبو اخبارهم ايه؟ كومبليتلي او ويل ابزوربد اورال، صح؟ ده بالنسبه للابزوربشن.
ديستريبيوشن مهم قوي بقى ان هم هيعدوا البلاد برين باري. انا متوقع بقى ان شاء الله ان هم هيقفلوا لي البيتا بتاعت السي ان اس دي، وده جزء مهم في شغلهم. طيب هيبقوا اخبارهم ايه في البلازما بروتين بايندنج؟ نسيناها من زمان قوي دي. هي كل مكان الدواء الليبيد سوليبل، كل مكان هايلي باوند تو بلازما بروتين. بس احنا اتفقنا انا ما يهمنيش قد ايه في الميه ماسك، بقدر ما يهمني هو ماسك جامد ولا ضعيف. في كل الاحوال مش مهمه المعلومه دي، لكن اي دواء ليبيد سوليبل هيبقى هايلي باوند تو بلازما بروتين بما فيها البيتا بلوكرز. لو بنتكلم بقى على ميتابوليزم، دواء لايكوفيليك فاكرين في الجنرال مش كده؟ ينفع ينزل في اليورين كده؟ في صعوبه، هو في جزء هينزل في اليورين اه بس جزء بسيط، هو لازم يحصل له ميتابوليزم بايه بقى؟ صح، بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز بتاعت الليفر مش كده؟ عشان يتحول الى ميتابولايت ووتر سوليبل اقدر انزله بعد كده عن طريق اليورين. الكلام بتاع الجنرال بدا يبان بقى ان هو نافع اهو مش كده؟ اتفضل. طيب انا عايز بقى بما ان احنا بنتكلم على هيباتيك مايكروزومال انزيمز والدواء البيتا بلوكر ده ليبيد سوليبل، امتى ما اعرفش اتخلص منه كويس؟ امتى يبقى عندي مشكله في الاليمينيشن اوف ا لايبوفيليك بيتا بلوكر؟ ده في ليفر ديزيز صح؟ هو في نقص في الهيباتيك مايكروزومال، برافو عليك. او لو انا بدي دواء هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتور مقلل نشاط الهيباتيك مايكروزومال انزيمز. حاجه كمان يعني يكون في طبعا ليفر دامج ممكن بقى من الادويه او غيره، بس المور كومن ان يكون في ديكريز في الهيباتيك بلاد فلو، يعني يكون البلاد سبكتين. زمان في الجنرال كنا بنقول في حاجه اسمها نون سبيسيفيك هيباتيك مايكروزومال انهبيتور، ملوش دعوه بالانزيمز، ده كل اللي بيعمله ان هو بيقلل البلاد فلو للليفر، فكفاءه الليفر على تكسير الدواء بتقل. كان من ضمنهم السايميتيدين اللي هو الاتش 2 بلوكر، وكان ضمنهم البروبرانرول. يعني البروبرانرول هو في حد ذاته ممكن يقلل تكسير نفسه شويه، مش عشان هو انهبيتور على الانزيمز. فاهمين قصدي ايه يا جماعه؟ عشان هو بيقلل البلاد سبلاي للليفر، فكفاءه الليفر اصلا بتقل مع نقص البلاد سبلاي. طيب يبقى هو ليبيد سوليبل، يتكسر بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز، وعرفنا بقى ممكن يتعرض لمشاكل ايه تمنع انه يتكسر بشكل واضح يعني. طيب الاكسكريشن بتاعه هينزل جزء بسيط منه نازل في اليورين كده، لكن الجزء الاكبر نازل از ميتابولايت. فاكرين اهم حاجه في الميتابوليزم كان ايه؟ اهم يعني فيز في الميتابوليزم، وكان في فيز واحد دي اوكسيديشن ريدكشن هيدروليسيس، وكان في فيز اثنين دي كانت حلوه المهمه دي كان فيها كونجوجيشن، وكان اهم حاجه يمسك فيها جلوكيورونايت. فغالبا بينزل البيتا بلوكر ده على شكل جلوكيورونايت كونجوجيت، يعني بينزل ميتابولايت عباره عن بروبرانول ماسك عليه جلوكيورونايت، بقى ووتر سوليبل وسهل ان انا اتخلص منه. طيب هنقول ان شاء الله حالا، بس هي مبدئيا كده عن طريق ان هو البيتا 2 بيقفلها، وانت عارف البيتا 2 دي دايليتور فيقلل شويه البلاد فلو. طيب انا هقول بس مثل واحد هنا لللايبوفيليك دول عشان يفضل يتكرر معانا، ده اسمه بروبرانولول. يبقى انا عرفت بقى خلاص لما يجي نشرح ان شاء الله بروبرانولول كايناتكس انتهت بقى. ايه اخباره؟ اورال ولا مش اورال؟ اورال، بس خلي بالك هو من الادويه اللي لها فيرست باس ميتابوليزم عالي مش كده؟ اه طبعا، هو لما الادويه دي لما تتاخد اورال يتكسر جزء كبير منها في الليفر، فلازم اعوض بجرعه عاليه شويه. لما اخد اورال بدي لارج دوز هيعدي البلاد برين بارير، هيبقى ماسك على بلازما بروتين، هيتكسر في الليفر بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز، وده يخليني بقى اخلي بالي لو في مشكله في الليفر ديزيز او في مشكله ان انا مدي دواء هيباتيك مايكروزومال انهبيتور. امال ايه بقى الهيدروفيليك؟ ايه خواص الدواء اللي اتقال عليه هيدروفيليك دراج؟ يتاخد اورال ولا ما يتاخدش؟ يتاخد اورال. نفس الغلطه اللي غلطناها مره كده مع النيوستيجمين، فاكرين؟ النيوستيجمين كان كواترنري امونيوم، وافتكرنا بقى ان هو طالما ايونايز كده يبقى مش هيتاخد اورال. هو بولي ابزوربت، بس انا اقدر اعوض بنفس الفكره، ادي جرعه كبيره. يبقى هو كان بيجيف اورال صح، بس الامتصاص بتاعه انكمبليت مش زي اللايبوفيليك. ايه اخبار البلاد برين بارير؟ تقريبا ما يعديش، تقريبا دي فيها مزايا وفيها عيوب، لكن مفيش افكت قوي على السي ان اس. مصيره ايه بقى؟ الاتينولول ده محتاج ميتابوليزم، محتاج يتكسر عشان يبقى ووتر سوليبل عشان ينزل في اليورين. هو بطبيعته ووتر سوليبل، يبقى بينزل في اليورين تمام، بينزل في اليورين ان تشينج، نازل زي ما هو كده اتينولول زي ما اخدناه نزل في اليورين. طيب يبقى ايه اخبار الديوريشن بقى؟ لو انا قارنت بين البروبرانولول
وقارنت ما بين الاتينولول في الديوريشن اوف اكشن. مين اللي لونج ديوريشن؟ ده اللي هو ايه؟ الهايدروفيلك. صح الهايدروفيلك. لا احنا قلناها كذا مره، احنا دايما كل تراك حتى متوقعين الدواء اللي بينزل في اليورين يحصل له فلتريشن يروح نازل. لما ادخل الحمام انزل الدواء كله، ما بيحصلش كده. هو بيحصل فلتريشن وجزء منه بيرجع تاني حتى من غير ما يدخل النفرون، بيرجع من الافر ديفرنت. نعم؟ لا لا هي بص قاعده يعني اذا ما كانش واضح نقولها ان شاء الله بعد كده. اي دواء معتمد على رينال كليرنس بياخد وقت تو بي اليمينيتد. الدواء ده اخباره ايه؟ انا اخدت جرعه 100 مللي مثلا اللي هو اللايكوفيليك وصل قد ايه؟ مثلا يعني لو اخدت جرعه 100 مللي واخدتها اورال كده وصل قد ايه؟ يعني وصل قد ايه؟ كتير قليل يعني؟ لا اخدت الدواء زي البروبرانول اورال عدى على الليفر وهو لسه قايلين حاله الاكستنسيف ميتابوليزم باي ذا ليفر، فتلاقي دايما اللي باقي لك منه قليل. يعني الدواء اللي بيتكسر في الليفر ده توقع دايما ان في شورت ديوريشن اوف اكشن. طيب تفرق معاك ايه بقى لونج ديوريشن او شورت ديوريشن؟ مش جرعه قوي. تفرق معانا فريكوانسي. صح تفرق معانا كم مره هدي في اليوم. لما يكون الدواء ده بيبقى مثلا محتاج تاخد كل 6 ساعات والدواء ده بيتاخد مره في اليوم او مره كل 12 ساعه. مين احسن لك او مين احسن للعيان؟ اللي بيتاخد كل 12 ساعه. ليه بقى؟ عشان الكومبلاينس، العيان يسمع الكلام. مش فاكرين الكلام ده بتاع الجنرال؟ لو قللت الفريكوانسي بتاعت الدواء يبقى انا بدي فرصه للعيان يستجيب للدواء. يبقى ده بالنسبه لللايبوفيليك والهيدروفيليك. هقول لك بقى مثال الدواء الهيدروفيليك ان شاء الله زي ما قلنا كده في اللايبو. دواء اسمه اتينولول. هنقعد النهارده طول الوقت ان شاء الله نقارن ما بين البروبرانول اللي هو اشهر دواء في المجموعه كلها وما بين الاتينولول. عرفنا الفرق بينهم في الكاينتكس على الاقل. طيب امتى ما اقدرش ادي اتينولول؟ صح لو عندي رينال امبيرمنت، عندي مشكله في كفاءه الكلى مش قادر اتخلص من الدواء. برضه على فكره اتقالت في الجنرال المعلومه دي، وما تزعلش طبعا لو انت ناسيها او حتى ما عرفهاش قبل كده. يعني لسه في فرصه ان شاء الله ان احنا نلم نفسنا او نلم الموضوع، مش نلم نفسنا اسف، نلم الموضوع يعني ونذاكر اللي فات. بس الاتينولول وان اوف ذا دراجز اللي اتقالت كمثال للادويه اللي معتمده على رينال اكسكريشن. طيب في بقى حد من اساتذتنا بيقول لك طب افرض انا ما عنديش الاتينولول والعيان عنده رينال امبيرمنت. صح هي اسمها ايه بقى؟ مش يعني هي انا لازم اقلل طبعا، بس هي اسمها صح دوز ادجستمنت. يعني ظبط الجرعه بتاعتك على حسب وظائف الكلى. ويمكن ان شاء الله في العمل في الترم الثاني هيبقى عندنا معادله اقدر اعرف بيها الحسبه، يعني عارف ان كفاءه الكلى قد كده عن طريق حاجه اسمها كرياتينين كليرنس لو سمعتوا عنه في الفسيولوجي. اعرف العيان اخبار الكرياتينين كليرنس بتاعه قد ايه بالنسبه للنورمال واحسب الجرعه بتاعتي. يبقى خلي بالك حتى الدواء اللي معتمد على رينال كليرنس ولو في رينال انسفشنسي اقدر اديه. بس هنا في شرط مهم قوي ان انا اعمل تعديل للجرعه على حسب وظائف الكلى. خلصنا بقى من الموضوع بتاع اللايب والهايدرو ده. طيب احنا لسه بنتكلم على قواعد البيتا بلوكرز. كلهم سينتاتيك، كلهم تقريبا شبه الايزوبرينالين في التركيبه. في الكاينتكس اختلفوا مش كده؟ قسمناهم الى لايب وهايدرو وكل واحد بقى فيهم ليه خواص مختلفه شويه. نمره 3 لو بنتكلم على ميكانيزم اوف اكشن برضه قاعده ثابته فيهم كلهم. كل البيتا بلوكرز ار كومبيتيتيف انتاجونيستس. كل اللي موجودين في الطب، كان في زمان حاجات نون كومبيتيتيف مالناش دعوه بيها بقى. كل اللي موجود حاليا في الطب في البيتا بلوكرز ار كومبيتيتيف انتاجونيست. مين بقى يقول لي بيكومبيت مع مين على ايه وايه معنى كومبيتيتيف؟ ما بيتخانقوا مع مين؟ مع البيتا اجونيست. صح اشهر بيتا اجونيست ادرينالين وايزوبرينالين. صح بيتخانقوا معاهم على ايه؟ على البيتا ريسبت. طب ايه معنى كومبيتيتيف دي؟ او يسموها ريفرسبل او يسموها سيرماونتبل. ان انا لو عايز اطرد البيتا بلوكر اعرف اطرده بس بشرط ازود. تمام؟ يبقى كلهم كده بلا استثناء. عليكم السلام ورحمه الله. قبل بقى ما ندخل في تفاصيل الاكشن بتاعتهم وبرضه هستسمحك كده ان انا اقسم البيتا بلوكرز بتقسيمات ثانيه غير تقسيمه الهيدروفيليك واللايبوفيليك. هي موجوده في الكتاب بس معلش عشان ما تبقاش يعني مشتت خليك بس معايا ثواني كده وهنرجع ان شاء الله نشوف الكتاب اي بيه. احنا عندنا طريقه لتقسيم البيتا بلوكرز سهله قوي اللي احنا قلناها لايبو هيدرو. دي تقسيمه على حسب الكاينتكس. بس في تقسيمه ثانيه على حسب هما بيقفلوا انهي ريسبتورز في البيتا. تقسيمه على حسب السلكتيفيتي.
وفي كام ريسبتور للبيتا؟ ثلاثه. البيتا ثلاثه ده اخباره ايه؟ ملوش اي معنى، مش غير هو بيعمل بس شويه اللايبوليسيس فمش داخل معانا حتى في التقسيمات. يبقى انا عندي البيتا واحد وعندي البيتا اثنين. اللي يقدر يقفل البيتا واحد، اتفضل يا دكتور، اللي يقدر يقفل بيتا واحد واثنين يتسمى ايه؟ لا ما هو يسموه نون سيلكتيف، ما بيميزش، ده مش كده، بيقفل بيتا واحد وبيقفل بيتا اثنين، فدي مجموعه يسموها نون سيلكتيف بيتا بلوكرز. يسموها احيانا دلوقتي ذا فيرست جينيريشن اوف بيتا بلوكرز. اول جيل في البيتا بلوكرز اللي بيقفل كله ده ما عندوش تمييز. واللي بيعمل كده بشكل واضح قوي البروبرانولول. احنا مش هنقول اسامي كتير برضه عشان ما تتخضش، لكن على الاقل البروبرانولول واتينيرول دايما موجودين في الكلام. يبقى البروبرانولول نون سيلكتيف بيتا بلوكر بيقفل بيتا واحد زي ما بيقفل بيتا اثنين. طيب في دواء بيقفل بيتا واحد وما بيقفلش بيتا اثنين. يسموه ايه بقى؟ سيلكتيف بيتا 1 بلوكر، صح؟ ليه اسم تاني حلو قوي. البيتا واحد دي اهم مكان فين؟ فيسموه بقى ايه؟ كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر. كارديو سيلكتيف اللي بيشتغل على البيتا واحد اللي هي اساسا موجوده في الهارت. في بعض الكتب بيتسمى ذا سكند جينيريشن. يبقى الجيل الاول في البيتا بلوكرز قفل كله مش كده؟ الجيل الثاني قفل بيتا واحد وساب بيتا اثنين. سؤال بقى للناس اللي ان شاء الله كله فاهم، يعني هل المجموعه دي عمرها ما تقفل بيتا اثنين؟ لا. سيلكتيفيتي از نوت ابسوليوت، سيلكتيفيتي از نوت كومبليت، مفيش حاجه اسمها 100% ده سيلكتيف. هو يقفل بيتا واحد اكتر من بيتا اثنين طالما احنا في حدود الثيرابيوتيك دوزز. عليت جرعات فقد السيلكتيفيتي، قفلك البيتا اثنين معاه. اشهر دواء بيعمل كده الاتينو لول. هنعرف دلوقتي يعني دلوقتي كده الفرق ما بين الاثنين، يعني لو انا قلت لك كده البروبرانولول عرفنا عنه ايه لحد دلوقتي؟ انا عرفت ان هو سينثيتيك لان كلهم سينثيتيك صح؟ وعرفت ان هو كيميائيا شبه ايزوبريدانين، وعرفت ان هو لايبوفيليك مش كده؟ ففهمت بقى ان هو هيتاخد اور وكمبليتلي ابزورب ويتكسر في الليفر ويطلع للبرين والكلام ده كله. وعرفت ان هو نون سيلكتيف قفل بيتا واحد واثنين زي بعض، امال اتينولول جاي منين ده؟ سورس ايه؟ سينثيتيك وكيمياء شغال ايزوبريدانين وكاينيتكس هايدرو. هايدرو بقى معناها امتصاصه مش قوي بس هيتاخد اورا، مش هيعدي خالص او مش هيعدي يعني بشكل واضح البلاد برين بارير، معتمد في الاكسكريشن مينلي رينال اكسكريشن. في مجموعه ثالثه في البيتا بلوكرز ملهاش اي قيمه، بتقفل بيتا 2 وما تقفلش بيتا 1، سيلكتيف بيتا 2 بلوكرز. لو اخدت بالك كل الاسامي اللي هتعدي عليك النهارده فيها لول في الاخر، كل مجموعه البيتا بلوكرز فيها ال او ال مش كده؟ سواء بقى قبلها او او اي او اي مش دي قضيه، المهم ان اخره لول ده يبقى بيتا بلوكر. اللي بيقفل البيتا 2 من غير ما يقفل بيتا 1 ما اسموش لول، اسمه بيوتوكسامين، وهنحفظه للاسف عشان تجارب العملي ملوش اي قيمه في الطب خالص. بيوتوكسامين موجود في الكتاب هوريه لكم، البيوتوكسامين ده سيلكتيف بيتا 2 بلوكر، دواء اكسبيرمنتال ملوش اي كلينيكال يوز، بس ان شاء الله نعرفه عشان تجارب البلاد بريشر بتاعت العمل. في مجموعة بقى من البيتا بلوكرز بتقفل البيتا وتعمل افكت على الفا، يعني تقفل الفا واحد كمان. سمعناه ده. دواء بيقفل البيتا غالبا بيقفل بيتا واحد واثنين يعني، وبيقفل الفا واحد كمان اللي هو البيتا دول. وده ساعات تقول عليه الفورث جنريشن بتاع البيتا بلوكرز. أو آسف الثيرد جنريشن بتاع البيتا بلوكرز. يبقى احنا عرفنا كده تقسيمة للبيتا بلوكرز حسب لايبوفيليك وهيدروفيليك سهلة. وتقسيمها حسب السيلكتيفيتي بيقفل ايه في الريسبتورز. طيب تقسيمه نمره ثلاثه بقى قبل ما نرجع للكتاب ان شاء الله، في تقسيمه للبيتا بلوكرز على حسب هل هم بيور انتاجونست، وعايز حد ان شاء الله يفسر لي الفرق بين الاثنين، ولا هل هم بارشال اجونست. خلي بالك عشان الناس ما ندوش من بعض، بس في طريقه ثالثه لتقسيم البيتا بلوكرز غير ان هم لايبوفيليك وهيدروفيليك وغير السيلكتيفيتي. في طريقه هل هم على الريسبتور بيور انتاجونست ولا بارشال اجونست؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه بيور انتاجونست ده؟ صح، زيرو افكسي، زيرو مش كده؟ يجي يمسك في الريسبتور وما يفكش بسهوله. انا بديه في الطب ليه ده؟
يعني فاكر انا ادي بلوكر عشان احنا شغل اجونس مش كده، عشان اقلل الاكشن بتاع الادرينالين والنور ادرينالين. طيب تقريبا كل البيتا بلوكرز ار بيور انتاجونست، امال ايه بارشال اجونست؟ يعني الورد يجي يمسك في ريسبتور الافينيتي وليه شويه افيكسي. شويه يعني قد ايه بقى؟ يعني اقل من اجونست بس اعلى من البيور انتاجونست. ده فاكرين البارشال اجونست ده اللي هو يسموه ديوالست، اللي هو بيبقى فيه شبه ما بين الاجونست وما بين الانتاجونست. يقولوا عليه بقى في الكتب الفارما يسموا الخاصيه دي بارشال اجونستيك اكتيفيتي، سهله مش كده؟ بي اي اي بارشال اجونست. ويقولوا عليها كلمه بقى لو فكرت فيها كده تستغربها شويه، يقولوا على الخاصيه دي انترنسيك. انترنسيك يعني ايه؟ يعني ذاتي او داخلي، حاجه تبع الشخص يعني تبع سيمباثوميميتك اكتيفيتي. انترنسيك سيمباثوميميتك اكتيفيتي هي الادويه اسمها ايه في العنوان اللي فوق ده؟ سيمباثو ايه؟ ليتكس مش كده؟ لكن ده ليه خاصيه اسمها انترنسيك سيمباثوميميتك اكتيفيتي. يعني عايز يقول لي ايه؟ ان هو ليه شويه افيكاسي، في تشابه شويه ما بينه وما بين الاجونست. هو هيعمل ايه في الريسبتور؟ هيجي يمسك صح؟ وبعدين يشغله شويه بس اقل من الاجونست، وبعدين يفضل قاعد صح؟ يبقى هو دوره في الطب ايه؟ يعني انا بديه في الطب عشان ينشط الريسبتور ولا بديه عشان يقفل الريسبتور؟ عشان يقفل مش كده؟ كون بقى ان هو ليه شويه افيكاسي وعمل شويه نشاط، دي خاصيه بقى يعني ايه؟ ممكن تفيد وممكن تضر على حسب الحاله، لكن الفكره فيه ان هو بيعامل معامله الانتاجونست، الهدف منه ان انا اقفل الريسبتور. مين بقى اللي لهم الاي اس اي دول؟ احفظهم عشان الام سي كيو، انا عارف والله الاسامي بايخه ومتعبه لكن عشان مالتيبل تشويس الاسئله بتاعتنا، في عندنا ثلاث ادويه بيبقى لهم الاي اس اي. دواء اسمه البيندولول، ودواء اسمه الايس بيوتولول، ويمكن في واحد ثالث مكتوب عندنا اشوف اذا كان مكتوب في الكتاب، اللي هو الاوكس برينول. البوكس برينول، الثلاث اسامي دول هم اللي لهم اي اس اي، هم دول اللي لهم بارشال اجونست اكتيفيتي، بيندولول واوكس برينولول وايس بيوتولول. بقيه البيتا بلوكرز كلهم بقى اي اسم يعدي عليه الثاني اعرف ان هو بيشتغل از بيور انتاجونست، بيجي يمسك في الريسبتور ويقفله على طول without initial stimulation. بقى كام خاصيه؟ اتفضل يا علي. لا دكتور، ما يعني ما استخدمش بيور صح؟ عشان كده بقى في الطب البارشال اجونست دول ما عادش لهم دور مهم مش كده؟ هو انت لو عايز تشغل ريسبتور، لو افترضت ان البيتا واحد ضعيفه وانت عايز تزود مثلا ريت او كوندكشن او حاجه، تدي ايه؟ ادي اجونست مش كده؟ ادي ايزوبرينالين، ادي دوبامين، اي حاجه دوبيوتامين، المهم انا اشغل الريسبتور باجونست. لو عايز اقفل ادي بيور انتاجونست مش كده؟ فالبارشال اجونست ده حاجه ما عادش ليها قيمه، لكن هي عشان بنتكلم يعني على علم، ما بنتكلمش على كلينيكال ابلكيشن قوي. فما عادش حد في الدنيا تقريبا بيستخدم البارشال اجونست. كام خاصيه بقى عشان نخلص التقسيمه؟ فقسمنا البيتا بلوكرز على حسب كام حاجه؟ تمام مش كده؟ على حسب هايدرو ولايبو، وعلى حسب سيلكتيفيتي، وعلى حسب بارشال اجونست ولا بيور انتاجونست. وخلي بالك البروبرالول اللي احنا عمالين نتكلم عليه من الصبح ده والادينولول ار بيور انتاجونست، بيقفلوا without initial stimulation. انا كلمة بقيت انت قلت دي والله بقت بترعبني، اصل انا حاسس ان انا ايه قول قلت ايه؟ نعم؟ لا مش دايما، مش دايما البارشال اجونست يعمل ديبولاريزيشن، مش دايما. دي في قصه بقى ديبولاريزنج بلوك ان شاء الله جايه النهارده في الجزء الثاني من الحلقه مع السكسينال كولين والكلام ده. اخر تقسيمه بقى عشان ندخل بقى في البيتا بلوكرز بجد بقى. اخر تقسيمه للبيتا بلوكرز على حسب هل بيقدروا يقفلوا الصوديوم شانلز ولا ما يقدروش يقفلوا الصوديوم شانلز. على فكره الخاصيه دي ليس لها علاقه بشغلهم كبيتا بلوكرز صح؟ يعني كل نقفل صوديوم شانل او ما اقفلش ملوش دعوه انا بيتا بلوكر ولا لا. انا في ادويه عموما في الطب كده بتعرف تعمل بلوك اوف ذا صوديوم شانلز كويس؟ من ضمن طبعا اشهرهم اللوكال اناثيتكس، من ضمن الادويه اللي ممكن تقفل الصوديوم شانلز بعض انواع البيتا بلوكرز. طيب انا عايز بس تفكرني كده، وانا لما اقفل الصوديوم شانل بعمل ايه في الممبرين بتاع اي خليه؟ لا بمنع الديبولاريزيشن صح؟ يقول عليها ممبرين ايوه ستابيلايزنج اكتيفيتي مش كده؟
يبقى اي بيتا بلوكر في المنهج ان شاء الله كده يتقال عليه ان هو بالاضافه لشغله كبيتا بلوكر بيقفل الصوديوم شانل، فيقولوا عليه it has a membrane stabilizing activity. هتفيدك في ايه؟ يعني ايه الاماكن اللي لما تقفل فيها الصوديوم شانل يحصل حاجه؟ يعني اشهرهم البريفيرال نيربس يتقال عليه ساعتها local anesthetic action مش كده؟ والقلب. لما تقفل الصوديوم شانل، هو الصوديوم لما يدخل جوه خلايا القلب ده بيعمل بيعمل اكسيتابيليتي وبيعمل كوندكتيفيتي وبيعمل الحاجات بتاعت الكاردك بروبرتيز. لما تقفل الصوديوم شانل في الهارت يبقى انت اشتغلت از انتي اريثميك. تاني انا عارف الحته دي سخيفه يعني. البيتا بلوكرز انسى بقى حكايه ان هم بيقفلوا البيتا دي، خلاص ده موضوع يعني جاي ان شاء الله بالتفصيل. بس في اضافه لشغلهم كبيتا بلوكرز بعضهم بيقدر يقفل الصوديوم شانل. فيتقال عليها ممبرين ستابيلايزنج اكتيفيتي. طيب انا لما اقفل الصوديوم شانلز في الاعصاب يبقى عملت حاجه اسمها لوكال انستاتيك اكشن، هو ملوش قيمه على فكره قوي لكن موجود يعني. وعملت حاجه في خلايا القلب، قللت خواص كتيره قوي كهربائيه في القلب زي اوتوماتيسيتي واكسيتابيليتي وكوندكشن وغيره. فيتقال على الاكشن ده كانه انتي اريثميك، كان انا قللت او عالجت الاريثميا اللي ممكن تحصل في القلب نتيجه زياده في الكهرباء بتاعت القلب. طيب اللي بيعمل كده اشهر دواء في الطب كله برافو عليك، بيقفل الصوديوم شانلز وبالتالي بيشتغل كانتي اريثميك اسمه الكينيدين. وفي ناس بتنطقه كوينيدين، انا ما اعرفش الاسم يعني النطق الصح ايه. ده اشهر انتي اريثميك دراج في الطب كله، واقدم واحد يمكن بيعالج الاريثميا باي بلوكينج اوف ذا صوديوم شانل. ومن كتر شهرته اي دواء يعمل نفس الاكشن على القلب يتقال عليه كينيدين لايك اكشن. خلاص انا هقول لك بقى المعلومه عشان نخلص من الحته دي وانت تكمل. البروبرانول بيقفل الصوديوم شانلز كويس، والاتينولول ما بيقفلش الصوديوم شانلز. يبقى واضح انها خاصيه ما لهاش دعوه بشغلهم كبيتا بلوكرز مش كده، والا كان كله عملها. معنى كلمه ان البروبرانول بيقفل الصوديوم شانل يبقى انا اقول على البروبرانول هاز ايه؟ ممبرين ستابلايزنج اكتيفيتي صح. وراها بقى اقول عليه ايه؟ ليه لوكال انستيتيك اكشن ما هواش مهم قوي، لكن المهم قوي ان ليه؟ صح. انتي اريثميك ازاي بقى؟ بكينيدين لايك اكشن. فهمنا قصدي ايه يا جماعه؟ طيب الاتينولول، الاتينولول ما بيقفلش صوديوم شانل يا محمد، الاتينولول داز نوت بلوك ذا صوديوم شانلز، معناها ملوش ممبرين ستابلايزنج اكشن، معناها ملوش لوكال انستيتيك اكشن، معناها ملوش كينيدين لايك اكشن على الهارت مش كده؟ انا لو سؤالك اتجاوب غلط انا يعني هزعل. بروبرانولول ولا اتينولول لهم بس قبل ما تجاوب يعني تريث تريث النهارده الجمعه بقى وعلى مهلنا. بروبرانولول ولا اتينولول لهم انتي اريثميك اكشن بقى على مهلنا خالص، ما حدش لا بس مش قوي كده يعني برضه مين في الاثنين هاز انتي اريثميك اكشن؟ الاثنين صح. ليه بقى الاثنين؟ عشان بيقفلوا البيتا الله يكرمك، عشان قفلوا بيتا واحد صح؟ بيتا واحد دي لما تشتغل كهربة القلب بتاعنا، فلما تقفلها يحصل انتي اريثميك اكشن صح؟ مين فيهم بقى اقوى من الثاني كانتي اريثميك؟ بروبرانولول. اشمعنى؟ عشان بالاضافه لشغله كبيتا بلوكر ليه اكشن اضافي كانتي اريثميك اللي هو كينيدين لايك اللي هو يساوي صوديوم شانل بلوكر افكت. فهمنا يا جماعه؟ يبقى كل البيتا بلوكرز ار انتي اريثميك عشان بيقفلوا البيتا، بس في منهم بقى اعلى من الثاني زي البروبرانولول ده لان ليه اديشنال بروبرتي كويس. يبقى خلصنا كده من تقسيمات البيتا بلوكرز اللي موجود عندنا في الكتاب بقى صفحه 77 عشان نبتدي بقى نمشي شويه كده في الكتاب. مكتوب عنوان البيتا بلوكرز ومديك الديفينيشن بتاعهم ان هو بيكمبيت مع الايزوبرينين طبعا او الادرينالين اللي هو المفروض ده الاجونست الطبيعي يعني، وبالتالي بيبلوك البيتا افكت بتاعه. تقسيمتهم هو مقسمهم في الكتاب according to selectivity، وبعدين مقسمهم كده في الجدول. احنا هنركز دايما في الكلام في المجموعه النون سيلكتيف على بروبرانولول كويس. لو انت عايز من الجدول ده تلم شويه معلومات بحيث انك ما ترجعش بقى يعني تتوه كده في الكلام اللي موجود، جنب النابولول جنبه كده اكتب ان هو هيدروفيليك. سهله؟ يبقى انت لو اتسالت في النابولول وعرفت ان هو هيدروفيليك معناها صح.
المعتمد بعملين التيرس. اقول لك طريقه بلدي شويه عشان تعرف مين الهايدروفيلك. هو يتقال عليهم كده الناس، ناس ان اي اس. مين بقى الناس اللي هم الهايدروفيلك دول؟ ادي واحد منهم اسمه نادولول والاتينولول، واحد جاي حالا ان شاء الله اسمه سوتالول. الثلاثه دول هم الهايدروفيلك بيتا بلوكرز. عشان لو جه بقى في الام سي كيو سالني مين بقى يا ترى في البيتا بلوكرز دول معتمد على رينال كليرنس، انا مش فاكرهم واحد واحد مش كده، بس عارف ان تقريبا معظم البيتا بلوكرز لايبوفيلك واللي معتمدين على رينال كليرنس هم الثلاثه دول، نادولول واتينولول وسوتالول. طيب في دواء ثالث ودواء رابع اسمه اوكسبينولول وبيندولول. اكتب جنبهم ايه دول؟ صح، بارشال اجونست. الاثنين دول بارشال اجونست او ليهم ما يسمى بالاي اس اي، فاكرينها؟ اختصار انترنسك سيمباثو مايميتك اكتيفيتي. يبقى دول حاجه مميزه ليهم، غير كده هم شبه البروبرانول. السوترول عرفناه ده هيدروفيلك. بتوع العين خليهم بقى ان شاء الله يوم يوم العين الدولي يعني. يعني لما نيجي نتكلم عن تجربه الاي فكرها كان في تيمولول ده اقدم واحد فيهم، وفي واحد اسمه بيتاكسولول وليفوبيونولول، كلهم بيتاخدوا في علاج الجلوكوما بيتحطوا اي دروبس. الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز هم بيقفلوا بيتا واحد اكتر من بيتا اثنين. في ميتوبرولول اول واحد مش كده؟ الميتوبرولول كل حاجه فيه بالظبط شبه البروبرانولول ما عدا السيلكتيفيتي. كل حاجه يعني لايبوفيلك وليمبرين ستابلايزنج اكشن وبيور انتاجونست وكل حاجه تقريبا فيه اس بروبرانول. الفرق الوحيد بينهم ان البروبرانول بيقفل واحد واثنين وده بيقفل واحد اكتر من اثنين. الاتينولول اخباره ايه بقى؟ الاتينولول هايدروفيلك هايدروفيلك. الاس بيوتولول بارشال اجنيس صح. البيزوبرولول ده على فكره مشهور قوي في الطب بس انا مش عارف اقول لك عليه حاجه الحقيقه. البيزوبرولول ده اسمه في سوق الكونكور، لو سمعتوا عن ده اسمه الكونكور، وفي كونكور خمسه وكونكور اثنين ونص وكونكور بلس محطوط عليه ثايزايد دايوريتك. دواء طبيا مشهور قوي، لكن هو هنا في المنهج بتاعنا ملوش حاجه يعني مهمه قوي تتقال عليه، بس هو من الحاجات الاساسيه دلوقتي في مجموعه البيتا بلوكرز اللي هو البيزوبرولول ده. الاسمولول، الاسمو لو عايز تعرف عنه برضه معلومه صغيره كده، هو بيتاخد بس باي انترافينس انفيوجن. التهاب بتاعته قصيره قوي، بيتكسر في الاستريز جوه الار ديزيز، فالتهاب بتاعته قصيره قوي ما لحقش ادي جرعات ما بيلحقش يشتغل يعني، فلازم يتاخد باي انترافينس انفيوجن. الاسمولول اللي هو نمره خمسه في مجموعه الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز ده بيتاخد اونلي باي انترافينس انفيوجن. ده بتاع الطوارئ بقى، لو عندي حاجه مشكله فيها اريزميا ولا حاجه جامده ممكن اعلق العيان الاسمولول ده عن طريق انترافينس انفيوجن. السيلكتيف بيتا 2 بلوكرز اللي متلخبط يقول يا جماعه السيلكتيف بيتا 2 اللي هم مش مهمين خالص في الطب دول، دواء واحد بس اسمه بيوتوكسامين ده عشان الاكسبيرمنتال فارماكولوجي ان شاء الله. الادويه بقى اللي بتقفل بيتا واحد او بيتا والفا معاها الالفا واحد طبعا اشهرهم لابيتالول ده سمعناه قبل كده كذا مره، وادويه شبهه قوي برضه يمكن مش هتعدي عليك تقريبا بعد كده بتفصيل ده اسمه كارفيديلول. كارفيديلول هو ليه ميزه ان هو غير انه بيقفل الفا وبيتا هو انتي اوكسيدنت. لقوا ان ليه انتي اوكسيدنت افكت فده كويس في حالات الاثيروسكلروزس وحاجات كتير قوي كده ليها علاقه بمشاكل الاكسجين فري راديكلز. في بقى ادويه يعني ما اعتقدش ان شاء الله ان هيبقى فيها يعني صعوبه في او يعني محتاجينها قوي في المذاكره، ده اسمه ميدروكسالول ميدروكسالول وده اسمه بيوسيندولول. مش هنحفظ كل ده يعني صعب قوي نحفظ كل ده مش كده، بس احنا هنركز على البروبرانولول. على فكره في النظري بقى بالمناسبه لو جالنا وده مؤكد يعني هيجي سؤال نظري في البيتا بلوكرز بيجي في جزء معين يعني يجي في اكشنز يجي في ادفيرس افكتس مش يجي سؤال كامل بس لازم يجي كل سنه. هيجي في البيتا بلوكرز يعني من غير ما تسمع اسامي ولا حاجه او يجي بروبرانولول. فالنظري مفيش منه اي مشكله، انت مذاكر الموضوع كويس هتجاوب على قد المطلوب منك. هي مشكلتنا في الام سي كيو. في الام سي كيو انت برضه مش هتقعد تسمع يعني محدش هيقول لك ايه بقى سمع لي مين نون سيلكتيف ومين كارديو سيلكتيف، بس هي المشكله هيجي لي اسم دواء لازم اعرف هو في انهي منطقه بقى. يعني هو ناحيه النون سيلكتيف هو هي تفرق والله يعني الريكول غير الريكوجنيشن مش كده؟ يعني ان انا اسمع حاجه غير ان انا اشوف حاجه اعرفها اسهل شويه. يعني لسه يعني راينا هيتغير اخر السنه ان شاء الله في ورقه نمره 2
هنطلع من ورقة الام سي كيو دي هنحب الدنيا كلها الام سي كيو والفارما وكل حاجه. التقسيمه بتاعت السيلكتيف السوليبيليتي قلناها بقى خلاص. اللي هما اللايكوفيليك والهيدروفيليك مفيش فيها كلام يعني ان شاء الله زياده عن اللي احنا قلناه. الجينريشنز قلناهم برضو، اول جيل اللي قفل كله، والجيل الثاني اللي قفل سيلكتيف بيتا واحد، والجيل الثالث اللي هو بيقدر يعمل حاجه يوسع بيها الشرايين. زي ايه كده؟ يعني مثلا يقفل الالفا مش كده؟ مثلا يكون ليه الفا بلوكر يقفل. التقسيمه الرابعه والخامسه للي عايز يعرفهم بقى اللي هم ايه؟ اللي انا قلتهم من شويه. يقفل الصوديوم شانل ولا لا؟ اسمها ايه الخاصيه دي؟ امبريس ستابلايزنج اكشن. وقلنا البروبرانولول ايه والاثيدرول لا. والخاصيه الاخيره صح بيور انتاجونست يعني يقفل على طول، ولا بارشال اجونست اكتيفيتي اسمها بي اي اي وهوريها لك في الكتاب دلوقتي، او اسمها اي اس اي. معظمهم ما لهمش الا الثلاثه اللي قلناهم بقى اللي هم ليهم بارشال اجونست اكتيفيتي. لما نبدا بقى في البروبرانول ان شاء الله هنلاقي ان في جزء كبير باذن الله من الكلام اتقال. اولا هو البروتوتايب بتاع المجموعه. بروتوتايب في مجموعه ادويه كبيره كده يبقى هو الايه؟ يعني الاشهر، مش لازم يكون الاهم يعني بس هو الاشهر. ولما يطلع اي دواء جديد في البيتا بلوكرز يقارن بالبروبرانول. يعني اقول لك والله الدواء الفلاني ده الفرق بينه وبين البروبرانول في كذا. البروبرانول زي ما قلت لك سينثيتيك في الاوريجن وكميته شبه الايزوبرينالين. الكاينيتكس انت عرفتها. صح؟ لانه لايبوفيليك فخلاص كل الكلام بتاع الكاينيتكس ده تقريبا اتقال. لما نيجي بقى للفارماكو داينامكس. حد فاكر يعني لو سالتك دلوقتي كده الميكانيزم اوف اكشن اوف بروبرانول؟ صح ايوه لازم اقول كلمتين بقى. هو كومبيتيتف مش كده؟ لان كل البيتا بلوكرز كده يعني بيكومبيت مع الادرينالين او الايزوبرينالين على البيتا وانه نون سيلكتيف. طيب في معلومتين تانيين انت عرفتهم في السكه كده. هو كومبيتيتف ماشي ونون سيلكتيف ماشي. ايه تاني؟ صح برافو عليك. بيور انتاجونست يعني نو صح نو بارشال اجونست اكتيفيتي او بيقول عليها نو انترنسك سيمباتيك مايميتيك اكتيفيتي. ايه كمان؟ كينيدين لايك بيقدر يقفل الصوديوم شانل اللي انا سميتها من شويه من برين ستابيلايزنج اكشن. سواء بقى عملت لوكال اناثيتيك اكشن ملوش اهميه على كلينيكالي، لكن عملت حاجه في الهارت مهمه قوي اللي هي الكينيدين لايك. الفارماكولوجيكال اكشن على فكره بس في الكتاب قبل ما اقول لك بقى الفارماكولوجيكال اكشنز. كتاب القسم بادئ بالجمله يعني اتحط من المعنويات. بادئ كده كاتب لك في الفارماكو داينامكس انترنسك سيمباثيتيك اكتيفيتي اور بارشال اجونست اكتيفيتي معناها انيشال بيتا ريسبتور ستيميليشن ديو تو سيميلاريتي وذ ايون برادرين. رجع بعدها قال لك بس مش البروبرانول، قال لك البروبرانول مش عارف ايه. فيعني هو لو بنتكلم على البروبرانول يبقى اقول ان هو ملوش الاول، واقول بقى ان في ناس تانيين لهم بارشال اجونست اكتيفيتي، فما تتخضش يعني انت فهمت ان هو ملوش بارشال اجونست اكتيفيتي. طيب اكشنز بقى بتاعت البيتا بلوكرز انتوا خلاص بصيتوا على الكتاب واستريحت نفسيا، سيب بقى الكتاب تاني كده واقول لك الطريقه السهله البايخه اللي محدش بيحبها ان انا احفظ بيها البيتا بلوكرز بيعملوا ايه؟ فاكرين الاتروبين مش كده؟ ان انا اعرف الريسبتور ده موجود فين ولما بيشتغل باجونست بيحصل ايه، ولما ادي بقى النهارده البيتا بلوكر هيحصل العكس. مين فاكر بقى بيتا 1 ده كان موجود فين؟ صح موجود تقريبا في خمس اماكن يعني، موجود في الهارت وموجود في الكيدني وموجود في السي ان اس وموجود تمام في الاديبوست تيشو وموجود في العين. في العين مش على عضلات مش كده؟ الدايليتر عليها الفا واحد والكونستريكتور عليها ماسكارينيك والسيليري ماسل عليها ماسكارينيك. لكن هو موجود على السيليري ابيثيليوم مش كده؟ طيب فكرني بقى كان بيعمل ايه في الاماكن دي؟ ميتا واحد اهو على الهارت بيعمل صح الصاروخ اللي طالع فوق ده يزود كل كاردياك بروبرتيز. عد بقى يزود اوتوماتيسيتي يعني هارت ريت مش كده؟ يعني بوزيتيف كرونوتروبيك اكشن ويزود كوندكتيفيتي بوزيتيف ترومو بيزود الكوندكشن اول اوفر ذا هارت. واهم مكان دايما يهمني هو الاي في كوندكشن. يزود الاكسايتابيلتي ويزود الكونتراكتيفيتي اللي هو بوزيتيف اينو ولازم غصب عني
هقول ان زاد الكارديك اوتبوت وهقول ان زود الاكسجين نيدز اوف ذا هارت مش كده؟ بيتا بلوكر. بس يعني كل سيتنج اللي هتعمله بقى تروح منزل السهم لتحت كده. يبقى البيتا بلوكرز اخبارهم ايه؟ يقلل الهارت ريت مش كده؟ وخصوصا في الاكسرسايز، لان في الاكسرسايز بيبقى السيمباتيك هو اللي شغال قوي مش كده؟ فانت بتقلل ساعتها بشكل واضح، يبقى نيجاتيف كرونو ويقلل الكوندكشن في كل مكان بما فيها الاي في نود وبندل، يبقى نيجاتيف درومو ويقلل فورس اوف كونتراكشن ويقلل اكسايتابيلتي ويقلل كارديك اوتبوت ويقلل المايوكارديال اوكسجين نيدز، صح؟ مش كده خلاص؟ طيب استعمالات وعيوب. مش احنا عرفنا يعني الفارما بقى، يعني نحاول بقى ان شاء الله نمشي بالطريقه دي عشان ما يعني ما تعذبش قوي في المذاكره. انا عرفت البيتا بلوكر عمل ايه في القلب، يعالج ايه؟ صح، يعالج تاكي كاردي كويس. وقبل الانجينا هو دايما عندنا مشكله لو ضربات القلب عاليه في الاتريوم، هي الاريثميا اللي هي التاكي اريثميا، دايما خوفي على الفنتريكس. مش كده احنا قلنا قبل كده الاتريوم، يعني الواحد من زمان يقول يكشي يولع الاتريوم، مش مشكله يضرب زي ما يضرب فوق، بس المهم ان الضربات السريعه دي ما توصلش كلها للفنتريكل، عشان اخلي الفنتريكل ياخد وقت في الدايستول يملى دم كويس، ولما يجي يعمل كونتراكشن يطلع كارديك اوتبوت. اعملها ازاي بقى؟ يكون الدنيا فوق كده في الاتريوم بايظه والفنتريكل حلو، اقلل اي في كونتراكشن، اعمل سلوينج اوف اي في كونتراكشن، صح؟ يبقى انا اقدر اعالج بيه الاريثمياز عموما بقى، اللي هي سببها حاجه ما يسمى بالسوبرا فنتريكولر، اي حاجه فوق فوق الفنتريكل. طيب عمل ايه كمان؟ يعني قلل الهارت ريت وقلل الاي في كوندكشن، فاستفدت منهم في التاكيكارديا والاريثميا. خلي الفانكشن، انا عايزه كلام، عايزه شرح، بس من الحاجات البسيطه يعني. الهايبرتنشن جاي برضه بس ماشي الحال، قلل الكارديك اوتبوت فممكن الضغط يقل شويه. لا حاجه انتوا قلتوها دلوقتي. قلل المايوكارديال اوكسجين نيدز مش كده؟ فيعالج الانجينا. وخلي بالك هنرجع للانجينا تاني ان شاء الله بالتفصيل دلوقتي، بس هو نظريا كده احنا اتفقنا الانجينا عباره عن ايه؟ الانجينا العاديه اللي فيها اثيروسكلروزس في الكوروناري، ده امبالانس ما بين الاكسجين سبلاي عن طريق الكوروناري والاكسجين نيدز اوف ذا مايوكارديال. انت لما تدي بيتا بلوكر ظبطت شويه، خليت القلب مش مجهد قوي، فما عادش محتاج اكسجين كتير، فحتى لو جاي له دم قليل مفيش مشاكل، لان هو على قد اللي هو محتاجه. طيب يبقى ده كده شغله على الهارت، وهنرجع نكمل ان شاء الله حاجات تانية بس لما ندخل في التفاصيل بقى. كدني، البيتا واحد بتاعت الكدني دي كانت بتعمل ايه؟ بتزود الران، وبعدين يعني الران ده ايه بقى؟ تحول انجيو تنسينوجين ملوش قيمه وموليكيول كبير كده ملوش اي لازمه لموليكيول اصغر شويه وبرده ملوش لازمه اسمه انجيو تنسين 1، وبعدين يجي الايس انزايم يحوله لاكتيف فورم اسمها انجيو تنسين 2. يعمل ايه الانجيوتنسن في ده؟ انجيو يعني بلاد فيسل، وتنسن يعني كونتراكشن، يعني يعمل فاز كونستريكشن رهيب، يقال حتى انه اقوى من النور ادرينالين 80 مره ولا 40 مره ولا 100 مره، يعني عدد كده. ويخلي الادرينال كورتكس تطلع الالوستيرون فيحوش ميه وملح، فيزود البلاد فوليوم فالضغط يعني، يبقى لان ده في الاخر يعلي الضغط. سيادتك بقى لما تدي بيتا بلوكر يبقى انت قللت الرينين، صح؟ يبقى انت قللت الارتيريال بلاد بريشر. علي الضغط بقى بكام طريقه لحد دلوقتي كده؟ البيتا بلوكرز قللوا الضغط بكام ميكانيزم؟ اثنين، قفلت البيتا واحد بتاعت الهارت فالكارديك اوتبوت قل، وقفلت البيتا 1 اوف ذا جاكستاجلوميرال ابريتس ده فقللت الرينال ريليز. طيب سي ان اس، فاكر لسه مرسومه ولا راحت؟ سي ان اس البيتا واحد كانت بتعمل ايه؟ بتزود السيمباتيك اكتيفيتي عموما، بتزود الاشارات اللي طالعه من هنا لكل صح صح مش كده؟ يعني تخيل واحد كده قالك السيمباتيك بقى لما ينشط وانت يعني بتتخانق بتذاكر بتعمل اي حاجه فيها ستريس السيمباتيك ده يصحصحك قوي. يبقى هو هنا بيزود السيمباتيك اكتيفيتي، يبقى لما ادي بيتا بلوكر هقلل السيمباتيك اكتيفيتي مش كده؟ بس بشرط يعني كل البيتا بلوكرز تعرف تعمل كده لازم يكون لايبوفيليك كان باس للبلاد برين بارير مش كده؟ طب انت استفدت ايه؟ يعني بص كده على الرسمه دي، انا لما ادي بيتا بلوكر انا قللت سيمباتيتيك اوت فلو لمين؟ لكل حاجه مش كده؟ قللت الاشاره اللي رايحه للقلب، وقللت الاشاره اللي رايحه للشرايين. هو سيمباتيتيك بيعمل ايه في الشرايين؟ عادي بتاعه يعمل ايه؟
فازو كونستريكشن لما تهبط الاشاره شويه، الاشاره دي لما تهدى البلد فيسل تبتدي ترجع كده توسع شويه، وهيهبط كمان الاشاره راح على الكدني اللي بيخليها تطلع رنين. يبقى البيتا بلوكرز علقت الضغط بكام بقى فريق دلوقتي؟ ثلاثه مش كده؟ قفلنا بيتا واحد في القلب، قفلنا بيتا واحد في الكدني، قفلنا بيتا سنترالي، فقللنا كل الاشاره اللي رايحه للاورجنز دي كلها. طيب ادي بوست شو لايبوليسيس. لايبوليسيس يعني معناها بيزود الفري فاتي اسيدز، ده هيقلل اللايبوليسيس فهيقلل الفري فاتي اسيدز. ما هياش قيمه كبيره يعني، لكن اكشن من ضمن الحاجات اللي بتتعدي يعني على العين. البيتا واحد كان بيزود الفورميشن بتاع الايكوسيومر مش كده؟ ولما بدي بيتا بلوكر بالذات لما اقفل بيتا واحد واثنين بقى، ان هما الاثنين مشاركين يعني، لما اقفل البيتا ريسبتورز يبقى انا قللت الفورميشن بتاع الايكوسيومر. يبقى يعالج خصوصا انهي جلوكوما؟ تمام، اوبن انجل اللي غالبا فيها يعني جلوكوما فورميشن اكتر من مشكله في الدرينج يعني. طيب يعمل ايه في السايز اوف ذا بيبل؟ لما احط قطره مش لازم بروبرانول طبعا، لو بنحط بقى حاجه تيمولول مثلا ولا ليفوبيدرول ولا يعمل ايه؟ ملهاش دعوه، ملهاش دعوه مش كده؟ لان هو لا هيشغل الفا بتاعت الدايريتور ولا هيشغل ماسكرينك بتوع الكونستريكتور ولا هيقفل ده ولا ده. هو كان ده عالج الجلوكوما لحد النهارده يعني، لحد يوم الجمعه 20 نوفمبر. سمعنا كام دواء عالج الجلوكوما؟ لا بص نظام تجيب وما تعدش والحاجات دي، لا ما خلاص كنت زمان لا برافو عليك يعني، بيقول لي كده قال يعني كده خلاص جاوب. في مجموعه المايوتكس صح؟ مش كده؟ اللي هي البارا سيمباثو مايوتكس زي الكارباكول وزي البايلوكاربين وزي الفايزوستيجمين وزي النيوستيجمين وزي الديبيكيريوم اللي كان مرمي كده لوحده ده، كل دول عباره عن مايوتيك دراجز بيعالجوا الجلوكوما ازاي؟ يعني زي البيتا بلوكر معانا؟ لا، دول بيوسعوا الانجل وبيوسعوا الكنال فزودوا درينج، ومعاهم مايوزس مش كده؟ يعني بص في البيبي الاقي في مايوزس شغلهم. طيب غيرهم؟ ايوه ادرينالين نظريا ينفع مش كده؟ كان الادرينالين في الجلوكوما بيعمل حاجات عكس بعضها، وفي المحصله في الاخر انه قلل الاي او بي مش كده؟ فاكرين؟ قلل الفورميشن عشان الفازو كونستريكشن وعشان الالفا 2، وزود الدرينج من حته غريبه كده اسمها سوبرا كورايدال سبيس او يوفيوس كليرال باث واي. المهم ان هو قلل الاي او بي. ولما احط ادرينالين في العين هبص في البيوبل ابص الاقيها لا تعالى معايا تعالى معايا على مهلك برضه على مهلك برضه يا شباب. هو الجلوكوما معاها سوبر سنسيتيفيتي صح؟ يبقى المفروض لما احط ادرينالين اي دروبس يحصل اكتف من هو في النورمال ما يحصلش، لكن ده شخص عنده سوبر سنسيتيفيتي غالبا سببها الجلوكوما نفسها، فيحصل ساعتها اكتف من ريليز. لا هو الحقيقه مش اي جلوكوما للعلم يعني الامانه العلميه، بس يعني ماشي مشيها بقى انها جلوكوما يبقى معاها سوبر سنسيتيفيتي. في بقى دواء كان احلى من الادرينالين. هو الادرينالين كده يحرق ويخلي العين تدمع ويخليها تلون دايبوفيلين، كان لايبوفيليك ويدخل جوه العين يتحول لادرينالين وما فيهوش توكسيستي عاليه على العين. صح، وده برضه هيبقى معاه اكتف بليز. طب النهارده بقى بيتا بلوكرز هي علقت الجلوكوما مش كده؟ علقتها عن طريق ان احنا قللنا الفورميشن و there is no change in the size of the people. عشان اسئله الام سي كيو يجيب لي مليون دواء جلوكوما كده كلهم ينفعوا. يقول لي مين عالج الجلوكوما من غير ما يغير البيبل سايز؟ من غير ما يعمل لا مايوزس زي الباراسيمباثي مايميتكس ولا بيدريزس زي الادرينالين والدايبيرفلين. هو غالبا بيتكلم على مجموعه البيتا بلوكرز. طيب هل نقدر بقى من الجدول ده نقول شويه عيوب كده في البيتا بلوكرز؟ يعني بيتكلم على البيتا واحد لسه مش كده؟ ايه بقى عيوب البيتا بلوكرز كده من الاكشنز اللي احنا قلناها دي؟ صح، لو بنتكلم على الهارت هو بيقلل كل حاجه فيقلل الهارت ريت يجيب لي براديكارديا مش كده؟ صح، بيتا لما تشتغل تزود يبقى تقفل تقلل. طب سؤال برضه، سؤال معلش، اعالجها ازاي؟ انا اخدت جرعه كبيره من البيتا بلوكرز قفلت البيتا واحد دخلت في براديكارديا، يا ترى ادرينالين ولا نور ادرينالين ولا دوبامين ولا دوبيوتامين ولا اتروبين ولا مين؟ البيتا مقفوله صح؟
ايوه بس كومبيتيتيف. طيب انت سيادتك بتفكر انك تدي اجونست وتقعد تكتر في الاجونست لحد ما يطرد البيتا بلوكر وكل العيان توفى الى رحمه الله من البراديكارد. يبقى الحل ايه؟ سيب البيتا مقفوله واقفل ماسكارينيك باتروبين. ارجع كده ان شاء الله ذاكر الاتروبين، هتلاقي من ضمن استخداماته علاج البراديكارديا والاي في بلوك وبين قوسين كده اللي سببهم بيتا بلوكر وديجيتاليس وانفاركشن ومش عارف ايه، صح؟ يبقى هو عمل براديكارديا، لعيب مشهور، عمل ايه في الاي في كوندكشن؟ قلله، يجيب مرض اسمه ايه ده؟ اي في بلوك. حله، علاجه اتروبين، علاجه اتروبين برضه، ان انا سبت البيتا بقى مقفوله وقفلت الماسكارينيك. طيب عمل ايه في الكارديك اوتبوت؟ قال له مين اللي يتأذى بقى؟ مين اللي يتضايق لما الكارديك اوتبوت يقل؟ اللي عنده اوريدي مشكله في الكارديك اوتبوت، يعني عنده مرض اسمه ايه؟ هارت فيلير. اللي عنده هارت فيلير لما نيجي نتكلم ان شاء الله عن الهارت فيلير، البيتا بلوكرز في انواع معينه من الهارت فيلير اللي القلب فيها تعبان قوي مش قادر يضخ دم، البيتا بلوكرز وحشه. طيب ده بالنسبه لعيوبه هنا، مش هيعمل ايه على السي ان اس؟ يعني ايه العيوب اللي انت متوقعها في دواء بيقلل شغل السيمباثيتك في البرين؟ هو السيمباثيتك لما بيشتغل في البرين بيصحصح مش كده؟ لما يتقفل ينيم، يعمل سيديشن وبعدين تلاقيه كده همدان. وساعات ودي حاجه غريبه شويه، ساعات يدخل في اكتئاب، ساعات يدخل في ديبرشن، ساعات يدخل في نايت ميرز، يجيله كوابيس. هوريها لكم ان شاء الله في الاعراض الجانبيه دي هتحصل مع الليبيد سوليبل بيتا بلوكرز. لو ما قفلوا بيتا واحد في البرين فعملوا مشاكل بقى، مشاكل سنترال مالهاش دعوه بالقلب بقى ولا الشرايين ولا دي. طيب ده بالنسبه لل حد بيسال حاجه؟ اه اتفضل. بايه؟ لا في سي ان اس مش مهم، اصل السي ان اس مش بس بيجس وسيمباثيتك الحقيقه. يعني تعزك الاسيتايكولين موجود فممكن يعوض شويه. لا يأثر في حاجات تانية بس مش في سي ان اس. يعني سي ان اس غالبا اللي يهمني قوي شغل السيمباثيتك وشغل المونو امينز الثانيه بقى دوبامين وسيروتونين والحاجات دي، هي دي اللي ممكن تلخبط شويه يبتدي يبان على العيان مشاكل سنترال، لكن الفيجاس مش هيقدر يصلح المشكله. طيب خلصنا كده من البيتا واحد بقى، تعالى للبيتا اثنين بقى. مين يفكرنا بقى البيتا اثنين دي كانت مليانه كلام كده؟ نعم. لا السي ان اس لو العيان بدا، لو هو اصل دي غالبا بتحصل في العيان اللي اصلا عنده مشكله، يعني يكون عيان عنده هيستوري اوف ديبرشن او عنده مشاكل سنترال، بلاش البيتا بلوكرز اللي بتعمل شيء سي ان اس اكشن، خلينا في الحاجات اللي بريفر اللي هي ما بتعديش البلوك بين بقى. بيتا اثنين. نعم. هدي؟ لا هدي اتروبين، هدي حاجه تقفل الام 2. عشان يعني هي بتوع في البريد الهارد ده كان عندنا البيتا واحد والام 2 مش كده؟ لو انا قافل البيتا واحد وبدا يحصل براديكارديا هي حصلت ليه؟ لان السيمباثيتك مقفول والفيجاس شغال. لو فكرت ادي بيتا 1 اجونست نظريا صح، لان انا عارف ان البيتا بلوكر ده ريفرسبل كان اي ديسبليسد ان انا ازود جرعات، بس فعليا مش هعرف اعملها. فالحل ان انا اروح اوقف شغل الفيجاس بقى تروبي. مين فاكر بقى البيتا 2 ده؟ استخبوا ليه؟ البيتا 2 كان موجود موجود في سموث مصل بايباس. طيب وموجود حلو قوي، موجود في الليبر وموجود في الاي تمام. وموجود ما سموث مصل بقى هنرجع لها بقى تفصيل. وموجود في البنكرياس صح مش مهم بقى عشان بس ماشي عشان خاطر والله ده بس هو مش مهم يعني لكن صح حته مهمه بقى ايوه كده سكيلت المسلز كان بيعمل ايه بقى لما يشتغل سموث مسل فايبرز ده كان فيه بالمناسبه يعني كان موجود في البلاد فيسلز وكان موجود في البرونكاي دي مهمه بقى ما تتنسيش وكان موجود جي اي تي ويورينا البلادر مش عارف ايه ويترس بس هم دول بقى ليهمون يعني البلاد فيسلز والبرونكاي كان بيعمل ايه بقى؟ الاثنين دي يعمل فازو دايلاتيشن فين؟ وانا بتكلم على بيتا 2 موجوده في كل مكان لكن هي يعني بشكل عالي قوي في سكيلت المصل بلاد فيسلز والكورونري بلاد فيسلز. طيب انا اديت بيتا بلوكر عملت ايه؟ فازو كونستريكشن برافو عليك انا بوست الفا مش كده؟ الالفا ما قفلتهاش لان ده ما بيقفلش الفا ده بيتا بلوكر قفلت البيتا وسبت الالفا شغال فالالفا بقت تشتغل ان اوبوزد اكشن مش كده؟ مش هتعمل مشاكل على فكره في الناس العاديه
مش تعمل مشكله في الناس الطبيعيين، لكن تعمل مشكله لو انا عندي مثلا بريفرال ماسكولار ديزيز، صح؟ اوريدي البلد سبلاي بتاع الاطراف بتاعتي قليل، فلو قفلت البيتا اللي بتحاول توسع شويه وسبت الالفا لوحدها يحصل فازو كونستريكشن. احس بايه ساعتها؟ احس صح، احس بكول هاندز، احس بتينجلينج او نامبلس اللي هو الشعور بتاع التنميل. يبقى دي كلها اعراض جايه نتيجه ان انا قفلت الشرايين، مش كده؟ يبقى ممنوع في انهي عيان؟ بريفرال فاسكولار ديزيز زي رينودز فينومينا والحاجات اللي احنا قلناها دي. طيب فازو ديلاتيشن في السكيليتال ماسلز، ده شغله مكان مهم قوي. بيتا 2 بيعمل فازو ديلاتيشن اوف ذا سكيليتال ماسلز. لما تدي بيتا بلوكر نون سيلكتيف زي البروبراجرول قفل لك البيتا 2، عملت ايه في المسلز؟ قللت البلاد فلو، صح؟ احس بايه بقى؟ احس بفاتيك. فيري كومن اللي يعرف حد بياخد بيتا بلوكر يقول لك انا بقيت بعمل مجهود بصعوبه، ويحصل حاجه اسمها انترميتنت كلوديكيشن، لو مكتوبه ان شاء الله عارفينها. ان انا وانا ماشي كده بدا البلاد فلو يقل بتاع العضلات، فبدا يحصل شويه بين، فاقعد استريح شويه وبعدين اقوم امشي شويه، يحصل نفس المشكله دي اسمها انترميتنت كلوديكيشن. سببها الفازو كونستريكشن بتاع السكيلتال ماسل. فاكرين في المايثينيا جريفس كان من ضمن الادويه اللي ممنوعه في المايثينيا لو تفتكر ساعتها كان مكتوب البروبراجرول، وفسرناها عشان كده عشان البلاد سبلاي بتاع السكيلتال ماسل زي قالوا اللي عنده اوريدي عنده مشكله في الماسل كونتراكشن. طبعا اثيروسكليروسس يعني ده في الكبار في السن بقى ملوش دعوه بالادويه، ده غالبا بيبقى اثيروسكليروتيك تشينجز البلاد سبلاي بتاع الماسلز تعبان. طيب غير السكيلتال ماسلز كوروناري، مش كده؟ مش ده اهم اماكن فيها بيتا 2؟ البيتا 2 لما بيشتغل بيوسع الكوروناري، يبقى لما بتقفله تضيق الكوروناري، صح؟ نيجي بقى هنا ايه اللي انا واقفه، صح؟ كنت في دفعه كده اول مره قلت لهم هنا اللي انا واقفه لقيتهم وقفوا والله، يعني ما كانش قصدي والله، لقيتهم قاموا وقفوا. انا قصدي يعني ايه لازم يعني نشوف كده الموضوع بقى. فاللي انا واقفه هنا بمعنى ايه بقى؟ بص كده على الانجينا الطبيعيه اللي اسمها يعني مش الطبيعيه، اقصد الانجينا الكومن، الانجينا اللي معظم الناس بيشتكوا منها اللي هي اسمها ستيبل انجينا، اللي هي مشكلتها اثيروسكليروسس، مش كده؟ طيب احنا اتفقنا البيتا بلوكرز في الستيبل انجينا قفلت لي بيتا واحد، صح؟ عملت ايه؟ قللت كل الكارد بروبرتيز، فقللت حاجه مهمه قوي اسمها الكاردياك ورك، شغل القلب كله هيقل، وبالتالي احتياجات القلب بالاكسجين قلت. تعالى بقى بص على الكورونا اللي حصل له ايه. انا اديت بروبرانولول يعني نون سيلكتيف بيتا بلوكر، يعني عملت ايه في الكورونا دي؟ قفلت البيتا 2 وسبت الفا 1 شويه ان اوبوزد، فحصل شويه بازو كونستريكشن، فبدل البلاد فلو ثرو ذا كورونريز يقل شويه. بس دي اعلى بكتير قوي من دي. فهمت قصدي؟ هو اصلا الكورونري اخباره ايه؟ اصلا الكورونري بيوسع في العيان ده؟ اصلا ما كانش بيوسع، يعني هو عنده اثيروسكليروسس ولوس اوف الاستيسيتي. فكونه ضيق شويه مش مشكله، لان هو اوريدي ضيق بالاثيروسكليروسس. اللي انا استفدت فيه بقى في العيان ده ان انا قللت قوي الكاردياك ورك وقللت احتياجات القلب من الاكسجين فعالجت الانجينا. مفهوم يا جماعه؟ يبقى رغم ان هو فاكر الادرينالين كان بيعمل ايه؟ الادرينالين على عين الانجينا كان بيعمل ايه؟ كان بيشغل القلب قوي بالبيتا 1 ويوسع الكورونري شويه بالبيتا 2، وكان دايما مشكلته ان الورك عالي قوي والسبلاي اللي زاد قليل، ان الشريان مش قادر يدخل ده. هنا انت عملت العكس، قللت شويه السبلاي بشويه بازو كونستريكشن كده، لكن عملت حاجه حلوه قوي ان انت زودت او يعني قللت قوي الكارديو كورب، فرجعت البالانس ما بين الاكسجين سبلاي والاكسجين اكس. سهله؟ يبقى ده دور البيتا بلوكرز ان ستيبل انجينا، هي الانجينا العاديه اللي يسموها انجينا اوف ايفورت. احنا فاهمين فكره الانجينا؟ اللي هي ايه بقى؟ مشكلتها ايه؟ وانا دلوقتي وانا قاعد ساكت كده الاكسجين اللي داخل عن طريق الكورونري اللي رايح للهارت على قد شغل القلب. مش كده؟ هو على فكره شغل القلب ده عباره عن ايه؟ يعني القلب بيبذل مجهود وطاقه في ايه يعني؟ كارديك بروبرتيز وحاجه اسمها بريلود. فاكرين؟ الفينس ريتيرن اللي هو دم حمل على القلب، لان القلب لازم يضخه بعد كده. وحاجه اسمها افتر لود اللي هي البريشر اللي هي الريزيستنس بتاعت الشرايين، ده القلب بيشتغل شغلته ان هو يستهلك طاقه في الحاجات دي.
لما اجي اعالج انجينا، الانجينا بالنسبه لي معناها ان الاكسجين سبلاي اقل من الاكسجين نيدز. يبقى لما اجي اعالج انجينا يبقى هدفي ايه؟ ارجع البالانس تاني، احاول اوسع الكورونري عشان ادخل دم زياده، وده غالبا مش هينفع في النوع ده من الانجينا، لان الانجينا هنا اثيروسكلروتيك، الكورونري مش هيوسع. فيبقى الحل اللي قصادي ان انا اقلل الكارديو كورك. لو بصيت على البيتا بلوكرز هي جت في العيان ده قللت شويه السبلاي لانها قفلت البيتا 2 بس مش قوي، لان اوريدي الكورونري ضيق وتعبان ومليان مشاكل فما قللناش قوي. لكن جينا عملنا حاجه مهمه قوي لما قفلت البيتا 1، ان انا قللت كل شغل القلب وبالتالي قللت الكاردياك والمايكارديال اوكسجينيتس في العيان. فاهم؟ طيب في بقى نوع ثاني من الانجينا مش كومن قوي بس هيعدي عليك ان شاء الله في المنهج، اسمه فاريانت انجينا. فاريانت او يقول عليه برينس ميتال انجينا على اسم شخص يعني وسط برينس ميتال. النوع ده من الانجينا ما فيهوش اثيروسكلروسيس. النوع ده من الانجينا بيحصل فيه سادنلي سبازم اوف انورمال كورونري. يعني ايه نورمال؟ قصدي يقول لك ايه نورمال كورونري؟ يعني ما هوش اثيروسكلروسيس، شريان طبيعي بس فجاه يروح قافش كده ومضيق قوي البلاد فلو اللي رايح للقلب. محدش عارف التفسير قوي بس في نظريه، في اساتذه عندنا بيحبوها وفي اساتذه عندنا بيكرهوها، فانت وحظك بقى. هو في نظريه بتقول ان مشكله العيان ده ان في سوبر سنسيتيفيتي اوف ذا الفا 1 ريسبتورز ان ذا كورونريز. يعني ايه سوبر سنسيتيفيتي؟ يعني ايه؟ يعني رد فعل طبيعي بس مبالغ فيه. هو انا لما اشغل الالفا متوقع ايه؟ فازو كونستريكشن، لكن في الحاله دي فازو سبازم، سيفير فازو كونستريكشن، مش كده؟ النوع ده من الانجينا هو النوع الستيبل ده، عارف بيحصل امتى؟ يعني امتى العيان يجي له وجع؟ اللي عنده ستيبل انجينا اثيروسكلروتيك انجينا ده امتى يجي له بين؟ تشست بين؟ هو قاعد ساكت كده؟ عمره ما يجي له وجع، طالما هي لسه ما دخلناش في مشاكل يعني. لكن هو وانس انه عمل مجهود دخل في بين. ليه؟ كان المفروض اثناء المجهود ده الكورونا يوسع عشان القلب هيحتاج دم اكتر، هو مش عارف يوسع، فدخلنا في الامبالانس. وانس الواحد ارتاح رجعت الانجينا اختفت، الوجع يخف فيري كاركترستيك انها تيجي مع المجهود وتختفي مع الراحه. ده النوع الستيبل اللي هو الكومن. نوع الفارينت بقى او الفازو سباستيك او البرنس ميتال ده ممكن يجي في اي وقت. يعني ممكن يجي العيان قاعد زي حالتنا كده، او ممكن يجي هو نايم بالليل يصحى لوجع تشيست بين بتاع الانجينا. لان مش مرتبط بالمجهود، هو مرتبط بالسوبر سنسيفيتي بتاعت الالفا واحد. كويس؟ طيب النوع ده بالانجينا فكر فيه بقى كده، النوع ده ينفع ادي فيه بروبرانول كده؟ يعني بص، هي مشكلتنا هنا ايه؟ شريان طبيعي بس ضيق، صح؟ فكر بقى ادي بروبرانول، مش ده الكورونري اهو عليه الفا واحد هي سبب المشكله وعليه بيتا 2 هي بتحاول تحل المشكله، بتحاول توسع الشريان. انت جيت عملت ايه بالبروبرانول؟ قفلت البيتا 2 صح؟ وسبت الالفا واحد انبوزد، فحصل مور فازوكونستريكشن اللي هي فارينت انجينا. تمام، يبقى كان بقى قول لي اتفضل. طيب لو قلنا كده تقييم البيتا بلوكرز ان انجينا، هي على فكره تتاخد في الوقايه مش في الاكيوت اتاك، لانها بتتبلع قرص بيتبلع وده عشان يشتغل قدام وقت طويل. كويس، يبقى بتتاخد كوقايه عشان ما يجيليش انجينا اتاك. تنفع في انهي انجينا وما تنفعش في انهي انجينا؟ تنفع في انهي واحده؟ العاديه كتير قوي بالبشر دي اللي عندهم انجينا عندهم ستيبل. وعرفنا السبب ان انا رغم ان انا قللت الكورونري فلو شويه لكن عملت حاجه مفيده قوي ان انا قللت الكاردياك بورك. دورها في الفاريانت انجينا ممنوعه لانها هتزود المشكله باي بلوكينج للدايليتور بيتا 2 وسبت الالفا 1 تعمل ان اوبوزد افكت. ده بالنسبه للكلام بتاع الانجينا. سؤال معلش كده بايخ يعني، طب ينفع العيان بتاع الستيبل ده بتاع اسف لا الستيبل خلاص خلاص بتاع الفاريانت ده ينفع ياخد اتينولول؟ فاهم الفرق بين البروبرانول والاتينولول؟ الفرق الاساسي بينهم ايه؟ البروبرانول نان سيلكتيف بيقفل واحد واثنين مش كده؟ والاتينولول ده كارديو سيلكتيف بيقفل بيتا واحد بس. ينفع ولا ما ينفعش ولا ايه الاخبار؟ هو نظريا ينفع. نظريا صح ان انا هقفل بيتا واحد وما قفلتش بيتا اثنين فالكورونري ما حصلش فيه فازو سبازم. لكن حقيقة بقى في الطب انت هتخاف تديه. لان انت عارف القاعده بتاعت سيلكتيفيتي از نوت ابسولوت، ممكن غصب عنك بقى يقلب بنون سيلكت بيقفل لك بيتا 2 يضيع العيان. بس المفروض يبقى احسن هنا صح؟ اه طبعا هو احسن هنا اكيد، هو احسن عموما بقى يعني
فحاجات كتير قوي الكارديو سيلكتيف احسن من النون سيلكتيف. طيب ده بالنسبه بقى للكلام بتاعه على كل ده، احنا كنا بنتكلم على بلاد فيسلز. دي ما بتجيش غير في الاثروسكلروز، يعني الستيبل انجينا مشكلتها الاساسيه بدات لما حصل اثروسكلروتيك تشينجز اوف ذا كارديو. لا ترومبوز دي هتيجي بعدها، يعني غالبا العيال اللي عنده اثروسكلروز وما اتعالجش كويس يبتدي يحصل اجريجيشن اوف بليتلتس وابتدي يتكون وراها جلطه فيقلب مننا بقى في حاله اسوأ بقى. تعالى بقى بص على البرونكاي البيتا 2 كانت بتعمل، اتفضل يا بص. هو الالفا 1 بلوكرز كان عليها امل كبير قوي انها تعالج النوع ده بالذات من الانجينا، مش كده؟ اتضح ان ضررها اكبر من نفعها بقى. اتضح ان العيوب اللي بتعملها والهايبوتنشال اللي بتعمله والريفلكس اكشن اللي بتعمله هيبقى ضرره اكبر من نفعه. بالظبط. فما نفعوش. لكن صح منطقيا فكروا طبعا انهم يدوا الفا بلوكر. في ايه؟ في ايه؟ بص هو انت لو فكرت البيتا بلوكرز في علاج الفاريانت انجينا ملهاش اي قيمه. صح؟ حتى لو هي كارديو سيلكت. هو انت عايز تعمل ايه في الفاريانت انجينا؟ يعني في الستيبل انجينا انت هدفك ايه؟ توسع كورونري ولا تقلل شغل القلب؟ في الستيبل هدفك ان انت تقلل شغل القلب لان انت عارف ان الكورونري مش هيستجيب للموسعات. في الفاريانت هدفك ايه؟ بالظبط ان انا اوسع الكورونري. ليه بقى؟ يعني ايه فريكونسي؟ يعني قصدك ايه؟ بتيجي كتير ولا يعني بايه؟ بايه؟ بيتا بلوكرز في البيتا بلوكرز مش يعني هي طبعا الهدف ان انا اقلل الفريكونسي اوف الاتاك، امنع حدوث الاتاك. يعني اخلي الاتاك ما تجيش. وهي هنا على فكره مش هتنفع قوي لان انت مشكلتك دايما هي السبازم اللي بيحصل ده. البيتا مالهاش قيمه كبيره، يعني مشكلته مش ان القلب شغال اعلى من السبلاي. انا مش برضه بعد ما اخلص بقى عالي ان واضح انا ما فهمتش سؤالك، بس هنتكلم في الانجينا ده ليها حصص لوحدها يعني. لا لا هو نفس السؤال، سيتولا مين هيبقى ضرره اكبر من نفعه؟ الفا بلوكرز في الفاريانت طلعت انها ضررها اكبر من نفعها. فنكمل بقى عشان الناس ما تدوش مننا بقى. البيتا 2 في البرونكاي لما كانت بتشتغل كانت بتعمل برونكو دايلاتيشن، لو قفلتها بالبروبرادرول عملنا برونكو سبيرز. في انهي شخص؟ يعني لو عيان عادي كده اخذ بروبرادرول يدخل في برونكو سبيرز؟ لا، العيان اللي عنده برونكال ازمة ده مشكلته انه عنده مشكلة هايبر سنسيفيتي اوف ذا برونكاي. يبقى هو وحش في البرونكال ازمة وبالتالي ممنوع في الناس الازماتيك بيشنتس. علاجها ايه؟ انت غلطت. غلطت وديت بروبرادرول في عيان ازماتيك. الفا مسكرين كان موافق. لا لا هي البرونكاي ما فيهاش الفا، البرونكاي الالفا بتاعتها البيكاس ميمبرين. البرونكاي فيها البيتا 2 اللي بتوسع والام 3 اللي بتضيق. انت في البرونكيا الازمه يا عايز تشغل ده بالمجموعه اللي قلناها امبارح بقى واول امبارح اللي هي السلبيتامول واخواته، يا تقفل ده. مش كده؟ النهارده انت غلطت في العيان ده واديته بيتا بلوكر نون سيلكتيف وسبت الماسكرينك بتاع الفيجاس ده شغال فدخل في برونكيا الازمه. حلها سلبيتامول برضه؟ امال ليه لا؟ ليه سلبي؟ مع نفس الفكره، عقبال ما هيزيح البيتا بلوكر هيكون العيان مات من الازمه. الحل اقفل ماسكرينك. صح؟ انا عايز دواء بقى، انا كنت متوقع ان احنا ما نعديش المرحله دي كلها. انا عايز اسم الدواء اللي هيشتغل كانتي ماسكرينك. ابراتروبيوم. ابراتروبيوم. اللهم اجعله خير، جابوا الاسامي دي منين؟ ابراتروبيوم عباره عن انتي الماتيك اتروبين سبستيتيوت. دواء بيعالج برونكيال ازمه بديل الاتروبين اللي فيه مزايا عن الاتروبين. عشان كل حاجه، عشان كواترنري وبيتاخد انهاليشن وما بيأثرش على السكريشن وكل الكلام. نرجع بقى للليفر. يلا. احنا عرفنا نخلص يعني لما نخلص الكلام ده هتلاقي كل الاكشنز اللي احنا قلناها دي خلصت في الكتابه، بفضل بس شويه حاجات بسيطه كده. يلا بس التركيز النبي يا جماعه. البيتا 2 بتعمل ايه في الليفر لما تشتغل؟ جلايكوجيناليسيس فتزود البلد جلوكوز. كويس؟ لما ادي نون سيلكت بالمناسبه قبل ما انسى بقى. هو عيان عنده برونكيال ازمه. عيان عنده برونكيال ازمه ومحتاج بيتا بلوكر. كويس؟ بروبرانولول احسن ولا اتينولول؟ عيان عنده ضغط او عنده ذبحه وهنديله بيتا بلوكر وهو عنده كمان برونكيال ازمه. مين احسن؟ بروبرانولول ولا اتينولول؟
كين احسن بروبرانول وحش صح لانه نون سيلكتيف بيقفل على طول بيتا 2 مش كده الاتيدرول احسن ايه مش بضحك عليك والله الاتيدرول كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر قفل بيتا 1 وما قفلش بيتا 2 بتاعه البرونكايتس هدي وانا مطمن يعني هدي بقى كده وقلبي جامد وما نفس الفكره سيلكتيفيتي از نوت ابسولوت ممكن في وقت من الاوقات الاتيدرول يقفل البيتا 2 كمان يبقى مين احسن ولا واحد ابعد بقى خالص في العيان ده يعني اللي عنده ضغط برونكيال ازمه عالجه باي دواء ضغط تاني مع عدم بيتا بلوكرز. طيب ايه بقى مشكله ان انا اقفل البيتا 2 في الليفر يعني مناعه الجلايكوجيناليسيس مش كده؟ ايه المشكله؟ المشكله مش في اي بني ادم عشان برضه نبقى متفقين مش اي بني ادم هيحصل عنده مشكله لما وقف الجلايكوجيناليسيس هي هتحصل مشكله في العيان الاتي بقى عيان عنده دايابيتس كويس؟ دايابيتس يعني سكر عالي فبياخد انسولين او بياخد حاجه اسمها اورال هايبوجلايسيميك دراجز يعني راس بياخدها عشان تنشط خروج الانسولين من البنكرياس كويس العيان ده في نفس الوقت عنده مثلا ستيبل انجينا او عنده ضغط عالي فبياخد بيتا بلوكر بياخد بروبرانول كده بالتحديد تمام الغلطه اللي حصلت ان العيان اخد اوفر دوز من الانسولين او اوفر دوز من الاورال هايبوجلايسيميكس المحصله واحده ان السكر اخباره ايه هيدخل في هايبوجلايسيميا طيب افكرك بحاجه بقى انت اكيد سمعتها في البايوكيمستري الهايبوجلايسيميا از ستريسفول كونديشن الهايبوجلايسيميا دي بالنسبه للجسم عباره عن ستريس والستريس معناها هينشط سيمباثيتك صح السيمباثيتك هيروح في كل مكان يبتدي يشغل البيتا واحد بتاعت الهارت ويشغل البيتا 2 بتاعه الليفر مش كده عشان يطلع شويه جلوكوز كده من الجلايكوجين ويشغل المسكارينيك بتوع غده العرق محدش متلخبط مش كده معظم السويت جلاندز جاي لها سيمباثيتك نيرف بس كولينرجيك صح يطلع اسيتايل كولين فلازم الريسبتور يكون مسكارينيك طيب يعني وانس ان انا بقى دخلت في هايبوجلايسيميا السيمباثيتك بدا يشتغل احس باعراض ايه يعني في اعراض كتير قوي بس اللي واضح قوي النهارده كده قدامي ايه؟ سويتنج وتاكي كارديا وعيان على فكره السكر اللي عنده وعي شويه يعرف ان يقول لك كده اول ما الاقي طبعا بيدوخ وبيصدع وبيعمل كده مشاكل في البرين لكن يقول لك اول ما الاقي في بالبيتيشنز اول ما احس بضربات قلبي كده وعرق وبتاع وشويه رعشه وزغلله اعرف ان انا سكري قليل فاروح واخد حاجه مسكره. طيب ده اللي حصل وجزء من الكلام بتاع سيمباثيتك مهم قوي انه بيحاول يعوض نقص الجلوكوز بيشغل البيتا 2 في الليفر فبيعمل جلايكوجيناليسيس عشان يكمبنسيت الهايبوجلايسيميا فهمنا الفكره طيب العيان ده بقى حصلت نفس المشكله دي وهو بياخد بروبرانول قافل ايه البروبرانول قافل بيتا 1 وقافل بيتا 2 طب ايه اللي حصل ايه اللي حصل بقى ما حسش بضربات قلبه اللي هي الورنينج مانيفيستيشن العرض اللي بيحذره قوي ان سكره بدا يقل ما حسش بيه ومفيش تعويض للجلوكوز لان مفيش جلايكوجيناليسيس مش كده؟ فيفضل سكره يقل وهو مش واخد باله لدرجه ان ممكن يدخل في حاجه يسموها سايلنت هايبوجلايسيميك كوما. مقصود بسايلنت ايه؟ مفيش اعراض تحذيريه. طيب اللي هيفضل موجود دايما العرض اللي هيفضل موجود دايما مش هيروح العرق مش كده؟ اشمعنى؟ عشان العرق ده مسكرينك مش الفا ولا بيتا بس غالبا العرق لوحده ما بيخضش العيان قوي. يعني يفسروا على ان النهارده حر لابس تقيل مش عارف ايه وقفت في الشمس شويه مشيت شويه اللي دايما بيرعبه قوي بقى عيان السكر ده ان يحصل بالبيتيشن يبقى ايه رايك في البروبرانول في عيان دايابيتك بيتعالج بانسولين او اورال هايبوجلايسيمكس في بعض الكتب تقول ممنوع مش كده؟ وفي بعض الكتب تقول ايه يستعمل بحذر الفكره كلها مش عيب بروبرانول الفكره كلها ان عيب الدواء السكر هو اللي عمل مشكله الهايبوجلايسيميا بس جه البروبرانول غطى على الاعراض التحذيريه. كويس؟ ايه رايك؟ الاتينيرول احسن في العيان ده؟ هو ما فرقش كتير هو ضيع شغل القلب بس يمكن في ميزه شويه انه خلى فيه شويه جلايكوجيناليسيس فضل شويه الجلوكوز يطلعوا عوضوا شويه لكن برضه ممكن يعمل كوما وداوت ورنينج مانيفستيشنز لان اهم الاعراض هي مشكله البالبيتيشن والتاكيكارديا. خلاص يبقى ده شغله بقى على الليفر على الاي عرفنا بقى البيتا كلهم لما يشتغلوا يزودوا الفورميشن اوف ايكوس هيومر يبقى لما يتقفلوا يقللوه احنا قلنا بقى علاج الجلوكوما والكلام بتاع مفيش تغيير في البيوبل سايز البنكرياس
مش مهم يا جماعه، بس هو البيتا 2 لما كانت بتشتغل كانت بتطلع انسولين كتير، لما تقفلها الانسولين يقل شويه ملهاش قيمه لان هي عكس الالفا 2، وبرده ما هماش فيسيولوجيك اللي مهمين قوي يعني. سكيلت المسلز بقى دي اللي مهمه. البيتا 2 في سكيلت المسلز كانت بتعمل كده كذا حاجه مهمين يعني. كانت بتعمل فازو دايلاتيشن صح؟ يبقى لما اقفلها بالبروبر رول حصل فازو كونستريكشن، فبدات اشتكي بالفتيج والوجع والكلوديكيشن والكلام ده. وبعدين كان بيدخل بوتاسيوم جوه العضلات عشان البوتاسيوم ده اكسيتاتري في السكيليتال ماسلز، لما قفلت منعت دخول البوتاسيوم فبدا البوتاسيوم يعلى في الدم، يبقى حصل هايبر كاليميا. بين قوسين كده الهايبر كاليميا غالبا مش هتبان الا في العيان اللي عنده رينال امبيرمنت. هتلاقي في الكتاب كده مكتوب سبيشالي، ما تلاقي ما تبصش انا اسف، هتلاقي مكتوب ان شاء الله بعدين يعني في الكتاب اليوريميك بيشنت. يوريميك مقصود بيها اللي عنده كرونيك رينال فيلر. طيب ايه كمان البيتا 2 بتعمله؟ تريمورز صح. البيتا 2 لما بتشتغل بتعمل تريمورز، يبقى لما تقفلها عالجت التريمورز. من ضمن استخدامات البيتا بلوكرز كده ان انا عالج التريمورز ايا كان سببها، في تريمورز ايديوباثيك كده او يسموها سينايل مع تقدم السن، ممكن اعالجها عن طريق ان انا اقفل البيتا 2. ايه كمان؟ ايوه جلايكوجيناليسيس مش كده؟ البيتا 2 هنا كانت بتخلي الجلوكوز يتحول للاكتيت وممكن يعلى في الدم شويه، لما تقفلها يبقى ان انت قللت شو حاجه مالهاش قيمه طبعا، لكن انت كاكشن قللت اللاكتيك اسيد اللي موجود في القطر. يبقى ده بالنسبه للاكشن بتاعتهم. تاني كده خلصنا كل حاجه بقى. طيب يجي بقى يعني في شويه حاجات فاين كده موديفيكيشنز، بص كده في الكتاب ان شاء الله هتلاقي الاكشنز بتاعت البيتا بلوكرز صفحه كام؟ 78 مثلا. هو كتاب القسم احيانا ماشيها جغرافيا يعني فروم اباب داونوردز، هو ماشي حلو مش وحش يعني، بس هو اهم اكشن للبيتا بلوكرز هيبقى فين؟ كارديو فاسكولار. اهم حاجه طبعا هي القلب او الكارديو فاسكولار سيستم، لكن لو مشيناها كده بقى من فوق لتحت هو مكتوب في السي ان اس انتي انكزايتي صح ولا لا؟ صح. البيتا لما كانت بتشتغل كانت بتعمل انكزايتي، لما تقفل يبقى انتي انكزايتي. لو انت عايز المذاكره الصح بقى هيعالج، هو انتي انكزايتي يعالج التوتر مش كده؟ بيعالج حاجه اسمها سيتويشنال انكزايتي. يعني ايه سيتويشنال دي؟ يعني مرتبطه بموقف معين، يعني عيان مش مريض بالتوتر او القلق العصبي. ده عيان مش عيان، ده بني ادم زينا كده. رايح يمتحن شفوي، رايح مقابله مهمه، رايح اجتماع عارف انهم هيتخانقوا في الاجتماع ده فعايز يبقى يعني اعصابه هاديه. الجماعه الرياضيين بتوع الشوتينج والكلام ده اللي مش عايز قلق ومش عايز تريمورز ياخد، يعني الناس اللي بتسوق طبعا من ضمن الحاجات اللي مكتوبه في الكتب الاجنبيه درايفنج ان ترافيك ان كراودد ترافيك. او ما يعرفوش احنا ماشيين ازاي مش كده؟ لما تبقى عارف بقى ان انت نازل في الزحمه يبقى خد بروبرادول. احنا لو على كده بقى مش هنبطله خالص يعني. اي حاجه فيها سيتويشن يؤدي الى انكزايتي مؤقته اخد بيتا بلوكر، ولازم يكون طبعا البيتا بلوكر ده هايدروفيلك، ما ينفعش بقى ساعتها اخد دواء هايدروفيلك. طيب يبقى ده يعني علاج كده مهم هيقلل التريمورز وعرفنا السبب، وبالتالي هيتاخد في علاج التريمورز ايا كان بقى نوع التريمورز او سببها. نمره ثلاثه بقى دي قصه كبيره قوي، حاجه اسمها انتي مايجرين الصداع النصفي. ايوه هو ليه ان شاء الله جزء كده من شرح في موضوع الاوتاكويدز والكلام ده، بس هو مبدئيا كده البروبرانولول وجدوا انه بيقلل الفريكونسي بتاعت الاتاكس بتاعت المايجرين، يقلل نوبات الصداع النفسي. جديد حاجه جديده لسه كده بس ان شاء الله بعدين. طيب يا نهار ابيض كل حاجه بقى دلوقتي تطلع يقول لك بس دي 40 انت قلت نفسي بدل نصف، يعني ايه يا دكتور نفسي بدل نصف؟ طيب الميكانيزم على فكره مش واضح قوي، الميكانيزم ليه هو بيقلل نوبات الصداع النفسي مش واضحه، لكن في كلام على ان هو بيقلل الانكزايتي لان ده جزء من الصداع النصفي له علاقه بالقلق والتوتر. جايز يكون ليه شغل على خروج نيورو ترانسميترز في البرين، يعني موضوع كده ايه يطول شرحه، بس مبدئيا اعرف ان هو مش هيعالج نوبه الصداع، ما يتاخدش في الاكيوت مايجرين، لكن لما بيتاخد باستمرار يمنع او يقلل نوبات المايجرين.
نمره 2 عرفناها بقى بيقلل الفورميشن بتاع الايكو سيومر ويقلل اي او بي، والامثله بتاعتنا بقى تيمولول وليفوبيلول ومش عارف ايه. اتفقنا ان هو هيقلل الاي او بي without changing the size of the pupil. سؤال بقى عشان ده موجود في كتب الفارما الكبيره، ينفع عيان عنده جلوكوما وعنده براديكارديا ياخد قطرة تيمولول ولا لا؟ فاهم السؤال؟ عيان عنده جلوكوما وفي نفس الوقت العيان ده عنده مشكله ان هو عنده براديكارديا او اي في كونداكشن بطيء او اي حاجه في مشاكل القلب دي، ينفع العيان ده دكتور الرمد يكتب له تيمولول اي تريتمنت اوف جلوكوما؟ ليه لا؟ ايوه هو هيقفل صح؟ طب هيقفل ازاي؟ التيمولول ده بيتاخد اي دروبس، ايه اللي وصله للقلب يعني؟ هيوصل ازاي سيستم؟ هو صح يبقى اكيد ساعتها وصل سيستميك سيركيليشن. وصل ازاي؟ او نزل من ال ايوه من العين ممكن طبعا، بس دي صعبه شويه. لكن في حاجه اسهل، هو اي شويه دموع كده بيروح فين بعد كده؟ بنحس بيهم في النيزل ميوكوزا مش كده؟ بتنزل كده نيزو لاكريمال داكت ومن النيزل ميوكوزا، يا اما يتبلع يا اما يمتص من النيزل ميوكوزا، لان النيزل ميوكوزا از فيري فاسكولار مش كده؟ وخلي بالك انا ببقى دايما خايف من اللايكوفيليك بيتا بلوكرز، لان هم دول اللي ممكن يمتصوا من اي مكان ايفن حتى من النيزل ميوكوزا. فتلاقي كتب الفارما الكبيره يقول لك ات هاز بين ريكوردد، حصل ان عيانين ماتوا من براديكارديا او كارديك ارست قلبهم وقف، رغم ان هم كانوا بياخدوا اي دروبس، يعني كانوا بياخدوا بيتا بلوكرز مش سيستميك، بياخدوها از اي دروبس. فدي برضه من الحاجات اللي ان شاء الله يعني نخلي بالنا في الاستعمالات بتاعت البيتا بلوكرز. وقايه يعني انا بدي هنا مش بعالج الحاله نفسها، انا بحاول امنع ان يحصل اتاكس مثلا زي المايجرين. على الهارت بتهيألي كل اللي مكتوب بقى في القلب كده قلناه، بيقلل كونتراكتيليتي وريت وكارديك ورك واوكسجين كونسمشن واكسايتابيلتي وانتي اريزميك كل الكلام ده. انا عايز بس جنبها كده هو كاتب لي بيقلل الكونتراكتيليتي وبيقلل الهارت ريت، فمع بعض كده قللوا الكارديك اوتبوت. ينفع في ايه ويبقى وحش في ايه؟ احنا هنذاكر كده بقى ان شاء الله. ينفع في ايه ان انا قللت الكارديك اوتبوت؟ ينفع لا لما اقلل الكارديك اوتبوت يبقى انا غالبا عليك او جزء لا يعني لا خليها بتاعت الانجينا اللي بعدها اللي هي الكارديك ورك. انا اقصد لما الكارديك اوتبوت يقل صح يبقى ده فادني في علاج الهايبرتنشن مش كده؟ ويبقى وحش في ايه بقى؟ يعني انا قللت هارت ريت يبقى وحش في اي عيان؟ اللي عنده براديكارديا. قللت كارديك اوتبوت يبقى وحش في العيان اللي عنده سيفير هارت فيجر مش كده؟ فاهمين قصدي يا جماعه؟ يعني قصدي من الاكشن ده ما اعرفش الطريقه دي والله شكلها عمرها ما هتنفع، بس انا كان عندي امل تنفع السنه دي، ان انا اقول الاكشن واعرف منه الاستعمال والعيب والكونترا انديكيشن. هتنفع؟ طيب شكرا ربنا يطمنك. يقلل الكارديك ورك والاكسجين كونسمشن دي حاجه حلوه في اي عيان؟ ستيبل انجينا تمام. بيقلل الاكسايتابيلتي وبيعمل انتي اريزميك اكشن والكلام ده، فيتاخد في علاج الاريتميا صح؟ انتوا عرفتوا ليه بيحصل اريتميا؟ يعني اللي فات كده في الاوتونوميك عرفتوا اسباب الاريتميا المشهوره قوي؟ صح يعني كل اللي عدى علينا بقى كده كان في حاجات كده اتقالت مع الادرينالين هي بتخلي العيان معرض لاريتميا. يمكن اهمها في الادويه البيتا 1 اجونست مش كده؟ ان انا لو اديت بيتا 1 اجونست زي ادرينالين او ايزوبرينالين او حاجه اعمل اريتميا، يبقى ساعتها علاج ان انا اقفل البيتا. العيان اللي عنده اسكيميك هارت اللي عنده انجينا او انفاركشن ده معرض لاريزميا. اللي جاله بالمونري امبوليزم صح. واللي عنده ثايروتوكسيكوزس لان كل حاجه في القلب عاليه. وايه كمان؟ الله يكرمك وديجيتاليس. وديجيتاليس كان بيعمل اريتميا بالذات في الفنتريكلز هنعرفها ان شاء الله. والجنرال انستيزيا. يبقى كل دي مواقف فيها اريتميا ممكن ساعتها البيتا بلوكر تنقذ العيان ده. واتفقنا بقى خلاص اللي عايز يعرف بقى ان شاء الله البيتا بلوكرز كلها انتي اريتميك عشان قفلت البيتا واحد، وللمرة الأخيرة البروبرانولول هاز اديشنال بنفيت عشان بينفل الصوديوم شانل غير ما قفل البيتا، ليه كمان ما يسمى بالممبرين ستابلايزنج اكشن او كينيدين لايك اكشن. لما ناخد ان شاء الله ادوية الاريتميا هي هتتقال كده بسرعة لان احنا ما حدش فينا فاهم حاجة يعني، ولا احنا ولا انت ولا اي حد في البطنة ولا، فبنكرويتها كده نقول لك مش مهمة هتاخدها في البطنة وتروح البطنة ولا انت خلاص خدتها في الفارما انت عايز ايه؟ تلاقي نفسك مش فاهم يعني صعب الموضوع صعب، بس هي ليها تقسيمه كده. تقسيمه الادويه الاريتميا في حاجه اسمها كلاس 1 دول صوديوم شانل بلوكرز
سهلة؟ بيقفلوا صوديوم شانلز، أشهرهم مين؟ صح، أشهرهم الكوينيدين. كلاس 2 في الأنتي أريزميك دراجز، المجموعة التانية في أدوية العلاج الأريزمي هم البيتا بلوكرز. هم البيتا بلوكرز كلهم بقى، مش كده؟ مش مهم بقى كلاس 3 ده خليه بعدين، اسمه بوتاسيوم شانل بلوكر، بيقفل بوتاسيوم شانلز. وكلاس 4 بيقفل كالسيوم. يعني بتلاحظ هم كلهم عبارة عن بلوكرز، مش كده؟ نمرة 1 قفل صوديوم شانل، نمرة 2 قفل البيتا، نمرة 3 قفل بوتاسيوم شانل، ونمرة 4 قفل كالسيوم شانل. هي دي بقى، لو انت عرفت الكلمتين دول مع اسم كده او اسمين يبقى انت ذاكرت الاريزميا بتاعت سنه ثالثه. يبقى هم دول بيتاخدوا في علاج الاريزميا ويتقال عليهم كلاس 2 في الانتي اريزميك دراج. على البلاد فيسلز مكتوب عندنا البريفرال ريزيستنس ممكن تزيد شويه نتيجه بريفرال فازو كونستريكشن. صح، قفلت البيتا 2 وسبت الالفا 1 ان اوبوز، ممكن يحصل شويه فازو كونستريكشن والبلاد فلو لبعض التيشوز هيقل شويه. زي ايه كده بعض التيشوز يعني؟ سكيلت المصل ممكن الكوليديكيشن اللي قلنا عليه، الانجينا اللي هي الفاريانت اللي هي الحاجات اللي فيها بيتا 2 بشكل كبير يعني. فولود باي ديكريز اوف ذا بريفرال ريزيستنس اون لونج يوز، هشرحها لك حالا بقى واحنا بنتكلم في علاج الهايبرتنشن. بس مبدئيا كده بما انه عمل شويه فازو كونستريكشن يبقى وحش في انهي امراض او يعمل ايه كسايد افكتس؟ يبقى وحش في البريفرال فاسكولار ديزيز، يعمل مشكله الكولد هاندز ومش عارف ايه، مشكله الكلوديكيشن اللي هو الوجع بتاع العضلات اثناء المشي. تعال بقى بص على البلاد بريشر، ومعلش يعني هنرجع للكتاب حالا، بس تعال كده نقيم البروبرادول في علاج الهايبرتنشن. البروبرادول على فكره يمثل تقريبا 12 او مش البروبرادول، اقصد البيتا بلوكرز، تقريبا ربع ادويه الضغط. لما ناخد ان شاء الله هايبرتنشن كده قريب اقول لك ان ادويه الضغط بتتقسم كده. ويا ريت تفتكرها والله، لان اكتشفت في سنه سته وهما بيذاكروا البطنه ان في فارما كتير قوي، وطبعا ما حدش فاكر حاجه، ما حدش يعني كان مدرك ان الحاجات دي يعني هنحتاجها في يوم من الايام. يعني ادويه الضغط بتتقسم كده A B C D. الاي دي اختصار حاجه اسمها الايس انهبيتورز، سهله دي مش كده؟ او حاجه اسمها انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. الهدف منهم ايه بقى؟ يعني المجموعتين دول كده بغض النظر بيشتغلوا ازاي، هو الهدف منهم اخلي انجيوتنسين 2 يا ما يتكونش اصلا بالايس انهبيتور، يا اما لما يتكون ما يشتغلش على الريسبتور بتاعه، يبقى انا ضيعت شغل الانجيوتنسين 2. كويس؟ نمره بي اظن واضحه بقى، هي مجموعه البيتا بلوكرز. ونمره سي كالسيوم شانل بلوكرز. والكالسيوم في القلب يعمل ايه؟ كل حاجه. لا مش بس كونتراكشن، بقى ان شاء الله برضه قدام شويه كده هنفتكر انه ممكن يزود كل حاجه، ريت وكونتراكشن وكوندكشن وكل حاجه. فلما تقلل دخول الكالسيوم يبقى انت قللت الكارديك اوت في الشرايين. الكالسيوم بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. لما تقفل الشانل بتاعته يبقى انت وسعت الشرايين، يبقى الضغط اتحل. ودي باختصار دايوريتكس، هناخدها ان شاء الله بالتفصيل بعد كده. يبقى كان البيتا بلوكرز دول هم ربع ادويه الضغط، يعني حاجه مهمه جدا جدا في علاج الهايبرتنشن. اللي عايزك بقى تعرفه كده في ادويه في علاج الهايبرتنشن، بص كده على البيتا بلوكرز، قفلت انت بيهم؟ لو بنتكلم على بروبرادول انت جيت قفلت البيتا 1 وغصب عنك قفلت البيتا 2، مش كده؟ نون سيلكتيف. لما قفلت البيتا 2 عملت ايه؟ سبت الالفا 1 شغاله لوحدها، فحصل شويه زياده في التوتال ريفرنت ريزيستنس. تعالى بقى شوف الضغط كده اخباره ايه؟ هو الضغط عباره عن ايه؟ كارديك اوتبوت في توتال ريفرنت ريزيستنس، مش كده؟ طيب انت عملت ايه بقى لما اديت في البيتا بلوكرز في الاول كده؟ قللت الكارديك اوتبوت، صح؟ لكن ريزيستنس عالت شويه، لان انت قافل البيتا وسايب الالفا، مش كده؟ يبقى اخبار الضغط في الاول كده اول اسبوع 2 3 أربعة كمان ما تحسنش. مفهوم يا جماعة؟ يبقى البيتا بلوكرز انيشيالي مش هتعالج الضغط، ما تتوقعش من البيتا بلوكر انك تاخدها النهاردة وتيجي بعد أسبوع تلاقي الضغط اتحسن. لأن في البداية أنت عملت حاجتين عكس بعض، البيتا واحد اتقفلت فالكارديك أوتبوت كفته قلت، لكن غصب عنك طالما استخدمت بروبرادول أو نون سيلكتيف قفلت البيتا 2 فالشرايين ضاقت شوية. بعد مرور أربع أسابيع بقى زي الأفلام كده هتبص تلاقي الضغط بدا يقل. ليه بقى الضغط بدا يقل؟ فكر معايا، هو ايه اللي حصل تاني
خلى الضغط يقل مع البروبرانولول غير ان انا قللت الكارديك اوت. قفلت بيتا واحد في الكدني حلو ننسى؟ يبقى انا قللت الرنين مش كده؟ الرنين ده كان اخره انجيوتنسن 2 يعمل فازو كونستريكشن جامد ويعمل مش عارف سولت ووتر ريتنشن. انا منعت السكه دي من بابها كده من اولها فالضغط بدا يتحسن شويه. ايه كمان؟ الدواء ده لايبوفيليك بيتا بلوكر. فكر فيها بقى كده، دواء بروبرانولول بيعدي البلد برين بارير. قفل لك ايه بقى؟ قفل لي ميتا واحد اللي موجوده في السي ان اس، صح؟ معناها ايه؟ قللت السيمباثيتك ديسشارج تو اول اورجانز ريسبونسبل فور مينتنس اوف بلد بريشر. يعني عملت ايه؟ الاشاره اللي رايحه على الهارت قلت، صح؟ وهي اوريدي اصلا قليله لان انا قافل الميتا واحد. تعالى بقى بص الاشاره اللي رايحه للشريان اخبارها ايه كده؟ يعني الامبرس اللي جايه من هنا راح تشغل الشريان ده وتشغل الالفا واحد في البلاد بيسل ماسك نفسه كده وريزيستنس عاليه، انت هديت الاشاره اللي جايه من فوق خليتها اهدى يعني، وبالتالي الفازو كونستريكشن ده هيرجع يخف شويه بدل ما كان الشريان نورمال عامل كده. انت اديت بيتا بلوكر ضيقته شويه، صح؟ بعد شويه بقى بعد اربع اسابيع هيرجع الشريان يرجع طبيعي كده تاني. بالظبط، خد كل ده عشان يحصل ادابتيشن مش عشان يطلع، هو طلع ان شاء الله بسرعه، بس هي الفكره ان عشان يحصل بقيه الميكانيزمز دي وتتغلب على ان انا قافل البيتا 2 عايزه وقت. كويس؟ يبقى انا فهمت ان لما قفلت البيتا 1 الاشاره دي قلت. يعني ايه معناها الاشاره قلت دي يا جماعه؟ فهمني كده الاشاره قلت دي معناها ايه بقى؟ معناها النور ادرينالين اللي طالع من العصب ده قل شويه مش كده؟ معناها ان الالفا 1 ما بقتش شغاله زي الاول، صح ولا لا؟ هي اشتغلت جامد في الاول ليه؟ لان هي كانت شغاله لوحدها سيمباثيتك عمال يبعت لها هي والبيتا مقفوله فالشريان ضيق شويه. لما اشتغلت سنترالي الاشاره اللي اصلا جايه للالفا واحد بدات تقل، فبدا الشريان يرجع يحصل فيه مش عايز اقول فازو دايلاتيشن على الاقل رجع للنورمال تون بتاعه. طب ايه كمان؟ فاكر انت حاجه اسمها بري سينابتيك ريسبتورز؟ ايه بقى؟ بص كده لو الشريان ما اعرفش ده واضح ولا لا، لو النيرف ده كده اللي بيطلع نور ادرينالين على الالفا عليه الفا 2 ريسبتور صح؟ بيقلل خروج النور ادرينالين وبيتا ريسبتور مش عارف رقمها بس بتزود نور ادرينالين ريليز اللي فاكر البري سينابتيك ريسبتورز. انا النهارده عملت ايه؟ صوت يا بنات. النهارده عملت ايه بقى لما قفلت البيتا؟ قفلت البري سينابتيك كمان. فكر فيها كده، قفلت البري سينابتيك بيتا. يعني قفلت الريسبتور اللي كان بيخرج نور ادرينالين وسبت مين شغال؟ الالفا 2 اللي بيعمل انهبيشن بالنور ادرينالين ريليز. يبقى اخبار النور اللي طالع من هنا ايه بقى؟ قليل. يبقى شغل الالفا 1 اخباره ايه؟ يهدى بقى شويه مش كده؟ بعد ما كان في حماس كده في الاول انه عايز يعوض الكارديك اوتبوت القليل ده، السيمباثيتك حس ان الكارديك اوتبوت قليل مش كده؟ فبدا ينشط وجت على حساب ان انا عملت فازو كونستريكشن في البدايه. مع الوقت ابص الاقي البلاد فيسلز اللي كانت كونستريكتد رجعت هدي بقى وسعت تاني، رجعت للنورمال دايمتر عن طريق سنترال اكشن اذا كان الدواء ده ليبيد سوليبل، وعن طريق بلوك اوف بري سينابتيك ريسبتورز. بقوا كام حاجه بقى علمنا الضغط بكام طريقه كده؟ توتالي كده بقوا كام ميكانيزم؟ اربعه. قفلت بيتا واحد في الهارت كارديك اوتبوت قليل. قفلت بيتا واحد في الكدني رينال قليل. قفلت سنترال بيتا لو كان الدواء ليبيد سوليبل قللت سيمباثيتك ديسشارج. وقفلت بري سينابتيك بيتا قللت النور ادرينالين ريليز من الادرينرجيك نيورون. فاضل كده حاجتين. بعض انواع البيتا بلوكرز بعضهم مش كلهم بيعمل فازو دايلاتيشن. صح؟ تعرف منهم مثلا؟ يعني في بيتا بلوكرز تعمل كمان فازو دايلاتيشن. اشهرهم، لا اشهرهم كده مبدئيا من اللي احنا قلناهم. لابيتالول، صح؟ اشمعنى لابيتالول؟ عشان بيقفل الفا كمان. يبقى انا عملت حاجه كمان اضافيه بقى غير ان انا قللت الكارديك اوتبوت، انا قللت التوتال بريفرال ريزيستنس. طيب حاجه كمان، في بعض البيتا بلوكرز او يقال ان معظمهم بتنشط في الشرايين تكوين حاجه اسمها بروستا سايكلين. معرفش سمعتوا عنهم ولا لا، عارفين بروستا جلاندز؟ طيب بروستا جلاندز والبروستانويدز والحاجات دي في منها انواع مش كده؟ من ضمنهم نوع اسمه بروستا جلاندين اي 2. تمام، ده على فكره طالع من الاندوثيليوم بتاع الشرايين وده بيعمل فازو دايلاتيشن وبيمنع الاجريجيشن اوف بليتلتس.
سيبك من حته البيزكس النهارده، هو ده فازو دايليتور بروستاجلاندين. يبقى البيتا بلوكرز بتعرف توسع الشرايين، مش كده؟ رغم انها في الاول ضيقت غصب عنها لما قفلت البيتا 2 وسابت الالفا 1 الشريان ضاق شويه، لكن مع الوقت الشريان هيرجع يوسع تاني. وسع عن طريق سنترال اكشن وقفلنا بري سينابتيك، ولو بقفل الالفا كمان زي اللي بيتلول اديني وسعت الشريان اكتر، ولو قدرت اكون بروستاسايكل يبقى انا عملت قدرت اعمل فازو دايلاتيشن. طيب اخر ميكانيزم بقى هو مكتوب عندنا في الكتاب، لو بصيت كده من ضمن شغله على الهايبوت على البلاد بريشر، بيقول لك البارو ريسبتور اكشن، مكتوب نمره 5 كده في البلاد بريشر، صح؟ مكتوب بارو ريسبتور اكشن، ومكتوب جنبها جمله يعني ثلاث كلمات ريسيت دير سنسيتيفيتي. وانت بقى مع نفسك بقى هو ايه الموضوع؟ هي البارو ريسبتورز دي ربنا خلقها ليه اصلا؟ عشان تحس ان الضغط، ومعنى اصح عشان تمنع ان الضغط يقل. يعني ربنا خلقها بروتكتيف، عشان اول ما تحس ان الضغط عالي تعمل ايه؟ تبعت اشاره، صح كده؟ تنشط الباراسيمباثيتك او الفيجاس، ويقال انها كمان ممكن تهبط السيمباثيتك بحيث انها ما يحصلش اكسجريشن في البلاد بريشر، كويس؟ طيب في نظريه بقى ان شاء الله يمكن تاخدوها في البطنه من النظريات، انتوا عارفين انواع الضغط اصلا؟ عارفين التايبس اوف هايبرتنشن؟ معظم الناس اللي عندهم ضغط عالي عندهم صح يسموه essential hypertension او يسموه idiopathic، مش عارفين سببه، او يسموه primary. ده يعني 90% من الناس اللي عندهم ضغط عالي. وفي نوع من الضغط اسمه secondary. secondary يعني ايه؟ يعني في مرض او دواء هو اللي رفع الضغط. طبعا امراض كتيره بقى زي الرينال ارتريستينوزس والكيدني ديزيز، الكلام كتير قوي. المهم ان في نوع من الضغط مش معروف سببه، كويس؟ النوع ده في بقى عليه نظريات كتير قوي، من ضمنها نظريه البارو ريسبتور دي. يعني البارو ريسبتور دي زيها زي اي جهاز كده في الدنيا متظبطه على حاجه بنسميها سيت بوينت. عارفين كم؟ عارفين الترموستات، عارفين الهيت ريجوليتنج سنتر، يعني مظبوطه على نقطه كده، هي دي النقطه اللي بالنسبه لها ده الاوبتيمم يعني. طيب افترض معاك يعني جدليا كده ان السيت بوينت بتاعت البارو ريسبتورز في اي بني ادم 120 على 80 مثلا، يعني معناها ايه؟ معناها ان الضغط ال 120 على 80 ده صح بالنسبه لها، حلو مش كده؟ لو الضغط قل عن 120 على 80 هي هتحس ان الضغط قليل، فتبعت تنشط السيمباثيتك وتهبط الفيجاس عشان نعلي الضغط شويه. ولو الضغط عالي عندي، لو الضغط مثلا 200 على 110 مثلا، هي هتحس ان الضغط ده عالي بالنسبه لها فتبدا تحاول تقلل الضغط. دي فكره السيت بوينت، مش كده؟ النظريه بقى بتقول ايه بقى؟ ان في خلل في البارو ريسبتور. بمعنى ان السيت بوينت بقت عاليه. يعني افترض معاك كده السيت بوينت مثلا 150 على 90. ده مش ضغط العيان. مش ضغط العيان، ده هي السيت بوينت دلوقتي بقت مظبوطه على الرقم ده، كويس؟ انا قست العيان ضغطه لقيته 200 على 110 مثلا، كويس؟ او بلاش 200 على 110، قست العيان ضغطه لقيته 140 على 85، او خليها ارقام عشان تبقى بقى شويه كده يعني واقعيه شويه. لقيت السيت بوينت بتاعت البارو ريسبتورز 170 على 100، انا قست ضغط العيان لقيته مثلا 160 على 90، ده ضغط العيان، كويس؟ انت بالنسبه لك الضغط ده ايه؟ عالي 160 على 90 ده ضغط عالي، هايبرتنشن. بالنسبه لها هي اخبارها ايه؟ ده مش نورمال، ده اقل من نورمال، مش كده؟ يعني تعتبر ان العيان ده او البني ادم ده ضغطه قليل، فتعمل ايه بقى؟ تحاول تعليه اكتر، تحاول تزود شغل السيمباثيتك عشان تخلي الضغط يرجع للسيت بوينت. فاهمين قصدي ايه يا جماعه؟ يبقى في خلل في البارو ريسبتور ريفلكس. هي مظبوطه على سيت بوينت عاليه قوي عن النورمال، وضغط البني ادم رغم ان هو عالي لكن بالنسبه لها كانه ضغطه قليل، فبتحاول تنشط السيمباثيتك بحيث انها ترفع الضغط تو ذا سيت بوينت. البارو ريسبتورز بقى بشكل مش معروف ميكانيزم بتاعه بتعمل حاجه اسمها ري سيتنج اوف ذا بارو ريسبتورز. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ايه ري؟ يعني ايه؟ اعاده. لايه بقى؟ للسيت بوينت. يعني تخلي السيت بوينت بدل ما هي 170 على 100 ترجع تبقى 120 على 80. معناها ايه بقى؟ ضغط العيان اهو 160 على 100، مش كده؟ لسه ما اتغيرش. بالنسبه لها الضغط ايه؟ ادركت ان الضغط عالي، فتبدا تعمل ايه بقى؟
تنشط الفيجاس وتهدي السيمباتيتك عشان تحاول تظبط الضغط. مفهوم يا جماعه؟ عارفين الفيفر؟ عارفين درجه حراره الجسم لما تعلى؟ هي نفس الخلل ده. الهيت جريتنج سنتر ليه سيت بوينت معينه ساعه الفيفر بتعلى، فتبقى درجه حرارتي رغم انها عاليه لكن بالنسبه للسيت بوينت الجديده هي هايبوثيرميك، فيبدا الواحد يحس ان هو بردان وبيترعش وعايز يتغطى عشان اوصل للسيت بوينت. فنفس الفكره هنا بقى، فكره الريسيتنج او ما يسموها ري ادجستمنت اوف دي بارو ريسبتور ريفلكس. يبقى ده بالنسبه بقى للست حاجات ان شاء الله اللي موجودين في علاج الهايبرتنشن. في بس غلطه مطبعين، عارف ان انتوا ما تفرقش معاك قوي يعني، بس نمره 4 مكتوب انهبت بيتا 1 في الكيدني ويقلل الرينين. الرينين هنا ان واحده تكفي ان شاء الله. ال ان دي اللي موجوده في المستطيل ده هي بيتكلم على كلام اكسبيرمنتال. فاكرين الادرينالين كان بيعلي كده؟ لو اديته بعد بيتا بلوكر، لو اديته بعد بروبرانولول يحصل ضغط اعلى لان انت قفلت البيتا 2 وسبت الالفا 1 على النقطه. الايزوبرانولين كان بيعمل ايه في الضغط؟ بيوطي. لما دي بعد بيتا بلوكر ما يضيعش، قصدي ما يحصلش حاجه يضيع الاكشن بتاعه. يبقى ده بس المقصود بالكلمتين اللي موجودين في المستطيل ده. ريسبيريشن قلناها ان هو بيضيع البرونكو دايريتور اكشن بتاع الادرينالين اللي هو شغل البيتا 2 وممكن يعمل اكيوت ازماتيك اتاكس. الميتابوليزم اتهيألي كله اتقال. في نقطه واحده بس يمكن ما قلناهاش اللي هي موجوده نمره 2. سيبك بقى من الجلوكوز، عرفنا البيتا 2 والجلايكوجيناليسيس والكلام اللي هو ليه علاقه بالعيان السكر والكلام ده. اللايبوليسيس قلناها ان هو بيمنع اللايبوليسيس ببيتا 1 و3 المقفولين. النقطة بقى اللي بعدها اللي هو مكتوب however they enhance atherosclerosis. للأسف البيتا بلوكرز معظمها لقوا ان هو بيعمل atherogenic changes. انتوا عارفين انواع اللايبوبروتينز مش كده؟ عارفين ان في حاجة اسمها low density lipoprotein ده atherogenic مش كده؟ وعندنا protective اللي هو يسموه high density lipoprotein. الميكانيزم الحقيقة مش واضح بس هو ليه علاقة بالبيتا ريسبتورز اكيد. يعني البيتا ريسبتورز لما تشتغل لقوا ان هي بتقلل شويه اللو دنسيتي وتعلي اكيد الهاي دنسيتي. لما اشغل البيتا، لما اعمل بيتا ستيميليشن يبقى انا كاني بحمي العيان من الاثروسكليروز. الاتش دي ال عالي والال دي ال يمكن يقل شويه. لما ادي بيتا بلوكر يحصل العكس. لما اقفل البيتا ابص الاقي الهاي دنسيتي بدا يقل ويمكن كمان اللو دنسيتي يعلى شويه. انتوا عارفين طبعا الريسك ريشيو مش كده؟ ال دي ال على الاتش دي ال المفروض تبقى يعني تبقى اقل من الاثنين. دي معناها ان انت بروتكتد اجينست اثروسكليروز. كل ما عليت يبقى في احتمالات اثروسكليروتيك تشينجز. ما حدش خد باله من حاجه هنا في موضوع الاثروسكليروز ده. ايه؟ هو ايه سبب الانجينا العاديه؟ اثروسكليروز. والدواء بتاع المدى البعيد ممكن يعمل ايه؟ اثروسكليروتيك تشينجز، صح؟ فغالبا وانا بعاني بالبيتا بلوكر فترات طويله بدي دواء انتي هايبر ليبيديميك. يعني بكتب للعيان دواء بقى من الادويه اللي تصلح العيب اللي ممكن يحصل ده عشان ما زودش عنده مشكله الاثروسكليروز. عرفنا بقى الرينين وعرفنا الهايبر كاليميا. في اكشن هي مش عارف برضه نقوله ولا لا، هو مش موجود في الكتاب لكن كان موجود في كتبنا قبل كده، شغل الدواء ده على الليفر. شغل البروبرانولول على الليفر او على البلاد فلو للليفر. صح صح. هو الدواء ده بيعمل شويه بيقفل بيتا 2 كده في الهيباتيك فيسلز وحاجه بنسميها سبلانكنج او ميزنتريك فيسلز، فبيقلل البلاد فلو تو ذا ليفر. كويس؟ دي ميزه ولا عيب؟ يعني الدواء ده بيقلل الهيباتيك بلاد فلو او بيقلل البريشر جوه البورتال سيركوليشن. عيب بجد؟ ايوه على حسب. فعلا انا لو بتكلم ان جنرال كده يبقى هو ممكن يعمل مشكله في الميتابوليزم بتاع الادويه، صح؟ هيقلل الهيباتيك بلاد فلو فبطريق غير مباشر هيقلل كفاءة الهيباتيك مايكروزومال انزايمز. لكن امتى يبقى مفيد؟ امتى محتاج تقلل البورتال بريشر؟ صح. في الناس اللي عندهم بورتال هايبرتنشن بيعمل ايه البورتال هايبرتنشن ده؟ بيعمل فيريسز مش كده؟ بيعمل اوسوفاجيال فيريس، بيعمل دوالي البريء اللي ممكن تنزف. فجزء على فكره من علاج البليدنج اوسوفاجيال فيريسز ان انا ادي بروبرانولول. فهمنا الفكره؟ انه هيعمل فازو كونستريكشن فبيقلل شويه الكونجيشن اللي موجود في الليفر وبيقلل الضغط جوه البورتر سيركوليشن. فدي من الحاجات اللي موجوده طبيا لحد النهارده يعني. اتفضل. ده انا لازم ادي بقى اللي يقفل كله. لازم ادي الدواء النون سيلكتيف.
يعني اثيلول ما ينفعش صح؟ لان انا فكرتي هنا ان انا عايز اقفل البيتا 2 في البيسلز بتاعت الهيباتيك والسبلاجرين. ما ينفعش الدوكسامين ده دواء فشل لاسباب كتير قوي توكسيسيتي. صح صح. بس هو غالبا بيبقى علاج مش لوحده، يعني العيان ده بياخد حاجه يحقن بيها المريء، حاجه تعالي السيروزس تمنع يعني البروجريشن. ده بيبقى سيروتيك ليفر، لو انتم فاكرين يبقى في ليفر سيروز لازم اوقفه، فما يبقاش بروبرانول لوحده. لا مش شرط، لو العيان بقى اشتكى بمشاكل كارديك ممكن اقلل شويه الجرعات. ده بالنسبه لشغله على الليفر. الاستعمالات بقى بتاعت البروبرانول 7 ايام عشان شكلكم يوم انا عليهم 10 ونص. طيب ناخد بريك بس ان بس ناخد بريك اللي جاي في كلام صعب شويه في اليوزز، فعايزكم تبقوا فايقين شويه يعني. واللي عايز بقى يزور يلحق يزور، واللي عايز اخر البيتا بلوكرز الصفحتين الجايين دول ان شاء الله. انا عارف ان في المحاضره ما اتقالش سايد افكتس وكونترا انديشن، بس احنا هنقولها. لا لا هنقولها والله صدقني. بس كده المصل في الشوط الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. بس هي البريك بقى بعد الصلاه؟ لا الشوط الثاني دلوقتي، احنا لسه بدري على الصلاه، احنا هنصلي من 10 ونص. دلوقتي 10 ونص يا عمر صح؟ فاضل ساعه. فاضل ساعه وربع على الصلاه. ساعه. لا معلش بس يعني بالامانه كده، واحنا احنا بننزل نصلي اول ما الاذان يبدا. بص بقى بسرعة بقى عشان فاضل ساعة إن شاء الله على الصلاة مش كده؟ طيب. لا لا هنخلص إن شاء الله. نعم؟ يا جماعة بنزل الجامع الساعة 10 ونص. لا احنا خلاص والله قربنا نخلص كل حاجة في البيتا بلوكرز. الجزء بتاع اليوزز لو بصينا كده على الاستعمالات بتاعت البيتا بلوكرز هتلاقي تقريبا 90% قدامك مع الشرط. يلا يا بنات. مكتوب عندنا في الكتاب استخدامات تاني كلنا عدت علينا بقى من شويه، استعماله في الانكزايتي. واحنا اتفقنا ان هو عشان يبقى كلامنا بس علميا مظبوط يعني ما هواش دواء انتي انكزايتي يعالج كل حالات التوتر. لما ناخد ان شاء الله الانكزايتي ديسوردرز او الانتي انكزايتي دراجز الترم الثاني هنعرف ان ليها ادويه معينه زي البنزودايزبينز وغيره. البيتا بلوكرز ما تتاخدش في العيان اللي عنده كرونيك انكزايتي، اللي عنده انكزايتي على طول ده ويتصنف ان هو عنده توتر عصبي، ده ما ينفعش معاه بيتا بلوكر. ده هناخد بس في حالات ما يسمى بالسيتويشن انكزايتي. التريمورز بناخد البيتا بلوكر عشان اقلل التريمورز، وعلى فكره التريمورز البروبرانول يصلح التريمورز لاكثر من سبب. يعني هو هيصلح التريمورز عشان قفل البيتا 2 في السكيلتال ماسلز، وعشان برافو عليك عشان قفل البيتا 1 في السي ان اس. فهو من الادويه الحلوه في التريمورز بالذات لو انا مش عارف بقى سببها، يعني لو مش مثلا مش باركنسونيزم، لان الباركنسونيزم ليها علاج، لكن لو هي سببها سينايل او سببها ايديوباثيك او فاميليال موجوده بشكل وراثي يعني يبقى ساعتها البيتا بلوكرز كويس، كانها علاج سيمتوماتيك، علاج لاعراض فقط. بيتاخد في الوقايه من الدمين، وعلى فكره البروبرانول عشان يمكن انا ما قلتوش بس يعني اللي يحب يعرف اسم التجاري هو اسمه التجاري اندرال. مشهور جدا يعني في منه طبعا اقراص 10 وفي اقراص جرعات اعلى شويه في 40 وحاجات زي كده. فده دواء بيتاخد كتير قوي في الوقايه من الميجرين اتاكس، ويقال ان هو ذا دراج اوف تشويس. يعني الوقايه من الميجرين في كذا دواء ينفعه، لكن يمكن لحد النهارده البروبرانول هو احسن دواء يقلل الفريكونسي بتاعت الميجرين اتاكس. في العين بيعالج الجلوكوما طبعا، الاوبن انجل هي غالبا مشكلتنا زياده في الفورميشن، هو هيقفل البيتا 1 و2 فيقلل الفورميشن اوف ايكوس تيومر. وعرفنا بقى ان كنا زمان بنستعمل التيمولول، لكن حاليا بقى في ادويه احسن منه زي البيتاكسولول والليفوبيونولول والكارتيولول، يعني الاسامي كلها ان شاء الله يمكن تتقال تاني مع الاي فارماكولوجي. تي دي اس دي اللي هي اختصار 3 ديلي سبلاي، اللي هي ثلاث مرات في اليوم. برضو ان شاء الله لما ناخد العمل كده هيعدي علينا شويه ابريفيشنز نعرفهم، دي معناها ثلاث مرات يوميا يعني. بالنسبه للاستخدام بتاعه على الكارديو فاسكولار، هو ده طبعا اهم استعمال. عرفنا استخدامه في الانجينا تاني، خلاص وصلت فكره الانجينا مش كده؟ بيتاخد وقايه مش اكيوت اتاك، وبيتاخد في الستيبل انجينا مش في الفاريانت انجينا، وعرفنا السبب هنا ينفع وهنا لا.
وليه مزايا الحقيقه كتير قوي في الوقايه من الانجينا، غير ان هو بيقلل الكارديو كورك وغير انه بيقلل الاكسجين كونسامشن، هو بيقلل ما يسمى بالاكسرسايز تاكيكارديا. دايما مع الاكسرسايز بيزيد شغل السيمباثيتك، كل شغل القلب بيعلى، فده بيعرض العيال اللي عنده ستيبل انجينا ان يدخل في اتاك. انا هنا بمنع ان يحصل تاكيكارديا جامده ديورنج اكسرسايز. برضه هيقلل البلاد بريشر، ايه علاقه البلاد بريشر بالموضوع بتاع الانجينا؟ صح، لما قلل البلاد بريشر كان انا قللت اللود على الهارت، مش كده؟ كان انا خليت القلب ما يبقاش مجهد قوي انه يضخ دم اجينست ريزيستنس عليه. بيقلل التوتر، في ناس كتير قوي بيجي لها وجع الذبحه ده من التوتر العصبي، يعني مشهوره قوي الافلام العربي، مش كده؟ البنت عايزه تتجوز الواد والرقبه مش موافق في قلبي ومش عارف ايه، ده بيبقى سبب من اسباب الانجينا المشهوره يعني. البيتا بلوكرز زي ما قلنا بقى دورها في الاثيروسكلروتيك انجينا كويسه، لكن البرينز ميتال او الفازوسباستيك فيها مشكله كبيره، بس الكلام في الكتاب في مشكله بس في الطباعه، لكن هو كلها جمل مترابطه يعني ورا بعضها كده. البرينز ميتال هي على فكره الفاريانت، هي الفازوسباستيك، هو نفس المعنى، ثلاثه يتقال عليهم يعني نفس الكونديشن اللي فيها سبازم جامد في الكوروناري من غير ما يبقى فيه اثيروسكلروتيك تشينجز. الاستخدام النمره 2 بقى اللي احنا يمكن ما قلناهوش واحنا بنشرح، ان انا بدي البيتا بلوكرز في الاكيوت فيز اوف مايكارديال انفاركشن. يعني ايه مايكارديال انفاركشن اصلا؟ لا لا اوحش بقى كتير، ان حصل نيكروزس في جزء من المايكارديوم، لان في غالبا ثرومبوزس حصل وده منع تماما البلاد سبلاي، ما بقاش بقى فيه بلاد سبلاي قليل بالنسبه للي انا عايزه، لا توقف تماما البلاد سبلاي. البيتا بلوكرز في الميكارديال انفاركشن هي فيها كلام كتير قوي، ممكن يبقى ويز وممكن يبقى جينس. بمعنى ايه؟ لو الانفاركشن دي اخذت جزء كبير قوي من القلب والكارديك اوتبوت بدا يقل قوي، يبقى ايه رايك في البيتا بلوكر؟ يعني لو ضربت عضله او جزء من العضلات الميكارديوم باظ كله او جزء كبير منه قوي، وبالتالي الكونتراكتيليتي قلت، وبالتالي مش قادر اطلع كارديك اوتبوت، ايه رايك ساعتها في البيتا بلوكرز؟ مش حلوه، مش كده؟ يعني لو الانفاركشن ده معاه نقص جامد في الكارديك اوتبوت لان انا جزء كبير من العضله مات، يبقى البيتا بلوكرز ضررها اكبر من نفعها، لانها هتقلل الكونتراكشن اوف ذا نورمال مايكارديوم اللي لسه باقي لي، وبالتالي يعمل مشكله في العيان. لكن لا، هو هي دي من مزاياها، ان انا يبقى عندي حاجه تمنع ان لما بيحصل انفاركشن ويبدا الكارديك اوتبوت يقل شويه، السيمباثيتك بيشتغل، مش كده؟ السيمباثيتك العالي ده بيعمل ايه في القلب؟ هو هدفه ايه؟ يعني لما يحصل ان جزء من عضله القلب مات وبدا الكارديك اوتبوت يقل وبدات البارو ريسبتورز تحس ان في مشكله، فبدات تشغل شغل السيمباثيتك، بدا السيمباثيتك يعمل ستيميليشن للهارت. الهدف ايه؟ الهدف كويس، مش كده؟ انه بيحاول يزود كارديك اوتبوت، بيحاول يطلع كارديك اوتبوت يعوض النقص ده. المشكله ان السيمباثيتك ستيميليشن الجامد قوي على الهارت ده يزود الكاردياك ورك، صح؟ عمال تشغل البيتا واحد فالكاردياك ورك عمال يعلى، وانت اصلا عندك مشكله في البلاد فلو، في شرايين مقفوله مضروبه بالثرومبوزس، فعمال تجهد القلب قوي من غير نتيجه، عمال تشغل القلب على الفاضي. وخلي بالك ان البيتا 1 ستيميليشن بقى اللي فاكر ادرينالين، البيتا 1 ستيميليشن العالي في حاله الانفاركشن ده يعمل اريثميا، صح؟ ويقال ان غالبا سبب الموت في الاكيوت انفاركشن هو الفنتريكولار اريثميا. يبقى هل شغل السيمباثيتك العالي ده اثناء الانفاركشن حلو ولا وحش؟ هو النيه حلوه، النيه ان انا اطلع كارديك اوتبوت اعوض المشكله اللي موجوده في القلب، مش كده؟ لكن النت ريزلت في مشاكل، ان انا بدات احمل على القلب قوي وبدات اجهد القلب قوي وما عنديش طاقه اكسجين واصل لها، والأسوأ من كده ان انا عرضت العيان لبيتا 1 ستيميليشن جامد قوي قد يؤدي الى فنتريكولار فايبريليشن او فنتريكولار تاكيكارد. في حاجه اخيره بقى عايز اقولها لك عشان يمكن تفيدنا بعد كده ان شاء الله، هو لما شغل البيتا واحد على الهارت، يعني دي لو خليه كده من المايكارديال سيلز اهي وعليها بيتا واحد زياده، عليها بيتا 1 ريسبتور، وشغلت انا البيتا واحد ده بنور ادرينالين او ادرينالين اللي طالع من المظله، نهايه الموضوع جوه الخليه ايه؟ يعني فكرني كده، البيتا واحد كان بيشتغل ازاي؟ بيشتغل صح جي اس، مش كده؟ يعني معناها هيزود سايكلينج ام بي، يعني معناها هيزود كالسيوم، صح؟ كالسيوم ده حلو ولا وحش؟ حلو، يزود كونتراكشن. طب اسمع بقى المعلومه دي، الكالسيوم لما يزيد قوي يعمل توكسيك افكت على الميوكارديوم،
الكانسر لما يعلى قوي قوي في خلايا القلب يدمر خلايا القلب. سموه اكشن كده لو عدى عندنا ان شاء الله في المنهج بقى او في غير المنهج يسموه مايتوجينيك اكشن، يعني كانه بيبوظ الخلايا العضليه بتاعت الميوكارد. كويس؟ يبقى انا كور السيمباثيتك شغال عالي قوي كده في العين اللي عنده انفاركشن ده عنده مشكله. يبقى لو قلت لك ان السيمباثيتك العالي اثناء الانفاركشن ممكن يزود السايز اوف انفاركشن، يبقى كلامي صح ولا غلط؟ لو السيمباثيتك العالي العنيف قوي ده اللي بيحاول يعوض مشكله القلب التعبان، لو السيمباثيتك شغال بشكل كبير قوي ممكن ابص الاقي الانفاركشن عمال يكبر في الحجم. عشان الاكشن ده، عشان السيمباثيتك مشغل البيتا والبيتا مزوده سايكليك ام بي ومزود الكالسيوم، والكالسيوم العالي ده توكسيك على الخلايا. طيب ادي بقى بيتا بلوكر. فكر بقى معايا كده، انت في الاكيوت فيز استفدت ايه لما اديت بيتا بلوكر؟ قال لنا السايز اوف ذا انفاركشن، صح؟ وايه كمان؟ قال لنا الكارديو كورك، مش كده؟ مش القلب كان مجهد قوي عمال يشتغل بالبيتا واحد وعلى الفاضي مش قادر يطلع دم اصلا، يبقى انت قللت الكارديو كورك. وايه كمان؟ هو سبب الوفاه؟ اه طبعا يعني التوكسيستي صلحناه. سبب الوفاه كانت ايه؟ اريثميا بسبب البيتا 1 اللي شغاله قوي، انت عليت الاريثميا دي. كويس؟ يبقى كان البيتا بلوكرز نهايه الموضوع بقى، البيتا بلوكرز في حالات الانفاركشن لو الانفاركشن مقلل قوي الكارديك اوتبوت وبيضيع جزء كبير قوي من العضله بلاش بيتا بلوكر، لانه ساعتها هيبقى ضرره اكبر من نفعه، هيعمل مور ديكريز اوف ذا كارديك اوتبوت. لكن لو الانفاركشن ده في حته واخد بقى جزء كده من القلب يبقى البيتا بلوكرز حلوه. مش كده؟ البيتا بلوكرز صلحت الاريثميا، البيتا بلوكرز قللت الكارديك وورك، البيتا بلوكرز قللت السايز اوف ذا انفاركشن. واتمنى نكون فهمنا هو ليه بتبقى بروتكتيف كده، لان احنا قللنا التوكسيك افكت اوف اكسس كالسيوم جوه المايوسايتس. طيب ده اللي موجود بيتهيألي، يعني ده اللي موجود كده ان شاء الله في كتاب القسم، ان هو بيقلل الاريثميا باي انتي اريثميك اكشن، وكاتب لك كمان بيبلوك الادرينالين انديوسد هايبوكاليميا. واحده واحده بقى كده، هو لما بيشتغل يبقى عندي انفاركشن والسيمباثيتك شغال يبقى اخبار الادرينالين ايه؟ عالي. بيعمل ايه الادرينالين في البوتاسيوم؟ بيدخله جوه المسلز، فالبوتاسيوم اللي في الدم اخباره ايه؟ هايبوكاليميا. الهايبوكاليميا دي بقى تعمل اريزميا. الهايبوكاليميا نفسها لما البوتاسيوم بيقل كده يبدا قرابه القلب تعلى ويحصل تاكيكارديا ومشاكل بقى اكتوبيك بيس ميكرز والكلام. لما ادي بيتا بلوكر انا منعت الهايبوكاليميا اللي عملها الادرينالين، صح؟ ليه؟ لما اديت بروبرانولول منعت ليه الهايبوكاليميا اللي عملها الادرينالين؟ عشان قفلت البيتا 2 في السكيلت المصري، فما بقتش تسحب بوتاسيوم، ففضل العيان ما عندوش مشكله الهايبوكاليميا. يبقى دي كانها ميزه اضافيه بتخلي العيان ما يحصلوش اريثميا قوي، ان انا ما عملتش هايبوكاليميا بسبب الاكسس ادرينالين الموجود في الدم. ده بالنسبه للاكشن بتاعه في الاكيوت فيز. اخر نقطه موجوده في الاكيوت فيز مكتوب لونج تيرم يوز، وقدامها كده برولونج سرفايفل. دي على فكره حاجه احصائيه بقى، يعني لو العيانين اللي اصل انا ما خدتش حاجه، انتوا قعدتوا تاكلوا وتشربوا، انا جالي حاجات الحمد لله بس ما اكلتهاش، السكر بدا يقل بقى وتلاقي في شويه تخريف هيحصل كمان شويه. العيان الناس اللي اخذوا لو جابوا كده مجموعات احصائيه كده، ناس جالهم انفاركشن واخذوا بيتا بلوكر في الاكيوت فيز، ومجموعه ثانيه من العيانين جالهم انفاركشن وما اخذوش بيتا بلوكر، وجم بقى عملوا احصائيات كده السرفايفل ريت اخباره ايه، يلاقوا ان العيانين اللي اخذوا بيتا بلوكرز افتر انفاركشن او ديورنج ذا اكيوت فيز السرفايفل ريت بتاعهم اعلى، يعني عاشوا حياه اطول من اللي ما اخذوش بيتا بلوكر. سببها ايه بقى؟ ليها علاقه بالبروتكتيف افكت ولا غيره؟ الله اعلم. المهم ان هي حاجه احصائيه. ده بالنسبه للاكيوت مايكارديال انفاركشن. الاريثميا بقى عرفناها. فين؟ الاتش اف غالبا لو يعني اختصار معروف يبقى هارت فيلر، بس مكتوبه فين؟ في الاكيوت فيز. اتش اف هو مكتوب اتش، انا عندي مكتوب اتش فيلير ولا ايه؟ طب الحمد لله، لا انا عندي اتش فيلير، يعني اتش لوحدها وفيلير لوحدها، هي هارت فيلير. هي هارت فيلير. الاستعمال بتاعهم في الاريثميا ايا كان بقى سبب الاريثميا، هينفعوا في الاتريال وينفعوا في الفنتريكولر اريثميا. طبعا الاخطر دايما هي الفنتريكولر، الاتريال مش مهم قوي، المهم ان انا احمي الفنتريكل. وهنا بقى مفكرك باسباب الاريثميا، الديجيتاليس واللوكال اناليتكس وكلام احنا سمعناه مع الادرينالين. كتاب القسم كاتب ان
الثايروتوكسيكوزس وما اعرفش دي ليها رقم ولا ملهاش الحقيقه. نعم؟ لا يعني قصدي هو كاتب الثايروتوكسيكوزس. هو ايه دور البروبرال رول في الثايروتوكسيكوزس؟ يعني البروبرال على فكره دواء اساسي. هو طبعا علاج الثايروتوكسيكوزس هناخد ان شاء الله بالتفصيل في الترم الثاني، بس البروبرال رول بالذات من الادويه المهمه قوي قوي في علاج الثايروتوكسيكوزس. بلاش علاج، في علاج اعراض الثايروكسين، هو مش هيصلح الثايروكسين العين، هو بس هيصلح اعراضه. تمام. العيان ده عنده او العيانه دي، ده مرض غالبا بيجي في الستات اكتر، عندهم مشكلتين كبار قوي، مشكله كارديك ستيميليشن ومشكله سي ال اس ستيميليشن. فاكرين العيانه الثايروكسين دي، العيانه المتوتره اللي دايما قلقانه وما بتنامش كويس وبتضايق من الحر وعندها تريمورز مش كده، وعندها دايما مشاكل كاردياك. مشاكل الكاردياك معروفه سببها سوبر سنسيتيفيتي في البيتا 1 ريسبتورز، وغالبا مشاكل السنترال نفس الفكره، ان البيتا 1 ريسبتورز في البرين كتير قوي، فشغل السيمباثيتك عالي، دايما في قلق وتوتر وانسوميا وغيره. البروبرادول دواء حلو جدا جدا في العيانه دي. اشمعنى؟ هيقفل البيتا بتاعت الهارت فيعالج الكارديوفاسكولار سيمبتومز، والميزه الثانيه ليبيد سوليبل، فهيقفل البيتا اللي موجوده في سي ان اس فيعالج مشاكل سنترال مش كده؟ وفي ميزه ثالثه بقى، ان ملوش اي اس اي. يعني ايه الكلمه دي بتاعت اول الزمن النهارده؟ يعني هو بيور انتاجونست، يعني من ساعه ما بيشوف البيتا بيقفلها مش يشغلها الاول وبعدين يقفلها، لان لو عمل كده هيزود الاعراض. فهو كون ان هو بيور انتاجونست دي ميزه حلوه قوي في العيانين عندهم ثايروتوكسيكوزس. في بقى مزايا تانية نسمعها ان شاء الله في الترم الثاني، بيمنع ان تي 4 يتحول لتي 3. فاكرين في الهرمونز هو مين اللي فيهم اكتف؟ اثنين اكتف، تي 4 وتي 3 اكتف، بس تي 3 مور اكتف اربع خمس مرات مش كده؟ هو دايما التي 4 او تي 3 بيتكون في التيشوز اكتر ما بيطلع من الغده. بيتكون من التي 4 عن طريق حاجه اسمها بريفرال دي ايودينيشن، مش مهم قوي. المهم ان البروبرانرول بيمنع جزء من شغله، ان يمنع ان التي 4 يتحول لمور اكتف تي 3، فده بيقلل اعراض الثايروتوكسيكوز. يبقى ده يعني كلام مهم الحقيقه في الاستخدامات بتاعته. الاستخدام نمره 4، الكلام بقى اللي هو صعب قوي علينا، عليا الحقيقه وعليكم طبعا، مرض اسمه هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي. ده مرض وراثي، ده الطفل بيتولد عنده حاجه اسمها هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي. يعني ايه بقى كده بالترجمه؟ تضخم مش كده؟ التضخم ده عامل obstruction. غالبا المكان اللي يحصل فيه obstruction او hypertrophy جامد قوي، انت لو تخيلت كده ادي الانترفنتريكولار سيبتوم اهو، وادي الاورتيك فالف، وادي البلمونري فالف كده، غالبا بيبقى فيه hypertrophy في الانترفنتريكولار سيبتوم. فاثناء السيستول، اثناء ما القلب بينقبض، السيبتوم ده بيضيق قوي الاوت فلو بتاع الدم من الليفت فنتريكل ثرو ذا اورتا. يعني العضله المتضخمه دي لما تيجي تنقبض تروح مضيقه قوي الفتحه بتاعت الاورتيك فالف. فيحصل ايه في الكارديك اوتبوت؟ اثناء السيستول تلاقي الكارديك اوتبوت قليل مش كده؟ لان في كونتراكشن هنا، في هايبرتو، في عضله متضخمه، ولما بتنقبض بتضيق قوي الممر بتاع الدم من الليفت فنتريكل ثرو ذا اورتا. الحل ايه في العيان ده؟ والحل غالبا جراحي مش كده؟ لكن لو افترضنا بقى ان انا عايز ادي ادويه، ادي حاجه بوزيتيف اينوتروبيك ولا حاجه نيجاتيف اينوتروبيك؟ وانا لو اديت بوزيتيف زي ما كنت بفكر زمان كان التفكير ايه؟ ان الكارديك اوتبوت قليل مش كده؟ فالحل عندي ان انا ازود الكونتراكشن، اروح مدي بوزيتيف ايون، ابص الاقي المشكله زادت. الحل هنا ان انا ادي حاجه تقلل شويه الكونتراكشن اوف ذا مايكارديوم، فتفتح الطريق قصاد الدم اللي طالع من الليفت فنتريكل. مفهوم يا جماعه؟ يبقى ده المقصود بكلمه هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي. وفي حد من اساتذتنا دايما كان يسال ايه الحاله او امتى البيتا بلوكرز تزود الكاردياك اوتبوت؟ انت فهمت السؤال مش كده؟ هو العادي في البيتا بلوكرز ايه؟ ان انا بقلل ريت وكونتراكتيفيتي فالكاردياك اوتبوت بيقل، ده طبيعي، قفلت البيتا واحد. دي الحاله اللي ممكن لما ادي للعيان بيتا بلوكر الكاردياك اوتبوت يزيد، لان انت فتحت الممر لو كان فيه اوبستراكشن. حاله بعدها بقى اوحش واوحش، حاجه اسمها فالوت تترولوجي. في واحد زميلنا معرفش يعني هو يقول عليه رباعي الفلوت. رباعي الفلوت، هو الفلوت ده اسم واحد مش كده؟ مش فلوت يعني، هو اسمه فلوت يعني. ايه بقى رباعي الفلوت ده؟ كان عباره عن ايه؟ هو طبعا حاجه كونجنتال انومالي ومحتاجه جراحه، علاجها جراحي. العلاج الدوائي علاج مؤقت.
كان فيه ايه بقى؟ كان فيه ايوه كان فيه انتر فنتريكولار سيبتال ديفكت. كان فيه سيبت ما بين التو فنتريكلز ده فيه مش كامل. وكان فيه حاجه اسمها اوفرايدنج اوف ذا اورتا. يعني الاورتا طالع من شمال ويمين كده. ايوه وكان فيه بالمونري هايبرتنشن. والحاجه بقى اللي احنا بنتكلم عليها في البيتا بلوكرز عارف منبع البالمونري ارتري من الرايت فنتريكل ده اسمه الانفانديبولم. الله ينور انتوا عرفتوا الكلام ده خلاص؟ الانفانديبولم ده بيبقى فيه هايبرتروفي او سبازم بقى موجود. يعني وقت ما يحصل كونتراكشن في السيستول العضلات بتاعت الانفانديبولم دي تروح مضيقه الفتحه اللي طالع منها الدم من الرايت فنتريكل تو ذا بالمونري ارتري. فنفس الفكره طالما في سبازم كده وهايبرتروفي هو اللي مضيق السكه ادي حاجه نيجاتيف اينوتروبيك فهمت؟ تروح مقلله شويه التون بتاع العضلات بتاعت الانفانديبولم دي اللي عامله سبازم تروح مطلعه دم شويه زياده في البالمونري سيركيليشن. هو الطفل ده بيشتكي بايه؟ ساينوزس صح بيقول عليه ساينوتيك سبيلز اتاكس اوف ساينوزس وده علاجه زي ما قلت لك جراحي لازم يتصلح جراحيا ما ينفعش طبيا يعني ادويه لكن فكره البيتا بلوكرز هنا ان انا اقلل شويه السبازم اللي موجود في المنبع بتاع البالمونري ارتري. في بعد كده بقى استخداماته على مستوى البلاد فيسلز مكتوب اللي انا قلت لكم عليه في الاكشنز وما كانش مكتوب وقتها انه بيمنع الجي اي دي بليدنج زي في الاسوفاجيال فيريسز في الناس اللي عندهم ليفر سيروز. الفكره فيه ايه بقى؟ يعني ليه قدر يعالج النزيف ده؟ اولا هو عمل فازو كونستريكشن في الهيباتيك والسبلانكينج بلاد فيسل فالبورتال بريشر بدا يقل وفي نفس الوقت لما يقلل الكارديك اوتبوت الدم اللي رايح للليفر هيقل مش كده؟ لما تقلل الدم اللي طالع من الهارت نفسه يبقى كل اورجن نصيبه هيقل شويه بما فيه الليفر. فده بيقلل شويه البريشر اللي هو بيحصل اثناء البورتال هايبرتنشن او اثناء الاوسوفيجيال بارست. الاستعمال نمره 2 في البلاد فيسلز حاجه اسمها اكيوت ديسكتنج اورتيك انيوريزم. برضه حاجات انتوا عارفينها دي؟ عارفين. الانواع الانيوريزم في منها انواع طبعا يعني كتير قوي بس باثولوجيكال يعني. النوع ده غالبا بيحصل في الثراسيك اورتا وغالبا بيبقى معاه اثروسكلوزس فبيحصل عارفين البطاقه بتاعت الشريان اللي هي الانتما. بيحصل هنا زي جرح في الانتما. فيبدا البلاد يعمل ديسكشن يعني يفصل الانتما عن السب انتمال تيشو. وبالدم بدل ما هو ماشي في اليومر بتاع الاورطه كده يبقى ماشي ما بين طبقات الاورطه وبعضها. طبعا دي حاله ايمرجنسي بيحصل اكيوت ديكريس في البلاد بريشر ولازم نعمل بقى اشعه وصبغه ومش عارف ايه عشان اشخصه اصلا وده علاجه جراحي. طبيا بقى قبل ما ادخله اوضه العمليات عايز اقلل شويه قوه الدفع بتاعت الدم اللي طالع من الليفت فنتريكل عشان ما يعملش ديسكشن جامد. انت فاهم الفكره؟ الدم اللي طالع من الليفت فنتريكل بقوه ببريشر عالي قوي. البريشر العالي ده ممكن يخلي طبقه الانتما تفصل زياده. فانا عايز اقلل البريشر جوه الاورطه. يعني عايز اقلل الكارديك اوتبوت عشان الدم اللي طالع ما يعملش حاجه اسمها شيرنج فورس. ان هو يبتدي يعمل ديسكشن ما بين اللايرز اوف ذا اورتا. طبعا ده ممكن ادي بيتا بلوكرز وبيدي معاه دواء اسمه صوديوم نيتروبورسايد لما ناخده ان شاء الله في علاج الضف دواء فازو دايليتر محترم قوي فبيقلل قوي البريشر جوه الاورتا بحيث ان ما يحصلش انفصال لطبقات الاورتا لحد ما ادخله اوضه العمليه. بالظبط عشان اقلل شويه هنا الكارديك اوتبوت فقوه الضخ اللي طالعه من الليفت فنتريكل بتقل شويه. ده بالنسبه لاستعمالاته، استعمالاته بقى في البلاد بريشر انا قلت لك ان هو مهم قوي في الاسينشال هايبرتنشن هو اللي ملوش سبب ومهم في حاله اسمها سكندري هايبرتنشن عارفينها مش كده؟ ضغط عالي بسبب فيوكروموسايتوما. الفيوكروموسايتوما علاجها ايه؟ انا عارف احنا ما خدناش علاجها، احنا عرفنا ازاي نشخص وعرفنا مشكلتها ايه؟ هي المين سيمتوم او المين مانيفستيشن او فيوكروموسايتوما هايبرتنشن صح؟ لان اللي خارج غالبا غالبا الهارت بس جيت على البلاد فيسلز قفلت البيتا 2 اللي بتحاول توسع وسبت الالفا ان اوبوز ده الضغط يعلى اكتر من الاول. وطبعا الاحسن علاج ليها ان انا اشيلها جراحيا لكن لو هندي ادويه يبقى احسن حاجه ان انا لازم ادي الفا بلوكر ممكن احط معاه بيتا لو في كارديك ترابلز ممكن ادي لابيتالول وريح دماغك يقفل الاثنين او اوعى تغلط بقى وتدي بيتا بلوكر وداوت الفا بلوكر. ده بالنسبه للاستعمالات بتاعتهم. الادفيرس افكتس والكونترا انديكيشنز انا عارف انها ما اتقالتش في المحاضره بس بسرعه خالص بقى لان ما ينفعش تروح نجيب دواء ونسيب منه نص يعني. هو الادفيرس افكتس تقريبا كلها انت عارفها لو بصيت عليها كده
هتلاقي فيه سيديشن وديبريشن ونايت ميرز وإمبوتنس. كل دول بيحصلوا. إمبوتنس على فكرة هي معناها الحرفي، يعني الحرفي في الطب معناها failure of erection. لكن هي المقصود بيها هنا ان في sexual disturbance، في مشكلة sexual في العيان، مش شرط تكون ان في مشكلة في الإريكشن. هو غالبا البيتا بلوكرز اللي بيتسربوا دول لما بيوصلوا للبرين ويبتدي يهدوا سيمباثيتك كده بيقللوا غالبا السيكشوال ديزاير. يعني الفكره ملهاش علاقه بالاريكشن او الاجاكوليشن او غيره، هي الفكره كلها غالبا سنترال اكشن، وده بيبقى سببه ان السيمباثيتك والرغبه الجنسيه قلت قوي نتيجه ان انا قفلت البيتا ريسبتورز الموجوده في البرين. والدليل على كده انها بتحصل مع الليبيد سوليبل بيتا بلوكرز مش مع الووتر سوليبل، يبقى دي اكيد حاجه ملهاش علاقه بريفر، ملهاش علاقه بالسكس اورجانز، هي مشكلتها كلها على مستوى السي ان اس. طبعا قصادها بقى بما انها بتعمل سيديشن ومش عارف اكتئاب وايه، فبلاش تديها في الناس اللي عندهم اصلا ديبريشن. كارديو فاسكولار، معلش انت كده قول لي يعني عيوبه على الكارديو فاسكولار وقصادها كونترا انديكيشنز، يعني عمل ايه في القلب كده وهيبقى امتى ممنوع؟ عمل براديكاردي صح؟ يعني يقلل الهارت ريت بيلو نورمال، يبقى ممنوع في العيان اللي اوريدي عنده براديكاردي. تمام، قلل الاي في كوندكشن، يبقى ممنوع في الناس اللي عندهم مشكله اي في بلوك. قلل المايوكارديال كونتراكشن صح، نيجاتيف اينو، يبقى ممنوع في الناس اللي عندهم صح. وخليها بقى ان شاء الله عشان لما نيجي نقول دلوقتي الكلام تبقى سيفير هارت فيجر. الهارت فيجر لما نيجي نتكلم عليه البيتا بلوكرز فيه مزايا وفيه عيوب، يعني ليها مزايا نقولها ان شاء الله دلوقتي، بس الشكل العام بتاع البيتا بلوكرز انها بتقلل الكارديك اوتبوت، فبلاش منها في الناس اللي عندهم هارت فيلر لو كان سيفير هارت فيلر. يعني لو وصل لدرجه ان انا معتمد بقى على شويه سيمباثيتك يشغلوا القلب فيطلعوا دم، مش كده؟ لو انا ادي بيتا بلوكر يبقى انا وقفت شغل السيمباثيتك فالقلب ممكن ما يطلعش كارديك اوت. يبقى خلي بالك هي ممنوعه فيما يسمى بالسيفير هارت فيلر. كتاب القسم كاتب جنبها معلومه يعني ظريفه قوي، هو كاتب نوت يوزد ويذ فرابامين او ديلتيازم. صح، دول عباره عن كالسيوم شانل بلوكرز بالظبط كده، بيشتغلوا مينلي على الهارت، شغلهم الاساسي على الهارت، ويعملوا نفس الافكت بتاع البيتا بلوكر، يعني يقللوا هارت ريت واي في كوندكشن ومايوكارديال كونتراكشن. لو اخذتهم مع بعض انا بعرض العيان مشكله كبيره قوي في القلب، يبقى دي عشان كده ممنوعين مع البيتا بلوكرز. على البلاد فيسلز بيعملوا كولد اكستريميتيز، تلاقي الاطراف بدات تبرد، انت فهمت السبب، البيتا 2 مقفوله. نفس الكلام رينولدز فينومينا، مشكله الاطراف بقى اللي بتزرق وتنمل والحاجات بتاعه البريفيرال فاسكولار ديزيز. عرفنا انترميتنت كرونيكيشن، العضلات مش وصل لها دم كفايه فبتعب واقعد واكمل. النمنس معناها او التينج، على فكره الاثنين اعتقد ان هم نفس المعنى، معناها تنميل، ده نقص البلاد فلو للاطراف كده بيعمل شعور بالتنميل. يبقى قصادها كده ممنوعه في اي بريفيرال فاسكولار ديزيز سواء رينولدز فينومينا او اي نوع تاني. بيعملوا هاي بوتنشن، يعني ايه هاي بوتنشن؟ المقصود بيهم ايه؟ يعني يقللوا الضغط بنوع نورمال، يعني ممكن يخلوا الضغط يقل عن الطبيعي، وبالتالي الضغط قليل ما ياخدش بيتا بلوكرز. هنا بقى في البيتا بلوكرز، معلش انا عارف والله ان احنا مزنوقين وامتحان والكلام ده، بس في حاجه مهمه لازم تعرفها في البيتا بلوكرز، هم بيعملوا هاي بوتنشن نوت بوستورال هاي بوتنشن. ملهوش علاقه بال، يعني هيوطوا الضغط سواء انت نايم او انت قاعد او واقف، هتلاقي ضغطك هو هو ما بيتغيرش كتير. ما بيعملوش مشكله عنيفه جدا في معظم ادويه الضغط اللي بتوسع الشرايين والاورده، وفي مشكله اسمها بوستورال هايبوتنش اللي هي ايه بقى؟ الفينوس ريتيرن. انا في الريكامبنت ضغطي يعني كذا، لما اجي اقف ضغطي يقل قوي، والسبب فيها فينوس ريتيرن الستاجنيشن اوف بلاد في الفينز، مش كده؟ فبدا الكارديك اوت او الفينوس ريتيرن يقل، الكارديك اوتبوت يقل، وبالتالي الضغط يقل. دي خطر في انهي عيان؟ البوستر هايبوتنشن خطر في انهي بني ادم؟ الناس الكبار في السن. فاكر في الجنرال قلناها مره كده ان الكبير في السن لو فقد وعيه ووقع يجيله فراكشر بيلبس، فراكشر نيك فيمر، فراكشر بيس اوف ذا سكال، يبقى في كوارث. يبقى عرفت هو ليه ما بيعملش بوستر هايبوتنشن؟ ليه؟ هو يعني اصلا لان هو بيشتغل على التحديد بقى الالفا فيرو دايليتيشن اللي يعمل بوستر هايبرتنشن اللي يوسع فينز، مش كده؟ لانك لما توسع الفينز انت بتحوش دم، ولما تيجي تقف بتحوش دم اكتر، فيحصل مشكله البوستر هايبرتنشن. يبقى اي دواء ان شاء الله يعدي عليك في المنهج
يكون فينو دايليتور يبقى يعرف ان لازم هيبقى من ضمن عيوبه انه يعمل اورثوستاتيك او بوستورال هايبوتنشن. هل البيتا بلوكرز اصلا بازو دايليتورز بصفه عامه كده؟ بروبرانول لا خالص. البروبرانول ده يمكن حتى شويه ضيق شرايين، لكن هو المؤكد فيه there is no vaso dilatation. مالناش دعوه، دي ناس خلصت وفرحانه بقى، مالناش دعوه. على الريسبيريشن خلاص عرفنا بقى بيعمل اكيوت اتاكس وبرونكيال ازمه في الازماتكس، وبالتالي ممنوع ان انا استعمله في البرونكيال ازمه. والكارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز هيبقوا افضل منه بس برضه مش مضمونين، لان السيلكتيفيتي از نوت ابسوليوت. نمرة 4 في الميتابوليزم عمل مشكلة الهايبوغلاسيميا، هو اللي عملها؟ يعني هل البيتا بلوكر هو اللي عمل هايبوغلاسيميا؟ هو اللي عملها انسولين او اورال هايبوغلاسيميكس؟ هو مشكلته ايه بقى؟ انه ما خلاش الجلايكوجينوليسيس يحصل، والاسوأ من كده انه ضيع اعراض الهايبوغلاسيميا، عمل ماسكينج اوف سيمتومز فدخلني في سايلنت هايبوغلاسيميا قد تؤدي الى كوما. كتاب القسم كاتب كونترا انديكيشن لو في هايبوغلاسيميا ماشي. خلي بالك دايما، كان دلوقتي حد من زملائكم بيسالني هو ممنوع ان انا يكون عندي سكر وضغط اخد بروبرانول؟ ممنوع؟ يعني انا عندي هايبرتنشن ودايبيتيك ممنوع اخد بروبرانول؟ لا، هو انا اقدر اخد بروبرانول بشرط بالظبط كده ان ما يحصلش هايبوغلاسيميا. خلي بالك من الانسولين وخلي بالك من دواء السكر، ما يحصلش منه هايبوغلاسيميا، لان ساعتها البروبرانول هيضيع لك الاعراض. فمين قصدي يعني ما هواش كونترا انديكيشن بمعنى ان ممنوع بقى خالص، لكن يو هاف تو يوز ات وذ كوشن، دايما يبقى سكري مظبوط او يبقى سكري حتى اعلى شويه من النورم. بيعمل اثروسكليروزس، عرفنا يمكن بشكل كده بسيط ان هو بيقلل هاي دنسيتي ويمكن يعلي شويه اللو دنسيتي، ويعمل هايبركاليميا، والسبب فيها ان احنا قفلنا البيتا 2 في السكيلتال ماسلز، وهتبان قوي لو العيان يوريميك اللي احنا بنقول عليه عنده مشكله رينال امبيرمنت. اللي بعد كده الاذرز، في واحده فيهم انا يعني ما بحبهاش بس هقولها لكم بقى، ان يحصل سوبر سنسيتيفيتي، ان انا ادي بيتا بلوكر ويحصل سوبر سنسيتيفيتي. يعني ابص الاقي البيتا ريسبتورز اشتغلت كتير قوي صح، هيبقى السبب ان في اب ريجوليشن في البيتا ريسبتورز. طب هو البيتا بلوكرز بتشغل ريسبتور؟ البيتا بلوكر بتقفل ريسبتور، يبقى الكلام ده ينطبق على ايه؟ على البيتا بلوكرز اللي هم اي اس اي اللي هم بيشتغلوا بارشال اجونست، مش كده؟ اللي هو لما اديهم يشغل البيتا الاول وبعدين يقفلها. لو في بيتا ريسبتورز كتير او رد فعلها عالي، ساعتها الادويه دي هتعمل اكسلريتد ريسبونس. وانا يعني انا رايي انها ما تتقالش خالص في البيتا بلوكرز، لان يعني بس ماشي يعني خلاص عرفنا ان هي هتبقى عامله زي الادرينالين كده، لو اديت منه جرعه عاديه يعمل رد فعل مبالغ فيه. الأخيرة بقى في بعض الروايات هي أهم حاجة تعرفها في حياتك في البيتا بلوكرز، إن إحنا لو عملنا sudden stop أو sudden withdrawal هيحصل مشكلة كبيرة جدا جدا في الهارت. أظن أنتوا فاكرينها. هو أنا لما بدي بيتا بلوكر، لما أدي بلوكر عموما للريسبتور، إيه اللي بيحصل في الريسبتور؟ صح؟ أنت بتحرم الريسبتور من الليجن بتاعه فيبتدي يعوض ويزيد النمبر ويمكن كمان يبقى مور سنسيتيف، مش كده؟ لكن طول ما انت مدي اللوكر انت ما عندكش مشكله، هم عمالين يعلوا ويكتروا بس مقفولين البيتا بلوكر. لو انت جيت بقى شلت البيتا بلوكر فجاه كده، ايه الاخبار بقى؟ الادرينالين والنور ادرينالين هيلاقوا ريسبتورز كتير قوي ومور سنسيتيف، بيعملوا رد فعل مبالغ فيه. فالعيال يدخل منك في اريزميا جامده، يدخل منك في انجينا، لدرجه ان احيانا بيحصل حتى مايوكارديال انفاركشن. من كتر ما الكالسيوم، فاكر انت قصه الكالسيوم مش كده؟ بيتا واحد كتير كالسيوم جوه العضلات الكتير بوظ العضله، خلى العضله يحصل فيها نيكروزس، فممكن يحصل صدم او ما يسمى بقى بالريباوند افكت، يعمل مايكارديال انفاركشن. حلها ايه؟ ارجع ادي بيتا بلوكر ثاني، اقفل على طول بقى في ساعتها بالبيتا بلوكر، وبعدين لو عايز توقف جرادوال ويدرول وانت بتسحب بالتدريج هيبدا الريسبتورز ترجع لنورمال، بقى تبدا تتعرض شويه شويه للادرينالين والنور فيبدا عددهم يرجع نورمال. يبقى خلي بالك بقى في البريكوشنز، نيفر ستوب بيتا بلوكر، او في الكونترا انديكيشنز اوعى توقف البيتا بلوكرز فجاه. صح، يعني ممكن في وقت من الاوقات البيتا بلوكرز احتاج ازود جرعات، مش كده؟ مش مشكله قوي، هي مشكلتي كلها ان انا لو وقفت فجاه. الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز اشهرهم مين بقى؟ الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز اتينولول، مش كده؟ كل حاجه فيه شبه البروبرانول ما عدا ان هو ما قفلش البيتا 2.
يعني ما عملش ايه بقى عشان ما نبصش في الكتاب بقى ما قفلش بيتا 2 في البلاد فيسلز فعملش مشكله الفازو كونستريكشن اللي بتحصل في الاطراف مثلا مش كده وما عملش فازو كونستريكشن في الكورونا فاكر مشكله الفاريانت انجينا اللي كانت مشكلتي ان انا لو قفلت بيتا 2 وسبت الالفا 1 ما تحصلش معايا ما قفلتش بيتا 2 في البرونكاي مفيش برونكو كونستريكشن ولا برونكيال ازمه ما قفلتش بيتا 2 في الليفر فمش خايف قوي ان يحصل هايبوغلاسيميا لان البيتا 2 ممكن تطلع شويه جلوكوز هل عمر ما يحصل الكلام ده يعني عمر ما هيحصل اتينولول يعمل بي في دي او يعمل ازمه او يعمل لا سيلكتيفيتي از نوت ابسولوت كتاب القسم بس مفكرك باللايكوبروتينز قال لك ان هم ليس لايبل تو برودوس لايكوبروتين تشينجز هم النون سيلكتيف عملوا ايه في اللايكوبروتينز قللوا اتش دي ال واحتمال يكونوا علوا ال دي ال ده اقل شويه ده هيعمل على فكره بس اقل من النون سيلكتيف البوتاسيوم مش هيتغير صح ولا لا هو انا البروبرانول علا بوتاسيوم عشان قفلت بيتا 2 في العضلات ده ملوش دعوه بالبيتا 2 فما فيش مشكله قوي ان يحصل هايبر كاليميا الثيرد جينيريشن في البيتا بلوكرز ادويه بتقفل البيتا وليها اديشنال فازو دايليتور اكشن مكتوب عندنا في الكتاب مثلين دواء اسمه سيليبرولول ودواء جنبه كده اسمه نيبيفولول الاثنين دول مكتوب جنبهم في الكتاب كده ان هما بارشل اجونست اكشن يعني عملوا ايه بقى يعني فاهم دول معلش كده السيليبرولول والنيبيفولول يعملوا ايه في البيتا واحد ويعملوا ايه في البيتا اثنين يعملوا ايه في البيتا واحد دول بيتا بلوكرز دول بيتا بلوكرز كويس لا يقفلوا بيتا واحد ما يشغلوش بيتا واحد يقفلوا بيتا واحد مباشره وفي بيتا اثنين بارشل اجونس يعني ايه بارشل اجونس بقى يعني يشغل بيتا اثنين وبعدين يقفلها ما اعرفش والله وعلى فكره كل ان هم بارشل اجونس على بيتا اثنين دي اصلا عليها خلاف هو بيقال ان هم بلوكر على بيتا واحد واجونس على بيتا اثنين اجونست على بيتا 2 شغل هو وانت فاكر اصل البيتا بلوكرز كلهم كان ايه؟ كلهم اصلهم كان جاي منين؟ من ايزوبريدالين مش كده؟ لما غيرنا الكيمياء بتاعته بقى بيتا بلوكر سواء بقى بارشال اجونست او بيور انتاجونست فطلع دواء كده لما غيروا الكيمياء طلع دواء يقفل البيتا واحد ويشتغل على البيتا 2 كبارشال اجونست شغل البيتا 2 فيوسع الشرايين شويه وبعدين يقفل الدواء ده اسمه النيبيفولول برضه عشان يعني للتسجيل ولا للتاريخ يعني النيبيفولول ده طريقه شغله مش زي السيليبرولول النيبيفولول بيقفل البيتا واحد خلاص متفقين عليها ويوسع البلاد فيسلز عن طريق انه يطلع من الاندوثيليوم نيتريك اوكسايد نيبيفولول نيبيفولول مكتوب كده جنب السيليبرولول بتحس ان هو زي بعض الاثنين مش كده لا المكتوب في الكتب بقى ان النيبيفولول از نيتروجينيك يقول عليه كده نيتروجينيك بيتا بلوكر يعني لما يتاخد يشغل الاندوثيليال سيلز يخليها تصنع نيتريك اوكسيد فاكرينه بقى مش كده؟ بيعمل ايه؟ اللي كان زمان اسمه اي دي ار اف ده بيعمل ستيميليشن لجوانيليت سايكليز فيزود سايكل جي ام بي فيوسع البلاد فيسلز يبقى ده شغل النيبيفولول للتاريخ والذكرى. في عندنا بقى ادويه ثانيه اللي هي زي اللابيتالول والكارفيدولول دول بيقفلوا البيتا كلهم ويقفلوا الفا واحد. سؤال للاذكياء هما ليه عملوا فازو دايلاتيشن؟ هو خلي بالك قفلوا بيتا واحد وجمع الشرايين قفلوا الفا واحد وبيتا اثنين ومع ذلك عملوا فازو دايلاتيشن مع ان المفروض ان انا لو قفلت ده وده ما يحصلش حاجه بقى مش كده؟ ده بيضيق وده بيوسع وانا قفلت الاثنين عشان ده عليه تون اعلى من ده صح؟ الالفا واحد هو اللي دايما شغال اكتر جاي له ادرينالين ونور ادرينالين بيشغلوه البيتا 2 بيشتغل بالادرينالين بس ماليش كيميكال ترانسميتور جايه فعشان كده دايما اللي هيبان قوي ان انا قافل الالفا 1 اللي هو البريدومينانت على البلاد فيسلز ده بالنسبه بقى لشغلهم طبعا استعمالاتهم هيبقى ممكن اديهم في الهايبرتنشن حتى لو معاه هارت فيلير او حتى لو معاه بريفرال فاسكولار ديزيز اخر حاجه بقى في البيتا بلوكرز هي اتشرحت اظن في المحاضره اللي هي البيتا بلوكرز للهارت فيلير احنا ممكن ناجلها الهارت فيلير بس مبدئيا كده الهارت فيلير عيان الهارت فيلير بيتصنف على حسب اعراضه يعني في حاجه اسمها كلاس 1 في الهارت فيلير عيان عنده مشكله في القلب بس لسه ما عندوش اعراض كويس
كل ما زادت الاعراض دخلنا في كلاس 2 وكلاس 3. كلاس 4 عنده اعراض ايفن اترست، يعني بينهج وبيعرق وما بيقدرش يعمل مجهود خالص حتى وهو قاعد عمال ينهج ويعرق كويس والبالبيتيشن، يبقى ده اسمه كلاس 4 بيسموه زمان سيفير هارت فيل. تمام. البيتا بلوكرز ممكن اديها بجرعات صغيره جدا جدا في الهارت فيلير بشرط ما يكونش سيفير. ليه؟ هو ليه لو كان سيفير ممنوع؟ لان ضرره هيبقى اكبر من نفعه. لما اديه في السيفير يبقى انا بقلل الكارديك اوت في عيان اصلا مش قادر يطلع كارديك اوت كويس، يبقى احنا هنستبعده في كلاس 4. ايه بقى فكرته في كلاس 2 و3؟ فكرته هنا is protective. معلش فكر معايا كده، هو اللي عنده هارت فيلير اخبار السيمباثيتك بتاعه ايه؟ عالي صح مش كده؟ عايز يعلي شويه بقى. طب السيمباثيتك العالي ده بيعمل ايه في القلب؟ ادرينالين ونور ادين شغالين على البيتا واحد، جي اس بروتين، ادينايل سايكليز، سايكليك ام بي، كالسيوم صح؟ الكالسيوم الكتير على المدى البعيد ده يعمل ايه بقى؟ يعمل توكسيك افكت تاني. يعني عيان دايما السيمباثيتك اوفر اكتيفيتي على الهارت دي معناها نور ادرينالين طالع من العصب السيمباثيتك، وادرينالين ونور ادرينالين طالعين من الادرينال مدله وعمالين يشغلوا البيتا واحد. في حدود العادي بيتا واحد لما تشتغل كويس زودنا كونتراكشن ومش عارف ايه فالكارديك اوتبوت عمال يتحسن، بس لما يزيد قوي شغل السيمباثيتك البيتا واحد دي عماله تنشط جوانيلين سايكليز، معناها ان انا بكتر قوي سايكليك اي ام بي، وده في الاخر بيزود قوي الانترا سيلولار كالسيوم جوه الكارديك مايوسايتس. يعني اول كالسيوم بقى يعمل حاجه قلت لك عليها اسمها مايتوجينيك افكت او يسموها ريمودلنج، يعني معناها خلى الخليه العضليه دي تتحول الى نون كونتراكتايل تيشو ما بقتش عضلات، يبقى معناها ان على المدى البعيد السيمباثيتك از توكسيك تو ذا هارت كويس. عارف الايه طبعا الهارت فيلر ده؟ بص لما نيجي ان شاء الله نشرحه البايرو ريسبتورز هي موجوده دايما في البيج فيسل مش كده، كاروتيد واورطه صح، فلما يطلع كارديك اوتبوت كويس هي بتحس بيه، لما يكون الكارديك اوتبوت قليل هي تحس ان البريشر جواها قليل فتتعامل مع العيان ده على انه عنده مشكله في السيمباثيتك فتبدا تنشط السيمباثيتك فيحصل عنده مشكله التوكسيسيتي. عارف سبب كمان التوكسيك افكت؟ يعني السيمباثيتك بيعمل ايه تاني غير انه بيشغل البيتا واحد بتاعت الهارت؟ بيشغل بيتا واحد فيه يعني مش تاني شيء ماشي صح طبعا بس لا شيء تاني كدني صح. فتطلع ايه بقى؟ رينين، ورينين يطلع انجيوتنسين 2. لما نذاكر الانجيوتنسين 2 تلاقيه بيزود الكالسيوم جوه خلايا القلب فعمل نفس التوكسيك افكت. بقى لما انا بدي بيتا بلوكر استفدت كام حاجه بقى؟ قفلت البيتا واحد هنا، حميت القلب من شغل السيمباثيتك، وقفلت البيتا واحد في الكيدني فخليت الرينين يقل وبالتالي الانجيوتنسين 2 يقل، لان هو نفس الانجيوتنسين 2 ده ليه توكسيك افكت على الارض. انتوا مقدرين احنا داخلين على ايه في الكارديو فاسكولار؟ ما حسيتوا؟ يبقى احنا عرفنا بقى يعني خلاص عشان نخلص بقى البيتا بلوكرز في الهارت فيلير مش هتنفع في كلاس 4 عشان سيفير، يبقى هتضر العيان، هتنفع في كلاس 2 او 3 ولازم تتاخد بجرعات صغيره جدا. ليه؟ ليه جرعات صغيره قوي؟ عشان ما تعملش بقى اذى، ما تعليش الكارديك اوتبوت كمان تبقى مشكله، لازم يتاخدوا بسمول دوز ولما نيجي نزودهم نزودهم بالتدريج قوي، ليها حسبه معقده جدا انك تعلي جرعه دواء بيتا بلوكر الهارت فيلير. اللي بيتاخدوا بقى فعلا واتعمل عليهم ابحاث واكتشفوا ان هو كارديو بروتكتيف هم الثلاثه دول اللي موجودين عندنا في الكتاب دول. دواء اسمه الكارفيدينول اللي هو بيقفل الفا مع البيتا كمان وليه انتي اوكسيدنت اكشن، ودواء اسمه بيزوبرولول فاكرينه في الجدول اللي هو الكونكور. البيزوبرولول ده سيلكتيف بيتا 1 بلوكر، والميتوبرولول مين فاكر الميتوبرولول ده في الجدول؟ هو كارديو سيلكتيف وكل حاجه ثانيه هو شبه البروبرامول مش كده؟ يعني شبه البروبرامول في كل الاكشنز، الحاجه الفرق بينهم ان هو سيلكتيف بس على البيتا 1. طيب تم الحمد لله هو الجزء بتاع الاوتونومي. الجزء بقى بتاع سكيلتال ماسل ريلاكسنس هقول لنا قد ايه على الصدر معتمد على المعلومات الاتيه. دي سكيلتال ماسل اهي فاهم عليها قوي، بس هي سكيلتال ماسل عليها ريسبتور هنا اسمه ان ام ريسبتور، وعشان العضله دي تشتغل
عندي شغل كده في البرين حاجه اسمها الموتور كورتكس لو فاكرين، بيبعت اشاره فرامل اتراك بقى ومش عارف ايه، وبعدين تيجي هنا خليه اسمها انتيريور اورال سيل، طالع منها عصب اسمه سوماتيك نيرف. كلام قديم مش كده؟ سوماتيك نيرف ده ايه الفرق بينه وبين الاوتونوميك؟ اولا طالع من الانتيريور اورال سيل مش من اللاترال، وثانيا مفيش جانجليا في النص، وثالثا بيكونترول فولانتري اورجان مش انفولانتري. امال ايه التشابه ما بينه وما بين الاوتونوميك؟ نوكولينرجي، انه بيعمل سينثيسيس وستورج وريليز اوف اسيتايلكولين. كويس؟ طيب ايه اللي بيحصل ده عشان العضله تنقبض؟ شرب من هنا مش كده؟ عملت اكشن بوتنشال هنا، طلعت اسيتايلكولين، شغل ال ان ام ريسبتورز. ال ان ام دي شكلها ازاي؟ صح، ليجن جيتد ايون شانل، يعني لما تشتغل بالاسيتايلكولين تفتح صوديوم شانل. ويدخل الصوديوم يبتدي يحصل ديبولاريزيشن. وبعدين يجي كالسيوم بقى، بس هيجي منين الكالسيوم؟ من جواها مش من بره لجوه. بيطلع الكالسيوم اللي متخزن جوه الساركوبلازميك ريتيكولم. يعمل يمنع حاجه اسمها تروبونين كده لو فاكرين. هو كان واقف كده ما بين الاكتين والمايوسين، ويبتدي بقى الاكتين والمايوسين يحصل فيهم سلايدنج وكونتراكشن. كويس؟ يبقى انا معتمد في الكلام على المعلومات دي ان انا عندي ان ام ريسبتور، وعندي نيرف بيطلع اسيتايلكولين، وعندي كالسيوم خارج من الجزء بتاع الساركوبلازميك ريتيكولم، وعندي كلام بقى في السي ان اس. يعني اقول لك مثال، عندي ريسبتور كده اسمه الجابا ريسبتور، برضه اللي ذاكر جنرال يعني لا سمح الله زمان كده هيلاقي ان الجابا ريسبتور ده كان فيه نوعين. تمام، الجابا اللي هي الجاما مايلوبيوتيريك اسيد كنيورو ترانسميتر وكوانيبيتري ترانسميتر، ليها نوعين من الريسبتور. نوع اسمه الجابا ايه؟ حد فاكر بيشتغل ازاي؟ لا هم دول ليجن جيتد ايون شانل مش جي بروتين. كان لا الجابا ايه؟ لما كان بيشتغل كلورايد بيفتح، ايوه صح، بيفتح كلورايد شانل، فيحصل انفلكس اوف كلورايد، فيحصل حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن. الجابا بي بقى انتوا قلتوه من شويه، الجابا بي ده بيفتح بوتاسيوم، فلما تفتح بوتاسيوم شانل يطلع بوتاسيوم بره، وبرضه يحصل هايبر بولاريزيشن. طيب اخر ريسبتور هقول لك بس عشان نلم بقى الادويه، في الفا 2 ريسبتور موجود في السي ان اس، بالذات في السباينال كورد. يعني الالفا 2 ده كان دايما دوره ايه؟ انهبيتور. كويس؟ طيب انت بقى من الخريطه دي كده عايز تعمل سكيلتال ماسل ريلاكسيشن. انا عايزك تفكر بقى معايا، هو مفيش وقت قوي للتفكير بس يعني حاول، يعني اعمل ايه عشان اخلي التون بتاع العضلات ده يقل؟ يعني لو بدات من فوق كده اعمل ايه؟ ادي حاجه تشغل الجابا ايه ريسبتور، صح؟ هنسمع بقى عن حاجه اسمها بنزو دايزيبينز، بتعمل شغل كانك انت شغلت الجابا ايه، زي الدايزيبام اللي هو الفاليوم بتاع السودا. هو شغل الجابا ايه ريسبتور. الله اكبر الله. لا دنيا ولا اخره. بس عشان احس كده ان انا مرتد عن الاسلام. لا لا حاجة والله، يعني دول بس ده والله العظيم حسيت ان هم التعبد والدين مقطع بعض. انا عارف اللي فيها، احنا بننزل والراجل بيقول الله اكبر، هي بتاعت اقامه الصلاه دلوقتي. لا لا في حد تاني بقى ان انا ادي دواء يشغل الجابا بي، هتلاقي ان شاء الله وصلت الكلام كده وانت بتذاكر الادويه دي، دواء اسمه غافلوفان. كويس؟ شغل ان هو يشغل الجابا بي ريسبتور فيقلل الاشاره العصبيه اللي ماشيه في السباينال كورد. طب خلينا في المهم بقى، اعمل ايه في السوماتيك نيرف ده؟ هو ده بيصنع مش كده؟ وبيخزن وبيفرز اسيتايلكولين. اعمل ايه عشان ما اخلوش يشتغل؟ اقلل السينثيسيس. واللي فيها فاكر بقى كان في دوايين بيقللوا تصنيع الاسيتايلكولين، الهيميكولينيوم اللي كان بيمنع الابتيك اوف كولين، وتراي ايثايلكولين اللي كان بيمنع اتحاد الكولين مع الاسيتايلكولين. طيب ازاي امنع الستورج؟ كان دواء اسمه ايه؟ فيزاليكول، اللي هو جاي تبع الفيسكلز كده. او ان انا امنع ريليز. امنع ريليز ازاي بقى؟ كالسيوم قليل مش كده؟ مغنيسيوم عالي، لوكال انثيتيك زي البروكين،
بوتيولينم توكسين وزودنا ساعتها ادويه اسمها الامينو جلايكوزايد انتي بودز. طيب الحل الثالث سبت بقى الجزء ده وسبت العصب اعمل ايه هنا بقى؟ اقفل صح؟ ادي مجموعه اسمها نيورو ماسكولار بلوكرز. دي بنقسمها لمجموعتين لو فاكرينها بقى. مجموعه اسمها كومبيتيتيف نيورو ماسكولار بلوكرز او يسموها نون ديبولارايزنج. يعني تعمل ايه؟ بتقفل وبتكمبيت مع الاسيتايل كولين اللي خارج من السوماتيك نيرف، مش كده؟ اقدر اطردها بشرط ان انا ازود اسيتايل كولين. ازاي ازود اسيتايل كولين؟ انتي كولين استريز. فاكرين بقى النيستجمين والايدروفونيوم والادويه. الحل الثاني ان انا ادي حاجه اسمها دي بولارايزنج او يقول عليه نون كومبيتيتيف، اللي هو يعمل في الاول انيشال دي بولارايزيشن، فالعضله يحصل فيها شويه تويتشز، وبعدين يخلي الموتور اند بليت في حاله اسمها سستيند دي بولارايزيشن، لا يستجيب للاسيتايل كولين. اقدر اطرده؟ لا ما اقدرش اطرده لانه مش ماسك على ريسبتور. بس هستنى لحد امتى؟ لحد ما يتكسر. بيتكسر بسرعه؟ لا بيتكسر بسرعه جدا. الساكسيمايل كولين از ميتابلايز باي سول كولين. 10 دقايق بص تلاقيه يتكسر ان شاء الله. طيب يبقى ادي بالنسبه لي مجموعه النيوروماسكولار بلوكرز. اعمل ايه في الكالسيوم بقى؟ يعني اخلي الكالسيوم يخرج ويعمل كونتراكشن ولا امنع خروج الكالسيوم؟ طيب اللي بيعمل كده دواء اسمه الدانترولين. يبقى انا عرفت بقى ان انا ممكن اعمل مشكله او اصلح يعني المسل سبازم او اقلل المسل تون بكل الادويه دي، كويس؟ طيب بسرعه كده في الكتاب عشان اقول لك ايه اللي هيتقري الجديد بقى بالنسبه لنا ان شاء الله. هو كاتب في صفحه 91 قايل لك ان هم تاثير النيورو ماسكولر او السكيلتال ماسل ريلاكسنس مقسمهم مجموعه نمره واحد اسمها نيورو ماسكولار بلوكرز اللي رجعنا قسمناها الى كومبيتيتيف ودي بولارايز، وبعدين مجموعه اسمها سبازموليتيك. وخلي بالك بقى عشان في الام اس كيو مجموعه السبازموليتيك تشمل اللي بيشتغل سنترال واللي بيشتغل على الكالسيوم بتاع العضلات. لما اقول لك الدواء ده سبازموليتيك ماليش دعوه بالعصب ده ولا ليه دعوه بالنيكوتينيك ريسبتور. سبازموليتيك بيساوي سنترال زائد الدواء اللي اسمه دانترولين اللي بيمنع خروج الكالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولا. الاذر ميكانيزمز الموجوده كلها قلناها بقى اللي هي نمره 3 دي اي بي سي دي بقى انواع الادويه. جه بعد كده بس قال لك ان معظم الادويه اللي بتشتغل على السوماتيك نيرف كلينيكال ما بينفعوش في الطب الا البوتوكس اللي هو جاي من البوتيولينم توكس. انا قريت الحاله في كلام صعب شويه عشان بس لما تقراه. البوتوكس استعمالات طبعا مشهوره قوي في التجميل مش كده؟ الكوزمتيك سيرجري اللي انا احقنه عشان ضيع التجاعيد. لكن طبيا ليه استعمالات ثانيه من ضمنها اللي موجود عندنا ان بيتحقن في العضلات الاكسترا اوكيلر ماسلز بتاعت العين دي بيتحقن في حاجه اسمها اوكيلر بليفروسبازم. البليفروسبازم بليف دي معناها الايلد. يعني العيان ده عنده سبازم في الايلد ما بيعرفش يقفلها كويس. فبحقن فيه البوتوكس عشان اعمل سكيلتال ماسل ريلاكسيشن. يبقى ده البليفروسبازم ده سبازم اوف ذا ماسلز اوف ذا ايلد سكيلتال ماسل. وفي حاجه اسمها سترابيزمس هتاخدوها ان شاء الله السنه الجايه ما اعرفش سمعتوها في الفسيولوجي. العيان ما بيعرفش يخلي العينتين يبصوا على نقطه واحده. عنده مشكله تلاقي عين باصه في حته والعين الثانيه مش قادره تبص في نفس المكان. بيبقى في عضلات في الاكسترا اوكيلر ماسلز اقوى من الثانيه. في عضله دوميننت شويه عن الثانيه فبتخلي العين تمشي في اتجاه معين. بيحلوها ان هم يحقنوا لوكال كده بوتوكس يقوم يقلل شويه التون بتاع العضله القويه دي. بيتاخد في حاله اسمها اكاليزيا. عارفينها؟ ما شاء الله ده النهارده فيه بهارات. الكاليزيا لوحدها معناها سبازم واكاليزيا معناها ريلاكسيشن واكاليزيا معناها مفيش ريلاكسيشن. ده موجود في اللور اوسوجين سفنكتر. لما بحقن هنا بقى بقلل التون بتاع المصر. ممكن ياخدوه في حالات بقى اسمها سيريبرال بورسي تبقى في مشكله في البرين عامله سبازم تقريبا في كل السكيلتال ماسلز. ده بالنسبه للبوتوكس. الكلام بتاع النيورو ماسكولار بلوكرز برضه هو الكتاب يعني مجمع كده الموضوع كله. خلي بالك ان كل النيورو ماسكولار بلوكرز اللي موجوده في الطب ار كواترنري امونيوم كومباوندز. سهله؟ كل النيورو ماسكولار بلوكرز اللي بيشتغلوا على النيكوتينيك ريسبتور دول كلهم في الكيمياء ايونايزد. يبقى معناها ان هم ما بيتاخدوش اورم ومعناها ان هم ما بيعدوش البلاد برين بارير. تمام؟ لازم لما اخدهم باي انترافينس انجكشن. استعمالاتهم طبعا كل مجموعه النيورو ماسكولار بلوكرز اللي هيستخدمهم الناس اثناء التخدير الكلي
بنعمل بيهم سكيليتال ماسل ريلاكسيشن عشان اعرف اشتغل على عمليات بالذات الابدومينال اوبريشنز. لازم تكون العضلات فيها ريلاكسيشن عشان اعرف افتح البطن بقى واوسع واشتغل. بياخدوهم عشان يركبوا تيوب اللي اسمها اندوتراكيال انتيوبيشن عشان اقلل التون بتاع اللارينجيال والفارينجيال ماسلز. ما ينفعش اركب تيوب كده وفي تون في العضلات بتاعه اللارينكس بالذات. ده برضو اثناء التخدير بياخدوهم عشان الناس اللي عايزين نعيشهم على تنفس صناعي وعايز الغي السبونتينيوس ريسبيريشن. يعني عايز اوقف شغل الانتركوستال والدايفراجم خالص واحطه على فنتليتور ميكانيكال هو اللي بيعمل عمليه التنفس. فبدي نيورو ماسكولار بلوكر تو بارالايز ذا ريسبيراتوري ماسلز. علاج الكونفرجنز لو ما فيش حاجه نفعت معانا بقى ممكن ادي ساعتها حاجه من مجموعه النيورو ماسكولار بلوكر. طريقه شغلهم بتاعي خلاص عرفناها اللي هي مكتوبه عندنا. طريقه الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم عايز بس اقول لك ترتيب العضلات. لما نحكم كده حاجه زي الكوراري مثلا العضلات اللي بيحصل فيها ريلاكسيشن اول عضلات يحصل فيها العضلات الصغيره يسموها ذا سمول ماسلز بتاعت الهاند مثلا والفيشيال ماسلز. وبعدين العضلات الكبيره زي الترانكال ماسلز عضلات الترانك. واخر عضلات يحصل لها باراليسيس الانتركوستالز وبعدها كمان الدايفراج. يبقى ده يقول عليه السيكونس اوف ريلاكسيشن ترتيب العضلات اللي بتفقد التون بتاعها. لما ينتهي شغل الدواء يحصل العكس يحصل ريكفري. اول عضله تبتدي تشتغل الدايفراج وبعدها الانتركوستال وبعدها العضلات الكبيره وبعدين العضلات الصغيره. يبقى ده يقول عليه السيكونس اوف ريكفري. الجدول المرعب ده بقى انا ما اعرفش يعني فيه الحقيقه ما اعرفش خالص بس هو سمعت ان هو اتشرح. هو ده مجموعه الكومبتيتيف نيورو ماسكولار بلوكرز كويس. الكوراري اللي هو مكتوب عندنا 1 2 3 4 نمبر 4 في الجدول اسمه تيوبو كورارين ده هو ده الكوراري كويس. الكوراري ببساطه شديده جدا هو دواء جاي من بلانت اوريجن وعرفت الكيمياء بتاعته انه كواترنال امونيوم وعرفت انه لازم يتاخد اي في وعرفت طريقه شغله. بيكمبيت مع الاسيتايل كولين على الان ام ريسبتور بتاعت العضلات وعرفت ترتيب العضلات يعني عضلات هيحصل لها ريلاكسيشن قبل التاني. الكولاري المين فيت بتاعه كدني بيحصل له اليمينيشن باي ذا كدني فخلي بالك لو العيان عنده مشاكل رينال. العيب المشهور قوي في الكولاري انه بيعمل مشكله يقولوا عليها الهستامين ريليز. لو بصيت كده في الجدول هتلاقي مكتوب كده مودريت هستامين ريليز. ايه بقى مشكله الهستامين؟ ايه مشكلة ان دواء يطلع هيستامين؟ هيعمل فازو دايلاتيشن وده ممكن يقلل الضغط شوية ولما الضغط يقل شوية ممكن يحصل ريفلكس تاكيكارديا صح؟ والعيب التاني برونكوسبازم. يبقى ده عيوب الكوراري معظمها جاية نتيجة ان هو عمل هيستامين ريليز. طيب ملوش دعوة بالماسكرينيك ريسبتورز والكلام ده ما بيعملش حاجة. هو اسمه البروتوتايب هو النموذج اللي بيتقاس عليه بقية الأدوية. لو بصينا بقى على الأدوية التانية كده سريعا الاتراكوليوم طبعا اساميهم ربنا يعينك اصلا عشان تقراهم وتنطقهم يعني. الاتراكوليوم ده واللي وراه اللي اسمه سيز اتراكوليوم شبه بعض قوي في الكيمياء بيتكسروا لوحدهم في البلد في الفسيولوجيكال بي اتش وتمبرتشر. يعني لا محتاجين رينال اكسكريشن ولا محتاجين اسف ليفر ميتابوليزم. كل شغلهم ان هم بيتفكوا كده المركب ده يتفك من بعضه في الفسيولوجيكال بي اتش اوف ذا بلاد والفسيولوجيكال تمبرتشر بتاعت الجسم. التفاعل ده يسموه هوفمان ديجراديشن ان هو يتكسر لوحده كده يسموه هوفمان ديجراديشن رياكشن. يبقى ده ميزه ولا عيب؟ ميزه طبعا. ليه بقى؟ اقدر اضيف اللي عنده مشاكل رينال او مشاكل هيباتيك مش محتاج ان انا اظبط جرعات ولا حاجه. الدواء اللي بنسميه ميفا كيوريوم خلاص الناس بتنام اهي. الميفا كيوريوم ده بيتكسر بالسودو كولين استريز عامل زي ايه؟ عامل زي ساكسينال كولين بيتكسر بالبلازما كولين استريز وبالتالي برضه الدوريشن بتاعته ما هياش طويله بيحصل رابيد اونست وشورت دوريشن. قصاد بقى الميفا كيوريوم لو مشيت كده معاه هتبص تلاقي انه بيعمل هيستامين ريليز. يبقى نفس المشكله بقى برونكوسبازم وفازو دايلاتيشن وهايبو تنشن والكلام ده. خلاص خلصنا التيوبو كورارين البانكيورونيوم والجالامين الاثنين دول زي الكوراري كده معتمدين على كدني وفيهم عيب خطير جدا ان هم بيقفلوا الام 2 ريسبتورز. تاني البانكيورونيوم والجالامين غير ان هم بيقفلوا النيورو ماسكولار جانكشن دي بيقفلوا الام 2 بتاعت الارض. معناها ايه؟
معناها بيعملوا تاكي كارديا، صح، معناها بيعملوا تاكي كارديا جامده جدا اثناء العمليات الجراحيه. ده بالنسبه للاثنين اللي شبه بعض. الادويه الثانيه بقى ما فيهاش حاجه الحقيقه مميزه، كلها مزايا يعني، زي البالبيراكيوريوم، ودواء اسمه روكيورونيوم وفيكيورونيوم، وقال يعني بقى الاسامي قليله قوي، فجابوا لك واحد اسمه جانتاكيوريوم، قال لك جنبه ايه بقى؟ ان ده في فيز 3 في الكلينيكال ترايلز. يعني ايه؟ يعني ايه فيز 3؟ يعني لسه ما نزلش. يعني فيز 3 انت عارف لما يجوا يجربوا دواء في البني ادمين بيبقى في اربع فيزز. هو ده كان في فيز 3، ان شاء الله ربنا يسهله ويدخل على 4 وينزل في السوق بقى، يعني عشان تبقى عارف ان هو كمان اصلا مش موجود لسه في السوق. اعتقد ان شاء الله الجزء بتاع الادفيرس افكتس والكلام ده سهل. انا بس اخر كلمه والله عشان فعلا كده عجيب يعني. ما صحش كده فعلا. انتوا خليكم تضحكوا وانا اللي بتصور وانا بس انا هبالغ عنكم. مش شعر واحد. في دواء نمره 3 مكتوب في الريفرسال. انت عايز تضيع شغل الكوري مثلا، او عايز تضيع شغل اي دواء من الهيصه اللي في الجدول دي، مش كده؟ اضيع شغل وعن طريق ان انا ادي انتي كولين استريك، دي مفهومه بقى. ازود اسيتايل كولين فهيطرد البلوكر من على السيكتور. في بقى دواء جديد اللي مكتوب عندنا نمره 3 ده اسمه ساجا، ما اعرفش هيبقى ساجا ولا سوجا ولا شوجا، ما اعرفش النطق الصح ايه يعني. ماديكس، حاجه اسمها ساجا ماديكس. الدواء ده ببساطه شديده جدا عباره عن دواء عليه الكترو نيجاتيف تشارج. فكر فيها بقى، هي مجموعه الادويه دي كلها عباره عن كواترنري امونيوم كومباوندز عليها الكترو نيجاتيف الكترو بوزيتيف تشارج، مش كده؟ فلما ادي دواء عليه الكترو نيجاتيف تشارج يمسك مع الكومبيتيف نيورو ماسكولار بلوكر ويديه كومبلكس ما بيشتغلش بقى خلاص، واروح منزله بعد كده عن طريق اليورين. فخلي بالك عشان الدواء ده دواء جديد ما كانش مكتوب في كتبنا قبل كده. السايجا ماديكس ده عباره عن دواء يتاخد عشان يعالج مشكله الاوفر دوز اوف ذا كومبيتيتيف نيورو ماسكولار بلوكر، معتمد اساسا ان هو عليه شحنه الكترو نيجاتيف والمجموعه دي عليها الكترو بوزيتيف، فيحصل بينهم تفاعل ويدي مركب يبعد عن الريسبتور خالص وينزل عن طريق اليورين. يعني احنا كده حاولنا بصراحه نخلص. انا مش مبسوط طبعا ان انا عملت في سكيلت المصري ريلاكسنس ده، بس يعني احسن من ما فيش. ان شاء الله احنا معانا بقى يوم الثلاث، ولو عايزين حاجه بقى يا جماعه في فتره الامتحانات دي، امتحان بقى واربع درجات بقى وتوتر واعصاب مهدوش وكده، ده رقم الموبايل ان شاء الله في الامتحانات. نعم؟ وبص بصراحه ان انا على الواتساب بقى وعلى الفيسبوك ومقطع بهدل الدنيا في الحياه دي. عايزين اي حاجه اسالوني بقى في اليومين اللي جايين، نشوفكم ان شاء الله الثلاث بقى في الميعاد العادي بتاعنا باذن الله.